بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات الأهلي في المونديال. طبعا كالعادة وحشتوني جدا 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 جدا. إن شاء الله خلال الفترة القادمة الأسبوعين اللي جايين هكون مع حضراتكم دائما على الهواء مباشرة من الساعة 8 للساعة 11. زي ما حضراتكم شفتوا، أنا قلت لكم أول كلمة قلتها في المونديال، وهذا هو اسم هذا البرنامج اللي هيبدأ معاكم من النهاردة لغاية إن شاء الله انتهاء مونديال الأندية. إيه اللي هيكون موجود عندنا في هذا البرنامج؟ هنشرح لحضراتكم كل ما يخص فرق كأس العالم للأندية، الخمس فرق. طبعاً النادي الأهلي هيكون معانا دائماً في كل التحليلات وكل الإحصائيات وكل التحاليل الفنية اللي هنتكلم عنها، هيكون دائماً معانا النادي الأهلي. هنقول لحضراتكم عن أرقام كل الفرق اللي موجودة في كأس العالم للأندية، هنتكلم عن كل شيء يخص هذا الموضوع. الأهم بقى اللي هيكون معانا كواليس مش هتشوفوها غير هنا فقط في برنامج الأهلي في المونديال. هتلاقوا كواليس كل شيء، كل حاجة، الفطار، الغداء، العشاء، فندق الإقامة، لحظة الوصول. زي يعني احنا بدأنا لسه ما فيش من دقيقة تقريبا، وأيضا فريق النادي الأهلي بيصل إلى المطار، وحاجات جميلة جدا جدا بتحصل، وحاجات جميلة جدا جدا هنوريها لحضراتكم من خلال الأهلي في المونديال. كل كواليس فرق فريق النادي الأهلي وهو بيلعب في المونديال، كل الناس مستنياه، كل الأهلوية مستنية النادي الأهلي هيعمل إيه. وزي ما حضراتكم شايفين حصريا على شاشة قناة النادي الأهلي وفي برنامج الأهلي في المونديال، لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى قطر، ومعظم بقى زي ما حضراتكم شايفين كل اللاعبين، كل الإداريين، البعثة الإعلامية وصلوا، لسه واصلين ما فيش من ساعة تقريبا أو من أقل من ساعة، جونيور أجاييه، بقية اللاعبين، عمرو أيضا، ومحمد هاني، وعلي معلول، مروان محسن، كل اللاعبين. وزي ما حضراتكم شايفين الإجراءات الاحترازية متوفرة وبشدة الحقيقة في هذا الأمر. زي ما قلت لكم في بداية كلامي أن الكورونا هي التي تحكم الرياضة الآن، والإجراءات الاحترازية متواجدة في كل شيء وفي كل مكان. لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي، زي ما حضراتكم شايفين كل الفيديوهات اللي حضراتكم شايفينها دي مش هتشوفوها فقط غير على شاشة قناة النادي الأهلي وفي برنامجنا برنامج الأهلي في المونديال. والله الحاجات دي بتفكرني بحاجات كتيرة جدا هحكي معاكم في 2005 و2006 وإيه اللي حصل، والأيام دي كانت عاملة إزاي بالنسبة لنا، والفرحة كانت عاملة إزاي، خصوصا في 2006 لما النادي الأهلي خد برونزية كأس العالم. برونزية كأس العالم الأندية طبعا ساعتها كانت في اليابان. أيضا في أمور هتكلم معاكم فيها تخص كل الحاجات اللي حصلت في 2005 و2006. دي طبعا لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي. حاجات جميلة جدا وحاجة مشرفة وحاجة الواحد فخور وهو قاعد بيتفرج. هكلمكم النهاردة عن البدل، اللي الناس كلها عمالة تتكلم عنها الحقيقة من الصبح، وإيه اللي حصل، وهل النادي الأهلي لبس البدل دي قبل كده ولا لأ. يعني تشرفت طبعا بأن أنا أكون متواجد في 2005 و2006، ومش يعني مش أول مرة الحقيقة نلبس بدل، ومش أول مرة النادي الأهلي يبقى دائما مشرفنا ومشرف كل الأهلوية اللي متواجدين في العالم كله الحقيقة. وكل الناس مستنية النهاردة النادي الأهلي هيعمل إيه وهيصل إزاي. الشكل المشرف اللي بيه بعثة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم هذا البرنامج سيعتمد على كل كواليس ما يحدث في بعثة النادي الأهلي، سواء في مقر الإقامة أو في ملعب التدريب أو في أي شيء. زي ما قلت لكم غدا، فطار، غدا، عشاء، أي حاجة، محاضرات، كل حاجة هنجيبها لكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وأيضا برنامج الأهلي في المونديال. زي ما حضراتكم شايفين لاعبين بيعملوا مسحة في المطار فور وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي. الإجراءات الاحترازية كثيرة جدا. أول حاجة، أول ما وصلوا لازم هيتعمل مسحة لكل البعثة المتواجدة في مطار حمد الدولي.
الأهلي والمونديال بالمناسبة هي حالة حب، يعني النادي الأهلي لسادس مرة في تاريخه بيصل إلى مونديال الأندية. بقالنا 7 سنين بعيدين عن مونديال الأندية، ولكن في النهاية بالقضية قدر النادي الأهلي إن هو يصل أو يفوز بالبطولة الأفريقية ويصل إلى كأس العالم للأندية. المشهد المشرف اللي حضراتكم شايفينه ده مش هتشوفوه غير في النادي الأهلي ومع النادي الأهلي كبير القارة السمراء. وخلينا نتكلم من قلبنا شوية، وزي ما حضراتكم شايفين كل الأهلوية مبسوطين، كل الأهلوية بينتظروا النادي الأهلي في أولى مبارياته، كل الأهلوية بتنتظر، حتى الأهلوية اللي متواجدين في قطر كلهم الحقيقة مستنيين النادي الأهلي ومستنيين المنظر المشرف اللي حضراتكم شايفينه. لكن الحقيقة برضو بما أننا بنتكلم اللي بيحصل خلال الفترة السابقة، مش هقدر الحقيقة أن أنا أتكلم أو غير أن أنا أتكلم مع حضراتكم. طبعا ده جمهور النادي الأهلي في استقباله لبعثة النادي الأهلي، وزي ما حضراتكم شايفين حاجة منظمة جدا، الناس واقفة يعني متباعدين على قدر الإمكان، والناس مشتاقة يا جماعة للنادي الأهلي، الناس نفسها تشوف النادي الأهلي، كل المصريين اللي موجودين نفسهم يشوفوا النادي الأهلي ويشوفوا إيه اللي بيحصل وإيه الشعبية دي في كل حتة وفي كل الدول العربية وفي كل دول العالم. دايما بتجدوا النادي الأهلي بيشرفنا، بيخلينا نبقى مبسوطين، بيخلينا نبقى فرحانين. في ناس بتضحكنا بالمناسبة كده، دي حاجة بسيطة كده هنتكلم عنها، هي ان في ناس بتضحكني والله العظيم ثلاثة وانا قاعد بسمع كده الكام شهر اللي فاتوا دول، وانا قاعد بسمع ناس تقول لك ايه اصل النادي الأهلي ملوش شعبية في الخليج. طب انا هسكت مش هتكلم، هات يا عم الفيديو تاني، هات يا سمير الفيديو تاني، دي حاجه بسيطه كده، ده عشان الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده الناس مش عارفه تاخد راحتها في استقبال النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين دي حاجه كده بسيطه، ورابطه مشجعي النادي الاهلي الحقيقه اللي متواجده في قطر اعتقد ان هي عامله شغل كبير جدا جدا بالمحافظه بالمناسبه على الاجراءات الاحترازيه، يعني زي ما حضراتكم شايفين ناس بعيده عن بعض على الاقل متر، بيشجعوا ناديهم، بيحبوا ناديهم، بينتظروا وصول ناديهم. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة، وحنشوف حاجات كتيرة جدا خلال هذه الأيام. وخدوا بال حضراتكم في الحضور الجماهيري أعتقد أن في 30% أو تم الاتفاق على 30% من سعة كل استاد هيبقى متواجد جمهور. أعتقد أنا متخيل يعني وجهة نظري أن جمهور الأهلي سيكون هو 30% اللي متواجد في كل المباريات اللي طبعا اللي هيلعبها النادي الأهلي. الحقيقة أنا بالنسبة لي أتمنى من كل قلبي أن أنا إن شاء الله أشوف، هو أنا بالنسبة لي برضو رقم 6، خدوا بال حضراتكم رقم 6 بالنسبة لي هو رقم أنا عارف أن كلكم بتحبوه، وأنا عارف أن كل الأهلوية بيحبوا رقم 6 لأسباب كتيرة جدا، ولكن من أهم هذه الأسباب إن إحنا النهاردة دي سادس مرة النادي الأهلي بيصل إلى مونديال الأندية. ولكن لما أجي بنظر ليها أو بربطها على الجانب الآخر مع الدوري العام، معلش لازم أقول حاجة كده كلمتين عن الدوري العام علشان الناس اللي فاكرة إن هي بس طالعة تتكلم وطالعة تقول أي كلام دي ما يحسوش إن إحنا ساكتين. إحنا عمرنا ما سكتنا، من عمرنا ما سكتنا، وعمرنا ما هنسكت، وعمرنا ما هنعمل حاجة إلا بأخلاق النادي الأهلي، وعمرنا ما هنرد على حد إلا بأخلاق النادي الأهلي وبطريقة النادي الأهلي. الحمد لله خلال الفترة السابقة بانت حاجات كتيرة جدا 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 إن أخلاق النادي الأهلي وبيانات النادي الأهلي هي اللي كسبت في النهاية، هي اللي كسبت، لأن الأخلاق وزي ما قلت لكم أنا كنت بقول لكم الكلام ده قبل كده إن دايما في وقت بيبقى فيه الصوت العالي هو اللي سايد، لكن ده ما بيبقاش وقت طويل، خدوا بال حضراتكم، دايما الصح هو الصح، والصح هو اللي دايما بيسود، الصح هو اللي دايما بيسود، والمبادئ هي اللي هتكسب في الآخر. فالحقيقة أنا بالنسبة لي إن أنا أفقد 6 نقاط في أول 9 مباريات في الدوري العام، إذا كانت ال6 مباريات أو ال6 نقاط دول اللي أنا فقدتهم علشان أنا وحش أو أنا بضيع أجوان أو كذا أو كذا أو كذا، هنقدر نقول كده وإحنا داخل قناة النادي الأهلي بنقول هذا الكلام، لما الفريق بيبقى وحش بنقول إن الفريق وحش. ولكن إن أنت تفقد 6 نقاط لمجرد إن التحكيم لم يكن عادلا داخل الملعب، أعتقد إن ده
شيء يخليك تبقى حزين جدا من جواك، زعلان جدا من جواك ان انت فقدت 6 نقاط. مش النادي الاهلي يا جماعه اللي بيفقد 6 نقاط، النادي الاهلي في البعض او التحكيم بيجبرك ان انت تفقد 6 نقاط. انا عايز اوريكم الحاجات اللي بتيجي دي. اخر حاجه ده في ماتش بيراميدز، في ماتش بيراميدز كره هدف صحيح 100%. مش اسلام اللي بيقول الكلام ده، مش اسلام اللي بيشجع النادي الاهلي اللي بيقول الكلام ده، ولا جمهور النادي الاهلي اللي بيقول الكلام ده، لا ده كل خبراء التحكيم قالوا ان الهدف ده صحيح 100%. كل خبراء التحليل قالوا هذا الكلام، كل خبراء التحكيم قالوا هذا الكلام. فبالتالي لما اشوف جون زي ده وثلاث نقاط او نقطتين بيضيعوا مني بسبب عدم تحقيق العداله، انا اعمل ايه؟ لقطه ثانيه ضرب الجزاء او ركله جزاء صحيحه 100%، برضو مش انا اللي بقول ولا جمهور النادي الاهلي هو اللي بيقول الكلام ده، ولكن الخبراء التحكيم هم اللي بيقولوا الكلام ده. طب وبعدين هنفضل ساكتين او هنفضل او حضراتكم هتفضلوا او متخيلين ان احنا هنفضل ساكتين؟ عمرنا ما هنفضل ساكتين، هنفضل دايما نطالب بحقوق النادي الاهلي، هنفضل دايما نتكلم بحقوق في حقوق النادي الاهلي. لو انا اتغلبت يا جماعه وما عنديش اي مشكله، او اتغلبت لاني وحش ما عنديش اي مشكله في هذا الامر، الموضوع بسيط جدا جدا جدا. فان شاء الله اتمنى لان التحكيم العادل دائما بيصل للنادي الاهلي لابعد المراتب. خدوا بال حضراتكم من الجمله دي كويس جدا، قلتها لكم في مباراه الاهلي والهلال السنه السابقه، السنه اللي فاتت قلت لكم في مباراه الاهلي والهلال، الهلال السوداني لو كان في تحكيم جيد هنكسب المباراه وكسبنا وصعدنا. فالتحكيم العادل هو دايما اللي بيطالب بيه النادي الاهلي وبتطالب بيه اداره النادي الاهلي. 6 نقاط فقدناهم، ولكن في نفس الوقت هي مشاركة سادسة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية في 2006. بالنسبة لي كانت من أهم البطولات اللي لعبها النادي الأهلي في كأس العالم. 2005 لم تكن بداية جيدة للنادي الأهلي في 2005، لعبنا في كأس العالم، رحنا قبل المباراة الأولى بقليل، بوقت قليل جداً، ما قدرناش نتواكب مع الجو اللي هناك، جو اليابان كان ساقعه جدا والامور مختلفه تماما. ولكن في 2006 الوضع اختلف تماما تماما تماما. الخبره اللي خدناها من 2005 او اللي النادي الاهلي خدها من 2005 زي ما حضراتكم شايفين، قدرنا ان احنا نوصل ان احنا ناخد برونزيه النادي الاهلي، طبعا ياخد برونزيه كاس العالم للانديه بهدف الرائع فلافيو، الرائع فلافيو زي ما حضراتكم شفتوا بيحرز هدف رائع جدا يستطيع بيه النادي الاهلي ان هو يصل الى برونزيه الانديه. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عن البرونزيه وبنتكلم فيه عن العالميه وبنتكلم فيه ان النادي الاهلي بيمثل القاره الافريقيه وبيمثل مصر طبعا في هذه البطوله العالميه لكل العالم هيتابعها خلال الفتره اللي جايه، بلاقي تصريحات طالعه غريبة جدا الحقيقة، وهي تصريحات خاصة ببعض من لا يشجع النادي الأهلي. بعض من لا يشجع النادي الأهلي طالعين يقول لك إيه؟ أصل النادي الأهلي جايب صفقات ب 20 وب 30 مليون وما عملتش حاجة. أنا متأكد إن ده تأثير القضية. القضية، عارفين القضية؟ الكرة وهي جاية وشاطها ودخل الجون، عارفين الكلام ده كويس ولا مش عارفينه؟ أنا متأكد إن ده تأثير، لسه التأثير واضح لغاية دلوقتي. في ورقتك، خليك باصص في ورقتك، ما تبصش في ورقه غيرك ابدا. احنا عمرنا ما بنتكلم على حد، وعمرنا ما بنشوف او بنبص على حد، احنا دايما بنبص على فرقتنا. لو فرقتنا وحشه بنحاول نحسنها، لو فرقتنا كويسه بنحاول نخليها احسن واحسن واحسن. ولكن كل التصريحات اللي حضراتكم بتقولوها بعض من لا يشجع النادي الاهلي، طبعا كل التصريحات اللي انتم بتقولوها وبتعملوها لن تستطيع، أنا عارف إن أنت عايز تغلوش على فرحة جمهور النادي الأهلي بفريقه في كأس العالم للأندية، ولكن مش هتعرف تعمل كده. صدقني حضرتك مش هتعرف تعمل كده، لأن إحنا مش هننجر لهذه المشاكل، ولا هننجر لهذه اللغوشة، إحنا هنفكر في شيء واحد بس، إن ربنا يكرمنا إن شاء الله في أولى المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي، ونشوف بقى عايزين نوصل إن شاء الله لبعد كده كمان، عايزين نوصل إن إحنا يا عالم ايه اللي ممكن يحصل في هذه البطوله. هو ده اللي احنا هنفكر فيه بالمناسبه،
مفيش اي حاجه تانية هتخلينا نبص عليك او نبص على تصريحاتك او نبص على كلامك او هتضايق جمهور النادي الاهلي. لا، جمهور النادي الاهلي ما بيتضايقش. جمهور النادي الاهلي واخد بطوله افريقيا، جمهور النادي الاهلي واخد الدوري العام، جمهور النادي الاهلي واخد كاس مصر، جمهور النادي الاهلي مستني السوبر الافريقي ومستني السوبر المحلي. حضرتك مستني ايه؟ مش عارف. انا الحقيقه مستغرب جدا 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 من هذه التصريحات، ولكن احنا عندنا حدث عالمي وعندنا صور عالميه وعندنا بدل عالميه وعندنا حاجه تفرح وعندنا حاجه تشرف وعندنا حاجه تخلينا دايما فخورين بان احنا بننتمي لهذا النادي. اه، هو ده الكلام يا سمر، هو ده الكلام يا حبيبي، هو ده الكلام. تيشيرت اسود، تيشيرت او بدله سوداء وقميص ابيض وجرافطه حمراء، علم مصر اللي دايما النادي الاهلي بيرفع علم بلده في اي مكان الحقيقه بيكون متواجد فيه. الحقيقه انا شخصيا فخور جدا 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 بان انا بنتمي لهذا النادي، بنتمي لمجموعه جماهير او 70 80 مليون اهلاوي الحقيقه في كل مكان في مصر وخارج مصر، كلهم فخورين باهلاويتهم، عارفين قد ايه ان هم بيحبوا هذا النادي، والنادي ده عمره ما هيسيبكم ودايما مستني وقفتكم في ظهر ناديكم كالعاده. الحقيقه انا متاكد ان ال 30% حضور في مباريات كاس العالم للانديه هتكون من نصيب جمهور النادي الاهلي. فخور ان انا بحب هذا النادي وفخور ان انا بنتمي لهذا النادي، ولكن الفخر دايما اهلاوي. اهلاوي انا يعني والله انا جسمي بيقشعر لما بشوف مثل هذه الاغاني وبشوف جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في كل مكان، وقد ايه انتوا دايما في ظهرنا وقد ايه دايما واقفين معانا واقفين معانا في كل حاجه الحقيقه، في كل حاجه. يعني الواحد من ساعه ما كان بيلعب لغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي دايما جمهور النادي الاهلي واقف في ظهرنا، واحنا بنحب هذا الجمهور. عشان كده كل اللاعبين اللي متواجدين دلوقتي في النادي الاهلي وسافروا علشان يلعبوا في كأس العالم للأندية هيموتوا نفسهم عشان خاطر جمهورهم. هم بيتهيأ لهم ان هم وصلوا خدوا البطولة الأفريقية والدوري والكأس، ولكن عايزين يبسطوا جمهورهم لأقصى درجة، وهو ده دايما اللي احنا مستنيينه من لاعيبة النادي الأهلي، ودايما مساندتكم واضحة لينا خلال الفترات اللي فاتت والفترات القادمة. طيب، عاملين لكم سؤال النهارده كده، كل يوم هنعمل لحضراتكم سؤال من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا، وهقرا كلام كتير او هقرا كلامكم واجاباتكم دايما اللي متواجده على صفحه قناه النادي الاهلي. وسؤالنا النهارده هيكون: من صاحب اول هدف للاهلي في مونديال الانديه؟ مش هقول الاسم يا عم، لا بيقولوا لي اوعى تقول الاسم، مش هقول الاسم طبعا. الاهلي في المونديال، من صاحب اول هدف للاهلي في مونديال الانديه؟ جاوبوا لنا على هذا السؤال. هو راس حربه خطير، انا هقول عليه، اصلي لو شرحت الناس كلها هتعرف هو مين اذا ما كنتوش عارفين يعني. فده سؤالنا، وهيكون معانا هذا السؤال دائما خلال حلقه النهارده. زي ما قلت لكم كل يوم هكون متواجد مع حضراتكم خلال الفتره القادمه من الساعه 8 للساعه 11 علشان ننقل كواليس كل ما يحدث في بعثه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. طيب، نقلنا لحضراتكم لحظات وصول النادي الاهلي، خليها معانا دايما يا سمير الحاجات دي علشان مهم جدا الناس تبقى عايشه في اللي بيحصل في لحظات وصول النادي الاهلي الى مطار حمد الدولي.
وطبعا دلوقتي محمود بيقول لي ان كان استقبال حافل طبعا لكل بعثه النادي الاهلي، وخصوصا طبعا الاسطوره محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي، استقبال حافل للنجم الكبير كابتن محمود الخطيب. الحقيقه يعني هننقل لحضراتكم كمان شويه طبعا كل هذه الامور، اول ما الفيديوهات تجي لنا هننقلها لحضراتكم، وهنحاول نجيب زميلنا امير هشام اللي هيكون دائما متواجد لنقل كل الاحداث مباشره لحضراتكم، وما يحدث في وصول او ما يحدث في مونديال الانديه. طيب عايزين نعيش حضراتكم دايما في اللي بيحصل بالظبط كده. سمير خلي دايما الفيديو هو اللي شغال، لانه الناس عايزه تعرف الناس وصلت امتى واللعيبه وصلوا ازاي وكان الاستقبال ازاي، زي ما حضراتكم شايفين وصول بعثه النادي الاهلي. بعد قليل ان شاء الله برضو هننقل لحضراتكم كواليس اخرى لوصول البعثه الى بقى مقر، بعد ما ياخدوا كل المواضيع وكل الاجراءات الاحترازيه اللي حضراتكم بتشوفوها، بعد ما يتخذوا كل هذه الإجراءات هينتقلوا بقى طبعا إلى فندق الإقامة، وبدأت الفقاعة الصحية زي ما حضراتكم عارفين منذ أن تجمع اللاعبين النهاردة الساعة 1 الظهر، وبعدين طلعوا بقى مع بعض، هيفضلوا موجودين دايما مع بعض خلال الفترة القادمة. النهاردة أيضا كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواجد في تمرين النادي الأهلي في صباح اليوم. الوزير المحترم الحقيقة دكتور أشرف صبحي واحد من الوزراء اللي يعني دائما ما يكون مساند لكل الأحداث الوطنية، والنادي الأهلي هو ممثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي تواجد الدكتور أشرف صبحي النهاردة في مران الفريق. طبعا بجانبه كان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، زي ما حضراتكم شايفين دي كانت قعدة كابتن الخطيب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وطيب خلينا نروح نشوف دكتور أشرف صبحي قال إيه النهاردة في وجوده في تمرين الفريق النادي الأهلي كممثل لمصر ولأفريقيا في كأس العالم للأندية. دكتور أشرف صبحي قال كلام مهم وقال كلام خطير، خلينا نروح نشوف دكتور أشرف صبحي قال إيه ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. المران الأخير لفريق النادي الأهلي قبل ساعات من توجه فريق النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان حريص إنه يكون متواجد النهاردة يدي رسائل دعم، وده عهدنا دايما بالدكتور أشرف صبحي. دكتور برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، أعتقد زيارة مضمونها رسائل كتير جدا لفريق النادي الأهلي قبل التوجه والسفر إلى المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر. طبعا لازم النهاردة نكون موجودين، النادي الأهلي بيمثل مصر كلها، يعني بطولة العالم للأندية وكأس العالم للأندية ده حدث كبير جدا. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، إن شاء الله يبذلوا أقصى جهد، ودي كانت الرسالة اللي موجودة الخطيب النهاردة مع الفريق. أنتوا بتمثلوا مصر، ودينا مثال كمان بالجهد الكبير جدا لمنتخب مصر الهاندبول، وان هم ما كانش عندهم اي رهبه لان هم بيقابلوا بطل العالم الدنمارك، وبذلوا كل جهد. نفس الحاله يعني اولادنا في نادي الاهلي، انتوا بتمثلوا مصر وبتمثلوا نادي الاهلي، ان شاء الله مفيش رهبه لاي مقابله لاي نادي، انت هتبذل كل الجهد اللي انت المفروض تبذله قدامك بلدك، انت يعني ان شاء الله هتمثلها خير تمثيل، والتوفيق بيجي في الاخر بتاع ربنا. فكان لازم ندي الرساله اللي موجوده وقبل سفرهم وتواصل مع كابتن الخطيب ان احنا نكون موجودين معاهم النهارده، ان شاء الله يكون رساله ايجابيه جيده. احنا قبل كده سافرنا لهم في نهائي افريقيا في تونس، عشان دايما نقول لاولادنا المنتخبات والفرق اللي بتمثل مصر في كل المحافل الافريقيه او الدوليه بلدكم وراكم، لان انتم بتمثلوا بلدكم في يعني رياضيين وفي ناس كتير بتشجعكم، وانتم كمان بتعملوا نموذج للشباب اللي دايما القياده السياسيه تقول الشباب المصري والرياضه والبذل الجهد شيء مهم جدا، ان
تغييركم وتغيير العمل زي إيقاع الدولة المصرية في التطوير وفي كل حاجة. ما بنخافش وما بنقلقش، الفريق يعني الحمد لله قوامه كبير جدا. الفرق اللي موجودة حتى لو في فرق بتبني عشان البطولة، احنا عندنا استمرارية، الدوري بتاعنا مستمر، المنتخبات اللي موجودة، فبالتالي كل الفرص المواتية للفريق كانت الحمد لله. فدي رسالة للاعبين، وبنتكلم برضو في شأن العام الرياضي. يعني زي ما الدكتور أشرف صبحي قال وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس الحقيقة رئيس عبد الفتاح السيسي دايما بينظر للشباب، فأنا هجيب لحضراتكم صورة شباب النادي الأهلي وهو بيمثل مصر أمام العالم كله في مونديال العالم للأندية. الحقيقة صورة جميلة جدا جدا وصورة محترمة اللي احنا شايفينها. إن شاء الله زي ما الشكل العام شكله كويس، إن شاء الله أيضا تكون الناحية الفنية كمان في الملعب تبقى جيدة جدا. الناحية الأخلاقية زي ما حضراتكم عارفين، النادي الأهلي هو نادي المبادئ والأخلاق طول عمره، وهيفضل طول عمره يمشي بمبادئه ويمشي بأخلاقه. حتى لما نيجي نرد، نرد بمبادئنا وبأخلاقنا. إيه الجمال ده؟ ونرد بالقضية بالمناسبة صحيح. طيب إيه الجمال ده؟ يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين، مش متعودين أنتوا على اللعيبة دايما وهم لابسين البدل، ولكن صور رائعة لشباب النادي الأهلي، وهو ده الشباب اللي رايح يمثل مصر في كأس العالم للأندية، وهي شياكة تليق بحدث كأس العالم للأندية. احنا رايحين نلعب في كأس العالم، احنا رايحين نلعب في كأس العالم وأمور أخرى بتحدث. عموما احنا بالمناسبة لبسنا البدلة دي قبل كده، لأن أنا بشوف إيه بعض الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا، وهنجيبها لكم دلوقتي عشان أنا دايما لما باجي أتكلم زي ما حضراتكم عارفين. أهو كابتن شادي محمد، كابتن التاريخي للنادي الأهلي، كابتن أسامة حسني النادي الأهلي في ذلك الوقت، النجم الكبير، الكابتن علاء ميهوب أيضا. كابتن علاء ميهوب كان المدرب النادي الأهلي، وأنا مش شايف اللي بعد كده مين، لكن دول مجموعة النادي الأهلي. أيضا كابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكرة الحالي في النادي الأهلي. كلنا كنا مسافرين وكلنا كنا لابسين بدل. الكلام ده سنة كام بقى؟ سنة 2005. 2005 و2006 كان كابتن خطيب أيضا كان معانا متواجد رئيسا لبعثة النادي الأهلي، وكان نائبا لرئيس النادي في ذلك الوقت. سبحان الله الأيام دول، الأيام بتلف تلف تلف، وبرضه بنلاقي النادي الأهلي بعد ما 2005 لبسنا البدل وسافرنا اليابان، إن شاء الله أو النهاردة كمان لبسنا البدل وسافرنا إلى قطر علشان نمثل مصر في بطولة العالم للأندية. إن شاء الله يكون خير تمثيل، إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يعمله من الناحية الفنية جوه الملعب. طيب عندنا بقى كلام كتير، ولكن خلينا نبدأ بقى في الشغل اللي هنعمله لحضراتكم. هنبدأ أول حاجة ونروح نشوف جدول الفريق أو جدول مونديال العالم للأندية ومباريات البطولة. طيب جدول مباريات هذه البطولة، طبعا زي ما حضراتكم عارفين القرعة اتعملت يوم أو الأسبوع الماضي بعد انسحاب أوكلاند سيتي. بداية المباريات يوم 4 فبراير، تجريس أونال المكسيكي هيلاقي أولسن الكوري الجنوبي الساعة 4 عصرا على ملعب أحمد بن علي. أما مباراة النادي الأهلي مع الدحيل القطري هتكون إن شاء الله يوم 4 فبراير أيضا في تمام الساعة 7:30 على ملعب المدينة التعليمية. ثم يوم 7 فبراير الخاسر من لقاء تجريس أونال مع أولسن أمام الخاسر من مباراة الأهلي والدحيل، طبعا ده لتحديد المركز الخامس. هتبقى هذه المباراة في تمام الساعة 5 على ملعب أحمد بن علي. أما يوم 7 فبراير الدور قبل النهائي بطل كأس ليبرتادورس، مباراة اللي هتقام غدا إن شاء الله ما بين سانتوس وبالميراس يوم 30 يناير، هيلاعب الفائز من تجريس أونال وأولسن الكوري الجنوبي، هتبقى في تمام الساعة 8 مساء على ملعب المدينة التعليمية. يوم 8 فبراير بايرن ميونخ سيلاقي الفائز من النادي الأهلي والدحيل في تمام الساعة 8 على ملعب أحمد بن علي، وإن شاء الله يكون النادي الأهلي. مباراة تحديد المركز الثالث هتبقى يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة 5
مساء، ثم المباراة النهائية يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة 8:00 إن شاء الله. إن شاء الله خلينا نحلم وخلينا نتمنى وخلينا نتبسط وخلينا نعرف ونشوف إن النادي الأهلي هو إن شاء الله. ليه لا؟ ليه لا؟ يعني دايما النادي الأهلي بيشرفنا وبيخلينا دايما مبسوطين ودايما فرحانين. يا رب إن شاء الله من خلال هذا أو بعد إن شاء الله يوم 11 فبراير إن شاء الله. ليه لا؟ ليه لا؟ طيب خلينا بقى نروح وننتقل إلى ماذا قالت صحف العالم والمواقع العالمية والمصرية والعربية عن بطولة كأس العالم للأندية وعن النادي الأهلي. فيفا: الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية. وجايبين طبعا صور لاعبو النادي الأهلي بعد التقاطهم الصور الرسمية النهاردة بالبدلة الرسمية، واهتمام كبير طبعا من الاتحاد الدولي وموقع الاتحاد الدولي. الأهلي بيكشف عن بدلة مونديال الأندية ويؤكد الأبطال على أتم الاستعداد. البدلة عاملة شغل لفت الأنظار. أيضا وليد سليمان: أول لاعب بالأهلي يصل مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر. موسيماني بيقول: الأهلي بليف وي كان دو بيج، يعني دايما الأهلي يستطيع ان هو قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم، وده طبعا الموقع الرسمي للفيفا. ايضا فليك المدير الفني لبايرن ميونخ بيقول: وورلد تايتل وود بي ايسينج اون بايرنز كيك. طبعا بيقول ان هو يسعى لمعادله جوارديولا. منافس الاهلي والدحيل المنتظر ليفاندوفسكي: نرغب في تحقيق انجاز تاريخي بكاس العالم للانديه. أولسن هينداي الكوري يدشن وصول فريق كأس العالم للأندية. بدون جينياك تجلس يتعادل في المهمة الأخيرة قبل مونديال الأندية. أخيرا من الوطن سبورت: سانتوس وبالميراس في نهائي ليبرتادوريس لتمثيل البرازيل بمونديال الأندية. طبعا نهائي هيكون ساخن جدا جدا في هذا النهار. بكره هنشوف ان شاء الله وهنشوف مين اللي هيلعب في هذا النهائي ومين اللي هيوصل ان شاء الله من سانتوس وبالميراس عشان يلاقي أولسن الكوري الجنوبي. ده كانت البدايه بجدول ومواعيد مباريات كأس العالم للأندية. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، وعندنا تحليلات خاصه جدا 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 ببرنامج الأهلي في المونديال. عشان كده جايبين لحضراتكم أعضاء فريق التحليل لهذا البرنامج ولشاشة قناة النادي الأهلي. اتنين من الشباب اللي انتوا دايما بتحبوهم وبتحبوا دايما تسمعوا لهم، اتنين من الشباب اللي دايما متواجدين معانا خلال الفترة السابقة. كريم سعيد، الأستاذ كريم سعيد طبعا. ازيك يا كريم؟ مشرف ومنور. ازيك يا كابتن اسلام؟ مساء الخير. الحمد لله، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الفل عليك. ايضا احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ وحشنا. الحمد لله الاول، وحضرتك اللي وحشنا يعني. ربنا يخليك. واكيد الواحد فخور يعني بالتواجد في حدث زي ده، مونديال كاس العالم للانديه. حاجه بصراحه النادي الاهلي فخر يعني لمصر وفخر للعرب وفخر لافريقيا، تواجد بحجم حدث زي ده حدث تاريخي. كريم، الحقيقه لما تيجي تفكر في كاس العالم للانديه، نعم، بتفتكر ايه يعني هل بتبقى فخور؟ هل بتبقى اللي بيحصل خلال هذه الايام من نعم مجرد كلام من الناس كده، ناس متضايقه شويه، ناس مش عارف الحقيقه اقولها لك ازاي، ولكن اي مصري المفروض يكون فخور بوجوده في هذا الحدث؟ شوف، هو طبعا مسمى كاس العالم للانديه اكيد مرتبط بالنادي الاهلي في مصر، لان النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر في البطوله منذ يعني احنا لعبنا فيها، يعني حتى المره الوحيده نادي الزمالك كان مفترض انه مرشح للعب فيها 2001، حصل مشاكل تسويقيه احنا عارفينها، والبطوله اتلغت وما اتحطتش في تاريخ البطوله. انا في وجهه نظري ربما في السنين الاخيره المنافسه للاسف بسبب بعض الاشخاص خدت اطار مش لطيف، البعض
اكيد طبعا السوشيال ميديا كلنا متعودين عليها، كلنا انفلونسرز على السوشيال ميديا، لكن اعتقد من وجهه نظري لما يكون في ممثل لمصر في بطوله وحدث زي ده اعتقد كلنا المفروض نبقى فرحانين ان احنا في حد بيمثلنا، احنا لينا تواجد في هذا المحفل العالمي. حته طبعا انا متفهم طبعا حته عشان بس ما نقولش ايه ان احنا بننظر على حد، طبعا أيوه. التنافس الكروي وان انا كان نفسي النادي بتاعي هو اللي يمثلني مش النادي المنافس، ولكن كل الامور دي ربما تكون منحصره عند الجمهور. لا يصح ان تصل بعض الكلمات وبعض الجمل اللي سمعناها في بعض وسائل الاعلام من مفروض مسؤولين واعلاميين ان بلاش نروح ومش عارف ايه، الكلام ده اعتقد كلام يعيب صاحبه ولا يقلل خالص من اي شيء. في الاخر النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لدوله مصر في هذه البطوله منذ انشائها، الحاجه الوحيده اللي بترفع الحاجه الوحيده اللي بتخلينا دايما مبسوطين، الحاجه الوحيده اللي دايما بتخلينا فرحانين، الحاجه اللي انا بتكلم بره الكوره طبعا مش كوره، الكوره احنا الكوره احنا لسه هنتكلم عنها، نقعد نتكلم فيها زي ما احنا عايزين. لما فكره النهارده انت عندك ممثل بيمثل دولتك وبيمثل ابناء وطنك، اعتقد ده امر يجب على اي شخص طالما امتهن، طالما امتهن الاعلام حتى لو هو منافس يجب عليه ان هو يشيد بيه. تمام دكتور احمد، برضو بالنسبه لك كاهلاوي وكمشجع اهلاوي الفخر بالنسبه لك بيمثل ايه علشان نفهم بقيه الناس؟ يعني انا معلش مصر ان انا اتكلم في الموضوع ده لان الناس لازم كلها تفهم. طب بطوله ذو قيمه كبيره اولا حضرتك لو اتكلمت مثلا على الجوائز الماليه، البطل بطل بتاع البطوله بياخد 5 مليون دولار، الوصيف بياخد 4 مليون دولار، المركز الثالث 2.5 مليون دولار، المركز الرابع 2 مليون دولار، الخامس 1 المركز الاخير مليون دولار، يعني مجرد مشاركتك في البطوله بس مليون دولار، وكان النادي الاهلي اصلا حصل على 2.5 مليون دولار عشان حصل على دوري ابطال افريقيا، يعني مجرد المشاركه هتاخد على هتحصل على 3.5 مليون دولار، 2.5 في دوري ابطال افريقيا ومليون دولار في المركز السادس، وبالتالي بطوله كبيره نتمنى ان النادي الاهلي طبعا يقدم فيها اداء كويس وان شاء الله يعني ويحقق فيها ارقام. احنا مثلا الرقم المميز في افريقيا 2010 مازيمبي وصل نهائي، كذلك 2012 الرجاء وصل النهائي، برضو العين الإماراتي كنادي عربي وصل سنة 2018، فنتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يحقق. النادي الأهلي إن شاء الله يقدر يعملها. عايز أقول لحضراتكم أن حالا بعثت النادي الأهلي بتنهي إجراءات المسحة الصحية اللي دايما بتبقى متواجدة بعد الوصول إلى أي بلد خلال هذه الفترة، وتتوجه بعدها مباشرة إلى مقر الإقامة. وزي ما حضراتكم شايفين دايما احنا بنتجه الى عالميه النادي الاهلي، عالميه النادي الاهلي هي اللي دايما بتخلينا مبسوطين، هي اللي دايما بتخلينا فخورين باسم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو زي ما كريم واحمد قالوا النادي الاهلي هو ممثل مصر الان في مونديال العالم للانديه. الاهلي العالمي تقرير مهم جدا، نطلع نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. الأهلي العالمي، هنرجع مرة تانية مع كريم سعيد وأحمد ثابت. زي ما قلت لكم خلينا نبدأ كريم بنتكلم عن تاريخ بطولة كأس العالم منذ بدايتها وحتى الآن. خلينا نتكلم عن أول ثلاث بطولات 2000 و2005 و2006. طبعا هي البطولة احنا عارفين طبعا هي كانت بشكل أكبر من البطولة القديمة الانتركونتيننتال اللي كانت ما بين بطل دولة بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، هم اللي كانوا بس بيلعبوا ما يسمى أو ما يشبه كأس العالم أندية. بعد كده طبعا قرروا الانتركونتيننتال القديم بشكل قديم خالص. بعد كده طبعا القرار قالوا لك طب احنا هنقعد نتفرج عليكم، ما تعملوا لنا يا جماعة بطولة واحنا كلنا نشترك. فعملوا بطولة بالنظام الوحيد ليها سنة 2000 اتلعبت في البرازيل، وكانت نظامها غريب شوية كابتن اسلام، ان هما كانت مجموعتين من أربع فرق، ولكن مش بنظام السيمي فاينل وبعد كده، لا هم خدوا بطل المجموعة مع بطل المجموعة يلعب والاثنين لعبوا بعض في الفاينل. وطبعا فاكرين الفاينل كان ما بين كورينثيانز وفاسكو دي جاما، وكورينثيانز كسب البطولة بركلات الترجيح. بقى طبعا اكيد بطولة 2005 هي 2005 بقى خلينا نروح لأحمد ثابت. 2005 دي كانت بداية النادي الأهلي في هذه البطولة أو بداية تواجد النادي الأهلي في البطولات العالمية مع كأس العالم للأندية في 2005. طبعا كنا احنا كسبنا النجم الساحلي في البطولة في دوري أبطال أفريقيا في النهائي، وبعدين وصلنا يمكن كانت
يعني دايما نقول ان انت ما تروحش اصلا مش عارف انا او يعني اول ما تروح البطوله بتبقى انت حاطط ان انت هتاخد البطوله او كده، فده يمكن الدرس اللي النادي الاهلي اتعلمه. برافو عليك فعلا والله. في 2005 اللي حصل فعلا في 2006 خدناها على جد، استفدنا من الاخطاء اللي حصلت في بطوله 2005، ان انت مش لازم تقول ان انت رايح هتاخد البطوله، لا البطوله انت بتواجه فرق عالميه وكلهم ابطال قارات، لازم ان انت يعني تاخد البطوله ماتش بماتش. لازم تعمل حساب لكل منافس، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يقدر ان هو يوصل نص نهائي ونهائي في البطوله دي باذن الله وياخد البطوله. في 2005 كانت اول المباراه مع اتحاد جده، اتحاد جده وخسرنا 1-0. نعم كانت بالنسبه لنا صدمه كبيره جدا. بعد كده انتقلنا بقى ل 2006 ومباراه الصفاقسي طبعا الشهيره في النهائي الافريقي. ثم الوصول الى العالميه بشكل رائع جدا. طبعا وفي 2006 اعتقد كان ابرز قرار اتعلمناه ومستر مانويل طبعا اكد عليه ساعتها، ان احنا ما ينفعش نسافر قبل البطوله باربع او خمس ايام بس، محتاجين ان احنا نسافر قبليها بفتره طويله، عشان طبعا امور كثيره منها طبعا الساعه البيولوجيه، ومنها طبعا ان اللعيبه تتعود على الاجواء ونتعود على ملعب التدريب، وبالتالي نبدا نتفادى الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في 2005. وطبعا اكيد ان القرعه فادتنا اكتر في 2006، يعني لما لعبنا اوكلاند الموضوع كان اسهل شويه، لما نلعب الاتحاد جده السعودي اللي كان في ابرز حالاته في 2005، وبالفعل الاهلي قدر ان هو طبعا يتاهل للسيمي فاينل قدام انترناشونال، بس طبعا كان مباراه عظيمه يعني لا كانت خايفه كابتن اسلام، واحده من احلى المباريات اللي الاعلام البرازيلي فوجئ ان النادي الاهلي النادي الافريقي بيلعب كوره على الارض اكتر من ممثل البرازيل، يعني بعد الهدف الاول اللي جابه الكسندر باتو وكان فيه خطا شويه، وخلي بالك جوزيه كان حريص جدا على هذا الموضوع. نعم نعم، هو في كل حاجه كان يقول لك العب كره على الارض، العب كره على الارض، كانت تعليمات. نعم، ما لعبناش كرات طوليه، وبالفعل الاهلي ربما خسرنا في الاخر، ولكن قدمنا واحده من احلى من احلى مبارياتنا في او مباراه الأمانة الفرق المصريه، حتى دي ممكن تقارن بمباراه مصر والبرازيل في كاس القارات 2009، لغايه طبعا قدرنا نوصل ليه طبعا مباراه المركز الثالث والرابع، والحمد لله النادي الاهلي ساعتها توج بالميداليه البرونزيه، واحده من نوادر الميداليات اللي فرق كره القدم عامه على مستوى كل الاعمار السنيه قدر نادي مصري انه يحققها على المستوى العالمي. خلينا احمد بقى نروح لحاليا او اول مواجهه للنادي الاهلي في 2021، بطوله كاس العالم للانديه في 2021، مواجهه الدحيل القطري. الدحيل القطري واحد من الفرق اللي سمعتها كويسه جدا، صارف فلوس كتيره جدا، قول لنا شويه كلام كده او شويه تواريخ تاريخيا الاول. طبعا احنا النهارده هنتكلم على نقاط القوه يعني بتاعه الدحيل. الدحيل القطري ده اتاسس سنه 2009. ايوه، كان اسمه نادي لاخويا القطري، وبعدين في سنه 2017 تم دمج نادي لاخويا مع نادي الجيش وسموهم مع بعض اسم الدحيل القطري. تمام، شعار النادي هو هتلاقي عليه ان هو ولد ليكون بطلا. اللقب بيسموه في قطر نادي الذهب او نادي الليس او الطوفان او الكتيبه العسكريه، دي كل دي القاب للنادي القطري. طبعا هم بطولاتهم تاريخهم كله 17 بطوله، 7 دوري نجوم قطر، 3 كاس امير قطر، 2 كاس قطر، 2 كاس الشيخ جاسم، و3 كاس ولي العهد. تمام، ده من الناحية التاريخية، وهو نادي الحقيقة حديث العهد ولكن عنده بطولات كثيرة جدا يا كريم. طبعا بنتكلم على فريق أعتقد قدر خلال 3 سنوات أنه يثبت نفسه على المستويين، المستوى المحلي والمستوى القاري هناك في آسيا، فريق قوي جدا وفريق قدر يتغلب على أندية كبيرة. والنهاردة حتى طبعا هو أكيد بيشارك بصفته ممثل دولة قطر الدولة المستضيفة للبطولة، لكن نادي الدحيل في دوري أبطال آسيا في السنوات الأخيرة حقق نتائج جيدة جدا، وأعتقد واحدة من النقط الأكيد اللي احنا هنشوفها، هنشوف فريق ما بيلعبش الكرة الآسيوية أو الكرة الخليجية اللي احنا معتادين عليها، ربما أكيد أداؤه يشبه اللي تابع كأس آسيا الأخيرة، يشبه أداء المنتخب القطري على المستوى المنتخب الأول. نادي الدحيل دايما بشوفه أداؤه الفني قريب جدا 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 من منتخب قطر، طبعا أكيد وجود عدد من اللاعبين في فريق الدحيل بيمثلوا منتخب القطري، طبعا أبرزهم أكيد واحد من النجوم اللي هنتكلم عليها النهاردة وهو المعز علي. تمام دكتور أحمد، الحقيقة الدحيل احنا النهارده بالمناسبه واحنا بنتكلم هنتكلم مع حضراتكم النهارده عن نقاط القوه المتواجده في فريق الدحيل، بكره ان شاء الله هنتكلم عن اهم نقاط الضعف اللي موجوده في فريق الدحيل القطري. فريق الدحيل القطري قيمته التسويقيه كبيره جدا طبعا، قيمته ده كفايه دودو لوحده البرازيلي، قيمته هو جاي اعاره من البرازيل،
ب 7 مليون دولار لوحده يورو 7 مليون يورو لوحده اكتر من الدولار لازم خلي بالك يعني نص يعني في فرق كبير وميلسون جونيور ب 6 مليون يورو بس دولار ولا يورو يورو بس ده شراء يا كابتن الاول اعاره بس الثاني اعاره بس سنه واحده اعاره سنه 7 مليون يورو فطبعا كبيره جدا وقيمه تسويقيه كبيره طبعا وفي ميزه كمان هم معاهم ان البطوله على ملعبهم يعني مثلا نادي الرجاء كان وصل نهائي لما البطوله كانت في المغرب سنه 2012 نادي العين الاماراتي وصل نهائي لما البطوله كانت في الامارات سنه 2018 نادي كاشيما الياباني وصل لما كانت البطوله في اليابان للنهائي سنه 2016 فدي لا دي ميزه تديك ميزه ان البطوله على ملعبهم لكن طبعا الجاليه المصريه في قطر يعني ما توصتش وان شاء الله يعني ما بتتوصاش يعني اكيد يعني باذن الله هتكون ماليه الملعب هتشرحوا لنا ايه النهارده واهم نقاط القوه والضعف واهم نقاط اللاعبين لو حضرتك تفضلوا على الشاشه عشان برضو نشرح لكل جمهور النادي الاهلي كيف يلعب او اهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق الدحيل القطري مش هنقول لكم كلام ولكن فيديوهات ويعني كريم والحقيقة وأحمد تعبوا فيهم جدا جدا عشان نجيبهم لحضراتكم وكل الناس اللي اشتغلت عليها بشكل كويس جدا اتفضل يا كريم خلينا نبدأ مع أحمد ونتكلم على صبر لموشي أحمد تمام. زي ما كنا قلنا أول حاجة في طبعا النهاردة زي ما حضرتك تفضلت وقلت هنتكلم على نقاط القوة الفريق الدحيل القطري في البداية المدرب بتاعهم اللي هو الفرنسي صبري لموشي ده كان بيدرب كوت ديفوار في بدايته سنة من 2012 ل 2014 بعد كده راح الجيش القطري لغايه 2017 بعد كده استاد رين الفرنسي بعد كده نوتنغهام فورست الانجليزي أي. بعد كده هو ماسك الدحيل القطري من 18 اكتوبر 2020 لو استعرضنا الارقام بتاعته هنلاقي ان هو لعب معاهم 16 مباراه لو بصينا على الارقام هنلاقي ان هو لعب 16 مباراه كسب 9 وتعادل قدامنا الارقام على الشاشه اتعادل مباراة واحدة وخسر 6 فالأرقام دي بتقول إيه في البداية كده بتقول إن هو مدرب ريسكي يا بيكسب يا بيخسر ما عندوش تعادل ما عندوش وسط إذا المدرب بيبقى فاتح الملعب بيلعب جيم مفتوح بيلعب دايما على المكسب فبتيجي فالمباراة يا إما يعني المباراة الجيم بيجي معاه يا إما بيكسب يا إما بيخسر ده المدرب الريسكي الأرقام بتقول كده في 16 مباراة اللي لعبهم نكمل هنلاقي إن هم جابوا 39 هدف في 16 مباراة بمعدل اكتر من هدفين في المباراه الواحده اذا هم عندهم خط هجوم قوي جدا ده اللي هنتكلم فيه النهارده ان هم عندهم بيسجلوا اكتر من هدفين خط هجوم شرس جدا نيجي للارقام الدفاعيه هم استقبلوا 28 هدف مع المدرب دوت في 16 ماتش 28 هدف رقم كبير جدا يعني بيدخل مرماهم 1.7 من 10 هدف في الماتش الواحد يعني هم عندهم ثغرات دفاعيه كتيره جدا ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في حلقه بكره ولكن برضه في رقم مهم جدا اللي هو الشباك النظيفه كان ماتش 4 ماتشات بس من 16 يعني 3 ارباع ماتشاتهم دخل فيهم اهداف فالارقام بتقول ايه اللي قدامنا بتقول ان هم عندهم هجوم قوي جدا ودفاع يعتبر عنده ثغرات ومشاكل دفاعيه دي اللي الارقام بتقوله بدليل ان هم استقبلوا في 3 ارباع ماتشاتهم اهداف ولكن بيسجلوا اكتر من هدفين في المباراه الواحده اذا هم على المستوى الهجومي اقوياء جدا جدا اتفضل كريم طيب. في التشكيل طيب ده احنا بعد كده اكيد هنروح نتكلم على التشكيل بس واحده من طبعا الارقام المهمه اللي احنا محتاجين نقولها على الضحيل يا كابتن اسلام هو معدل العام التحليلي للفريق تخيل ان الفريق ده الاستحواذ بتاعه المعدل بتاعه في جميع مباريات المتوسط 57% بمعنى اي فريق رايح يلعب الضحيل اول حاجه يبعد عنها الاستحواذ مش تاخد من الاستحواذ دايما نادي الضحيل بيخرج فايز في المباراه بالاستحواذ بتاعه وبالتالي النادي الاهلي لازم يعرف احنا بنتكلم على اسلوب لعب مشابه يعني بيتسو موسيماني طبعا طول عمره مع سان داونز لما جه النادي الاهلي بيركز على حته الاستحواذ والنادي الاهلي بطبعه دايما بيلعب على الاستحواذ تمام خلينا بقى نروح لتشكيل فريق الدحيل والشكل العام اللي بيلعب بيه طب احنا بنتكلم طبعا اهم سؤال كان مصارع على السوشيال ميديا في الاونه الاخيره وكان ما بين الناس هو الدحيل بيلعب 4-4-2 فلات ولا بيلعب 4-2-3-1 والمعز علي بيبقى متطرف شويه ايوه انا بشوف صبري لموشي على مستوى مباريات في الدوري وحتى المباراه الاخيره اللي في كاس امير قطر هو بيعمل مزيج من الطريقتين ولكن المباراه الاخيره كانت 4-2-3-1 بشكل واضح طبعا بس ربما بس الباك جراوند بتاع الملعب أيوة. مش معانا بس هنحاول ان احنا نحرك من غير الملعب فحاليا نادي الدحيل في وجهه نظري بيلعب بطريقه اقرب الى 4-2-3-1 ولكن التوظيف اللي في الملعب هو اللي بيختلف
برضو معانا على الشاشه زي ما قلت لحضرتك المعدل العام التحليلي للفريق زي ما قلت معدل الاستحواذ 57%، معدل التمريرات للفريق 86%، فده يعرفنا ان الفريق عنده خط وسط قوي جدا وبلاي ميكر مهم جدا هنتكلم عليه وهو دودو وادميلسون. نضيف كمان نقطه مهمه جدا ان الفريق معدل الاهداف بتاعته المسجله في المباراه الواحده 2.4 وده رقم كبير. وبالتالي لما نيجي بقى نتكلم على التاتش سكرين ونشوف الفريق شكله عامل ازاي في ارض الملعب، الشكل اقرب الى 4-2-3-1، بس التوظيف بتاع المعز علي ربما الناس بتشوف ان هو بيجي من على الطرف شويه بس بيخش قبل الملعب. وبالتالي يا كابتن اسلام لما نيجي اعتقد ان صبري موشي في مباراه النادي الاهلي التشكيل اقرب اللي هيلعب بيه هو نفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش مباراه الاهلي القطري في كاس قطر الاخيره. وبالتالي وبالتالي انا بشوف ان مهم جدا للنادي الاهلي يبقى شايف التوظيف بتاع دودو لاعب البرازيل وادميلسون، واكيد طبعا هنتفرج على فيديوهات ليهم يا احمد بعد شويه. انا بقول انا برضو ان في طريقه اللعب احيانا بتكون 4-4-2 يعني بحيث ان هو زي ما حضرتك تفضلت قلت على المعز علي، هم طبعا في حراسه المرمى الاول لو قول لنا التشكيل كامل الاول وبعد كده نبدا واحده واحده علشان برضو نقول ناحيه اليمين عامله ازاي ناحيه الشمال عامله ازاي كل طريقه. حراسه المرمى صلاح زكريا هو حارس المرمى وده برضو نقطه ضعف هنتكلم عليها بكره ان شاء الله. الاثنين المساكين مهدي بن عطيه المدافع المغربي مدافع اليوفي السابق واحمد ياسر المحمدي ده المساك الثاني ومعاهم مساك ثالث باسم الراوي ده اللي احيانا بيدخل معاهم. تمام. الباك اليمين اسماعيل محمد. اه. الباك الشمال سلطان البريك ده الباك الشمال الاساسي وبديله علي عفيف. الاثنين الارتكاز لويس جونيور وعلي كريمي. علي كريمي طبعا اللعيب الشهيري الايراني اللي هو لعيب الارتكاز كان بيلعب في دينامو زغرب الكرواتي. ايوه. نيجي بعد كده للاثنين الاجنحه بتاعهم ودول نقاط ابرز نقاط قوه في الفريق طبعا اللي هو اللعيب دودو البرازيلي ده الجناح الايسر رقم 77 اللي هو 29 سنه معار من البرازيل والناحيه الثانيه ادميلسون جونيور رقم 10 وده طبعا برازيلي بلجيكي. اما الاثنين اللي قدام المعز علي واولونجا ليه تمام. طريقه اللعب بتبقى احيانا بعض الناس بتشوفها بتحولات او بتتغير. المعز علي ده هو اللي بيحول طريقه اللعب يا طريقه اللعب على الورق 4-4-2 المعز علي هم عندهم اثنين مهاجمين واحد مهاجم متحرك بينزل يسقط ويتحول كصانع العاب المعز علي اللي بينزل لتحت عشان كده الناس بتشوفها 4-2-3-1. انا عايزك وانت بتتكلم كده يا احمد تشرح لنا الكلام ده لانه خلاص هو دلوقتي ال 4-2-3-1 دي الطريقه اللي بيلعب بيها الحل القطري او الشكل اللي بيلعب الشكل العام هو المعز طبعا هو مايكل اولونجا هو المهاجم الكيني اللي جاي من الدوري الياباني هو اللي بيبقى قدام المعز علي هو اللي بيسقط لتحت تمام هو اللي بيسقط لتحت وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس جدا فالطريقه احيانا بتتحول 4-2-3-1 مع سقوط اللاعب المعز علي لتحت اما الاطراف اللي هم الدودو الجناح الايسر الخطير جدا 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 والناحيه اليمين طبعا بنتكلم في ادميلسون جونيور اللي هو اللاعب البرازيلي المهم جدا اللي بيتحول كمهاجم تاني ومعانا ليه فيديوهات هنستعرضها دلوقتي. ايوه لما نيجي نتكلم بقى بشكل فردي عن اللاعبين يعني برضو يا كريم انا عايز افهم منك ناحيه الشمال عندنا عند نادي الدحيل القطري ناحيه قويه جدا ولكن طيب خلينا نطلع فاصل الاول وبعد الفاصل هنرجع نتكلم اكتر عن ناحيه الشمال او على الجانب الهجومي بالنسبه لنادي الدحيل القطري. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد هذا الفاصل هنتكلم اكتر هنا على الشاشه هيكون معايا طبعا في نتكلم شويه مع كريم سعيد ده الشكل العام كريم اللي بيلعب بيه نادي الدحيل القطري. اذا 4-2-3-1 ده الشكل اللي احنا هنشوفه في الملعب واعتقد اهم واحد محتاجين ان احنا فعلا نتكلم عليه هو ادواردو اللعيب اللي لسه بنتكلم عليه اللي انتقل كاعاره من بالميراس للدحيل ب 7 مليون يورو في الموسم الواحد وده اعتقد اهم حاجه لينا الفيديوهات بتاعته. لما نشوف ادواردو او دودو ادواردو لو دودو لو ممكن نشغل بالظبط لو ممكن نشغل هنجيب الاول بالظبط كده اتفضل المعلومات اللي عنه بنتكلم على لعيب بلاي ميكر لعيب عنده نشوف ابرز هداف في الفريق 10 اهداف في الدوري صناعه الاهداف برضو
8. وبالتالي ده يا كابتن اسلام بيعرفك ان اللعيب هداف بالدرجه الاولى وبلاي ميكر وبيصنع اهداف لزمايله بشكل كبير جدا. له يعني لو صوب 54 تصويبه على المرمى 29 منهم اون تارجت، 29 منهم ما بين الثلاث خشبات. وكمان بنتكلم على نسبه عاليه قوي قوي من التمريرات الصحيحه وهي 81. كمان الدريبلينج عنده او المراوغات عاليه جدا، بنتكلم 68 مراوغه في متوسط مباريات. ده تخيل ان كل ماتش ممكن يعمل له 4 أو 5 مراوغات، وده لازم الساده المشاهدين يعرفوا ان رقم كبير في عالم كره القدم. لو ممكن نروح بقى ونشغل فيديوهات او الكليب بتاع دودو ونشوف شكله في الملعب ازاي بيتحرك، ازاي بيسرق المدافعين على الخط. ولعيب ما تنتظرش منه ان ياخد الكره على الجناح ويلعب لك كره عرضيه تقليديه، لا لعيب بيعرف ازاي يرقص ياخد ركلات جزاء، ولعيب بيعرف يسدد الار تو. اذا الفرق ما بين اللاعب العادي في المركز ده اللعب التقليدي واللعب اللي يوديك اللي انت تجيب جون اعتقد هيبان جدا في دودو. اكيد طبعا يا كابتن، عمرك ما هتدفع 7 مليون يورو اعرف لاعب عشان ياخد الكوره على الجناح ويرسل لك الكره العرضيه. فطبعا احنا محتاجين بس نشوف الفيديوهات، الفيديوهات هي اللي هتبين لنا شكل اللعيب بشكل اكبر. ايوه، وبالتالي نقدر نحكم على حالنا. هو ده اول فيديو معانا، ونشوف دودو ازاي بيستلم الكره دايما على الجناح. ربما للوهله الاولى المشاهد يقول لك اوكي الراجل هيروح هنا وعنده 2 سترايكرز هم جوه البوكس فيلعب كره عرضيه، لكن الراجل على طول بيشوط الى الزاويه البعيده، وده بيعرفنا ان احنا قدام لاعب على ممكن. بس لو نرجع ثانيه ماشي يا جماعه، ايوه بص ازاي يا كابتن بيسرق المدافع وبيرجع بظهره ليه؟ عشان ما يخليش الشكل بتاعه معمي، لازم يبقى شايف الملعب بشكل جيد وبيسرق كمان المدافعين بشكل جيد. استلم الكوره على الخط شبيه كده لنيمار، لعيب على طول بيخترق لعمق الملعب وما بيلعبش كرات عرضيه تقليديه على طول. اذا احنا لازم اللي هيلعب في المكان ده هنا يبقى واخد باله، سواء بيكام سواء محمد هاني اي حد هيلعب في المكان مش ده، مش الباك رايت لوحده. هنا الشكل اللي قدام ده يا كابتن بيعرف. خلي بالك انا بقول لك حاجه، الباك رايت هو هنا اللي دايما بيبقى ملزم، الباك رايت هنا اللي بيبقى ملزم خصوصا مع الحالات اللي شبه دي. يعني دي بص هو خد الكره لغايه فين او هو وسع لنفسه لغايه بره خالص، وبالتالي انا كباك رايت لازم يعني هنا طبعا في اخطاء كتيره جدا صح للفريق الاخر. بس يعني كابتن خلينا برضو ناخد يعني ايه فلاش باك لماتش كان عامل لنا احنا مشكله، ماتش سان داونز اتغلبنا فيه 5-0 لو نفتكر. ربما محمد هاني شال مسؤوليه كبيره جدا ساعتها، ولاسارتي قام بتغييره بعد 22 دقيقه، لكن اللي يبص على المباراه يلاقي ايه كان ساعتها رمضان صبحي هو الجناح اللي قدامه ما كانش بيرجع يدافع. انا معاك 100%. انا مش بقول، لكن انا دايما في الحته دي في الحاجات دي تحديدا المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده ان الباك رايت انا ما سيبش طبعا لا حاجه اسمها كده. اهم حاجه ان انت ما تسيبوش بالظبط يا كابتن، دي نقطه مهمه، ما تسيبوش يستلم الكوره باريحيه ويبقى عنده السبيس. يعني احنا مثلا في فجوه كبيره ما بين دودو وما بين الباك رايت بتاع الفريق المنافس، وبالتالي دودو كان عنده مساحه انه يرقص ويفكر ويخش يركن الكوره زي ما هو عايز. نروح للفيديو الثاني اللي بعديها ونشوف برضو كوره اخرى لدودو، واحد من اللعيبه البارزين في فريق دحيله. وممكن ناخد اللقطه اللي بعديها ثاني هنشوف اللعيبه بتتحضر، ودودو على طول باخد المساحه اللي ورا الرايت باك ومنطلق. هل برضو تاني الراجل هيفكر ان هو يروح للطرف او يعمل استرتش للملعب ويرمي كره عرضيه؟ لا طبعا، ده لعيب عالمي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، خد الكوره بسرعه، دريبلينج فظيع، قدره استحواذ على الكوره فظيع، وقدر يخش لقلب الملعب ويسدد الكوره ويجيب الهدف. نشوف الكوره مره ثانيه عشان نشوف تحركات اللاعب ازاي بيسرق يا كابتن الرايت مع انا دايما هقول لك العكس. مع ان طبعا ده تمركز خاطئ جدا من الباك رايت والستوبر الاثنين اللي علما دي كانت حاجه مرتده، مع انها هجمه مرتده حتى لو هجمه مرتده دايما في الهجمه المرتده لازم لو كان عندك واحد مهاجم لازم يبقى عندك 2 مدافعين. اكيد اكيد طبعا، عشان تبقى دي القاعده اللي احنا حاطينها يعني او احنا عارفينها بالظبط بنعيدها يعني. بنشوف تاني ازاي دودو بياخد المساحه على ورا الفول باك وبيقدر يخش لقلب الملعب. بس هي دي الدخله بقى، بص اللعبه دي هي التصويت يا كابتن، تصويت نفس الستايل يعني بتتكلم دقه متقنه جدا جدا من لاعب بيقدر ان هو يسدد على المرمى بشكل جيد. نشوف برده اللقطه بعد كده اللي بعديها لدودو، لو ممكن ناخد اللي بعديها تاني. شوف هنا بص يا كابتن بقى الروعه ازاي بيبعد نفسه عن المدافع عشان دايما يحط نفسه فيس تو فيس للمرمى، ازاي النهارده اخلي نفسي وجها لوجه بالمدافع وبالتالي بيديني مساحه ان انا اراوغ زي ما انا عايز. تاني بص بيستلم الكرة بشكل جيد جدا ايوه، وبيقدر ان هو يخلي نفسه
ماشي بشكل جيد قدام المدافع ويواجه المرمى بوشه وبالتالي يقدر يسدد الكرة. لو رجعت لي شويه لورا، ارجع معلش بعد اذنكم لورا شويه، هتلاقي اهو بص، ايوه كمل بقى كمل. طبعا هو بص الاستلام هنا ازاي يا كريم؟ طبعا الاستلام مش بشماله، نعم الاستلام بيمينه قدامه، بص خدها ازاي بالظبط نفس الاستلامه بتاعتك في الماتش الاسماعيلي 6-0 لما عملت محمد بركات بالظبط كان نفس الشكل ده تقريبا. يا كابتن بوش رجل ما لا دي حاجات بقى لا دي حاجات بقى كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين. فطبعا دودو واحد من ابرز اللعيبه اللي بيقدروا يعملوا الكرات. لا بص التحرك كمان والترقيص لجوه، هو دايما بياخد الكره لجوه، يعني دايما الناس اللي واقفه معانا ده نوقفه ازاي بقى محمد هاني او بيكا بنقدر اكيد، بس محتاجه تاني رقابه مزدوجه، اعتقد الرقابه المان تو مان على لاعب زي ده نوقفه ازاي؟ ما هي دي النقطه. انا عايز اسالك ده نوقفه ازاي؟ انا في وجهه نظري لازم يكون في دايما رقابه مزدوجه، يعني لازم يكون في اتنين رايحين عليه، لاعب زي ده بالامكانيات دي في موقف واحد على واحد اكيد هيبقى عنده افضليه. يعني احنا برضه بنتكلم في الكوره بالظبط زي ما انت تسيب الكوره لواحد بيعرف يسدد الكوره على المرمى، تمام. لو انت اعتمدت ان هو هيغلط، لا الناس دي نسبة الخطأ عندها قليل جدا، وطالما عندهم مساحة وطالما مفيش ضغط عليهم مفيش حد عامل له قلق في مسألة المراوغة، أكيد هتبقى الأفضلية له في المراوغة. احنا كده خلصنا دودو بالظبط، خلينا بقى نخش اتفضل اتفضل يا كابتن كريم، وخلي الدكتور أحمد يجي. اتفضل يا دكتور تعالى برضو علشان نبين لحضراتكم هي الدنيا فيها إيه وإيه اللي بيحصل، هناك أمور أخرى بتبان في نفس اللعبة. اتفضل يا دكتور. طبعا احنا ده دودو، يعني ده اللعيب الحقيقي، كمل مفيش مشكله. ده اللعيب الحقيقي على فكره، هو اخد كاس العالم مع البرازيل تحت 20 سنه، لعيب حريف قوي، لعيب مهاري قوي، بيخش كده للعمق. يعني انا بشوف دايما ان الباك يسيبه لبره احسن ما يدخلوش للعمق 100%. ليه؟ لان هو واضح ان هو لما بيدخل العمق بيشوط، تمام، يا اما بياخد ضربه جزاء. فانت الافضل سواء محمد هاني سواء اكرم توفيق سواء احمد رمضان بيكهام، اي حد هيلعب في حته الباك رايت ديت لازم يسيب دودو يطلع لبره. دي نقطه مهمه جدا. ليه؟ لان هو ولازم يكون فيه مسانده سواء من عمرو السوليه سواء من ديانج سواء من حمدي فتحي كذلك من الجناح اليمين، لازم تعمل عليه عمليه كومباكت، تضيق طبعا المساحات. اي برازيلي ما ينفعش تدي له مساحه، ما ينفعش تدي له مساحه يجري فيها لانه هيرقصك وهيروح. لازم تبقى مركز بنسبه كبيره جدا في اللي بيحصل. طبعا. او هو اصل هو انا شفته دلوقتي في الثلاث لقطات اللي فاتوا بياخد الكره لجوه، دي واللي فاتت خدها لبره، ودي خدها لبره وخد ركله جزاء، ودايما بيبقى فاتح عرض الملعب للاخر، دايما تلاقيه واقف اهو. بص حضرتك في اللقطه اللي قدامنا واقف مثلا في اخر عرض الملعب، دايما بيعمل بيوسع المساحات عشان يفضي العمق، ودايما تلاقيه داخل لجوه يا اما بيرقص يا اما بيشوط، تمام. فده دودو، ده دودو. اذا يبقى بيخلي باله اي حد من اللي هيلعب في هذا المكان، اعتقد اكرم توفيق، احمد بيكهام، محمد هاني، اي واحد هيلعب في هذا المكان اعتقد هيكون له هيكون الموضوع صعب عليه جدا خلال هذه الفتره، ولكن انا متاكد ان هم يقدروا يعملوها، لانه التركيز 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 مهم جدا. خلينا ننتقل الى الفيديو اللعيب الثاني طبعا، او اللعيب الثاني يبقى فيديو اخر، البرازيلي التاتر برضه اللي هو ادميلسون جونيور. ادميلسون جونيور ده برازيلي من اصل بلجيكي، يعني هو اتولد في بلجيكا، تمام. هو الارقام قدامنا على الشاشه، لعب 11 مباراه في دوري نجوم قطر، مسجل 10 اهداف، هداف الفريق بالتساوي مع دودو، يعني الاثنين قدراتهم تهديفيه كبيره جدا. بالنسبه للصناعه هو ثالث اكتر لاعب بعد دودو وبعد المعز علي. المحاولات ثاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، نعم، بعد دودو برضو. التمريرات الصحيحة نسبة دقته فيها 78%، المراوغات الناجحة 45 من 62، يعني هو يعتبر أقل مهارة شوية من دودو، ولكن هو أكثر سرعة وأقوى بدني، تمام. التمريرات البينية اللي هو الكيباس بتاعه 8، تاني أكتر لاعب بعد دودو، هو أكتر لاعب بيعمل عرضيات في الجنب اليمين. إذن ده شكل مختلف عن شكل دودو. دودو مهاري وبيخش للعمق، عايز يخش للعمق. التاني بيلعب على الطرف، بس في حاجة مهمة جدا جدا في أدميلسون جونيور، وهي إيه؟ إن هو بيتحرك كمهاجم تاني كتير جدا جدا جدا. أخطر حاجة في أدميلسون إن هو دايما بيدخل، يعني لو استعرضنا الفيديو، خلينا بقى نروح للفيديو القادم علشان نشوف. بص حضرتك نرجع 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 استاذ سمير، ارجع بص، هم مسجلين 6 اهداف في اخر 11 ماتش بالطريقه دي. هنتفرج على الاهداف دي، مش مجرد لعبه واحده بس. بص جونيور جاي منين اللي عليه السبوت الاصفر، هو رقم 10 بالمناسبه. بص الكره بتتلعب بيني وبينك اوفر عالمي،
طبعا عشان جوده في الجبهه الشمال يعني هي في لقطه الشمال. من فوق لو جت اللقطه اللي من فوق هتشوف الاوفر عامل ازاي طبعا. حاجه كده بص اهي بص رايح اي جون هو 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 في الورق على الورق جناح يمين بس هو خطورته ان هو رايت انسايد فورورد جناح بيتحول الى مهاجم داخل منطقه الجزاء كثيرا دايما يعني الاثنين اللي قدام اولونجا والمعز علي لا هو بيزيد معاهم بيبقى فيه زياده عدديه كتيره جدا جوه منطقه الجزاء اهي بص جونيور بيسرع معلول ومين اللي جنبه ايمن اشرف معلول وايمن اشرف لو ما خدوش بالهم من التحركات دي لازم يخلوا بالهم من تحركات جونيور معلول تحديدا وايمن اشرف المساحه اللي ما بين معلول وايمن اشرف اهي هنجيب بقى الهدف اللي بعده اللقطه اللي بعدها استاذ سمير هنبص نلاقي برده نفس الحكايه هي مش مجرد بص ده الاعاده بص الكعب بتاع دودو لا الكعب بتاع دودو الاوفر بقى يعني برضو انا بالنسبه لي هاتها من الاول تاني اتفضل بص الكعب بتاع دودو كمل كعب على طول للباك ليفت تمام بص بقى جونيور جاي منين ادميلسون جونيور بيقطع ما بين معلول واي اهو قطع ما بينهم وبيخش جوه المنطقه وبيكمل نجيب بقى الهدف اللي بعده ما خلي بالك بس علي معلول بيعمل الاوفرات دي طبعا علي معلول بيعمل الاوفرات دي بص ثواني نوقف هنا ثانيه واحده بص الباك ليفت بيبص له الاول دي لعبه متفقين عليها برضه اهو بيبص له الاول رفع عينه اهو السبوت الاخضر ادميلسون جونيور هنا هناك اهو في هنا مساحه فاضيه اهي الحته المساحه الفاضيه وبيبص له عشان ما بين المساحه اللي ما بين معلول وايمن اشرف جايبين 6 اهداف في اخر 11 ماتش بالشكل بنفس ده. الطريقه دي اللي هي تحرك ادميلسون جونيور ما بين المساك والباك كمل اللعبه لو كملنا هنبص نلاقي اهو الباك ليفت اهو الباك ليفت بيعمل العرضيه اتحرك بس بالراس بالهيد المره دي جول اذا نفس الفكره ان هو خطورته هو على الورق بالارقام اكتر لاعب بيعمل عرضيات بص المساحه هي دي اللي احنا بنتكلم عنها برافو عليك هي دي المساحه اللي احنا بنتكلم اللي هي ما عنها ما بين ايمن اشرف وما بين معلول دي اخطر حاجه بالنسبه للجناح ده يمكن دودو قلنا ان هو بيخترق للعمق من هنا ادميلسون جوريون ناحيه اليمين المساحه دي نخلي بالنا معلول تحديدا اكيد موسيماني هيدي تعليمات بان معلول ما يتقدمش كتير في مباراه زي دي او هيتقدم في واحده او اتنين ليه لان انت هيلعب عليه لعيب زي ادميلسون جونيور بص له الاول زي ما قلنا وراح في الحته في المكان الفاضي المكان اللي هو ده المكان الفاضي ده هو اللي راح له راح في المساحه اللي ما بين الباك والمساك بالظبط برضه معانا حاله ثالثه نفس الفكره اتفضل برضه في نكمل خلاص كمل اللعبه دي وهات لنا اللعبه اللي بعد كده يا سمير لو سمحت كمل اهي اتفضل بص دودو بقى اللي رافعها له اهو نفس المكان اللعبة ما بين الباك والمساك دخل هوب كمل يلا جونيور بص نفس اللعبه اذا جونيور خطورته يخش جوه يتحول كمهاجم تاني غير معز علي وغير اولونجا يعني ده بيبقى مهاجم ثالث يعتبر ان هو بيخش جوه المنطقه فبيبقى عندهم زياده عدديه عشان كده هو البرازيليين دايما بيبقى عندهم كره حلوه بس انا بشوف ان هم الاجنحه على المستوى الدفاعي مش نفس القدرات الهجوميه عشان كده الارقام فيها ريسك يا اما ماتش تلاقيهم جايبين 6 يا اما يعني هم لعبوا السد 3 مرات خسروا في الثلاثه 3 يعني الديربي سواء 3-0 او 3-1 فهم عندهم حته الريسك ان الاجنحه دايما بتتقدم ولكن بيعانوا على المستوى الدفاعي ده بكره اللي هنتكلم فيه اكتر يا بص دكتور. جونيور طيب. اهو كمل اذا هي يبقى خلي بالنا في لعبه بعد كده برضو نفس اللعبه طيب خلينا نروح للعبه اللي بعد كده نفس اللعبه كمل جوه المنطقه وتحول كمهاجم تاني ايوه نفس اللعبه اهي برضو اللي رافعها له دودو من ناحيه الشمال اهو لجونيور بيكمل جوه المنطقه دي حال يعني الحالات مش مجرد حاله لا ده كذا حاله بتتكرر اذا دي في طريقه لعب معينه جملة متحفظة. او جمله محفوظه بيتم بيلعبوها في الملعب بيلعبوها اللي هي تحرك طيب. ادميلسون جونيور ما بين المساك والباك طيب خلينا بقى كريم تعالى اتفضل يا دكتور ونروح برضو نشوف بقية بس ده مهم جدا ادميلسون ودودو الاثنين دول اعتقد لهم دور كبير جدا في الناحية الهجومية الحالة اللي بعد كده او اللعيب اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه هو المعز علي نعم اتفضل المعز علي كابتن اسلام واحد من ابرز النجوم العرب اللي ظهروا مش هقول بس في قطر لا في العرب في السنوات الأخيرة بنتكلم على واحد لوك بنو راشفورد العرب كده لعب طويل يعني أداؤه كده غزال بيجري فعلا لعيب سريع جدا دريبلينج بتاعه عالي جدا لعيب مهاري بنتكلم إن هو تاني هداف في الفريق جايب 6 جوان وتاني
لاعب بلاي ميكر صانع اهداف في الفرقه، بنتكلم على 5 اهداف صنعها، تصويب بيصوب من 29 كوره على المرمى، صوب 15 كوره ما بين الثلاث خشبات، وده برده رقم كبير بيتعدى 50%. تمام. وكمان بنتكلم على الباسنج عنده ربما يكون قليل شويه عن دودو طبعا ادمنسون، هو بنتكلم على لعيب جناح ولعيب مهاجم، فالتمرير عنده ربما يكون فيه مشكله، بنتكلم على 77% بس، برده لعيب برده حريف بيعمل 6 مراوغات من 20، فده برده رقم جيد. لكن المهم عند معز علي مش بس الارقام دي، لا المهم ان احنا نشوف قد ايه الراجل ده فعلا بيتبني عليه هجوم الفريق كله، بيقدر النهارده يعملك مشكله في فهم طريقه اللعب. هل معز علي سكند سترايكر جنب اولانجا بيلعب راس حربه صريح، ولا لاعب بيلعب على الطرف زي ما كنا بنتكلم مثلا دودو هو على الورق هو بلاي ميكر، لكن اونس ان معز دخل ليه قلب الملعب يبدا هو يسحب نفسه لبره، لا كل الاشكال دي معانا أشكال... فيديو للكلام طبعا. ده اتفضل اهو معانا هيجيبه لنا على طول. نعم تاني الفيديو اللي معانا ليه المعز علي هنا بيترجم ازاي النهارده هو بيخش، بص سارق ازاي المدافعين وبيلعب، هنا بنتكلم على راس حربه صريح. انما اللي شاف مثلا المباراه الاخيره لنادي الدحيل امام الاهلي القطري في بطوله الكاس، المباراه اللي كسبها الدحيل 6-0، استحاله تقول ان المعز علي راس حربه صريح. ليه؟ كان الراجل بينزل لتحت بالظبط، بياخد الكره من بره منطقه الجزاء، وكان كل لعبه بقى خارج منطقه الجزاء. في اللعبه اللي معانا دي دلوقتي هو راس حربه صريح، بياخد الكره العرضيه وبيعمل الهد بشكل مميز جدا. نروح طيب اللي بعد كده اللقطه اللي بعدها ونشوف المعز علي. انا عايز اتكلم يا كابتن اسلام على السرعه، اللعبه مش تكتيكيه خالص، ولكن بنتكلم على سرعه لاعب سريع جدا 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 في اخر تلت في الملعب، وبالتالي ده برده نقطه مهمه محتاجين الجبهه اليمنى بصراحه عندنا هيبقى عليها شغل كتير، لان معظم اداء او لعب نادي الدحيل بيبقى من على الجانب الايسر اللي بيبقى فيه موجود فيه معز علي واللي بترمي عليه كمان دودو، فبنتكلم على 2 لعيبه بيروحوا دايما على الجبهه دي. لو ممكن برضو نشوف اللي بعد كده الفيديو اللي بعد كده اتفضل. اعتقد هنا برضو هنتكلم على اولانجا المهاجم الكيني اللي طبعا جه من الدوري الياباني، واحد من ابرز المهاجمين في الفرقه، بنتكلم على لعيب ارقامه مميزه جدا وطوله، بنتكلم 193 سنتي، وبالتالي ده مهاجم لو تخيلنا انه عمل جامب، فالراجل ده وانس انه عمل جامب يعني هينط هيزيد عن 2 متر و10 سنتي. الراجل ده طبعا ممكن هو واقف بس ما يعملش جامب ياخد الكوره. أيوة. وبالتالي نقطه مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا من الكرات العرضيه، ربما برضه المراوغات عنده قليله ان هو اصلا ما عندوش مساحه مش بتاعته خالص، يعني هو عايز الوظيفه بتاعته خالص ان هو بالزبط. يرقص المنافس، وبالتالي بس رقم مهم عندنا وهو الالتحامات الهوائيه ربما من 10 ارقام عمل 4 ارقام صحيحه، وبالتالي دي نقطه مهمه جدا، واعتقد احمد نشوف نعم الكلام ده على فيديو على الفيديوهات. طيب نتكلم على اولانجا، دايما راجل بينطلق وشايفين ازاي النهارده واخد اخر تلت من الملعب بسرعه جدا ما بين الاثنين مساكين، وبينطلق بشكل طبعا سريع جدا جدا رغم ان هو لعيب طويل، ساعات الطول بيقلل من السرعه، لكن بنتكلم على لعيب سريع ولعيب قوي كمان بدنيا، وبيقدر يسدد بشكل مميز في الانفرادات. طبعا ده هدف من الدوري لما كان لاعب في الدوري الياباني. نعم. تاني بنشوف اللعبه هو هنا انت حضرتك عايز توضح ان في ثغره ما بين الاثنين السوبرين، اكيد واضح جدا يعني. واضح جدا من اللعبه ان هجمه مرتده وهو قدر يستغلها وينطلق ما بين الاثنين مساكين، وقدر ان هو ينفرد بالمرمى ويعمل الفينشنج بتاعه بشكل مميز. اللي بعد كده اللعبه اللي وراها هنشوف برضو انطلاق مشابه، طبعا دي الاعاده، تاني بنشوف ازاي اولانجا بينطلق ما بين الاثنين. لعبه ثانيه يا جماعه، اوعوا تفتكروا انها بس ايه شبه شبهها بالظبط. اتفضل. استلام هنا استلام مميز جدا، واخد قرار التسديد على المرمى، ربما تكون مهاره احنا دايما بنتمناها في اي راس حربه يلعب في النادي الاهلي، ازاي تستلم الكوره استلام جيد وتحط نفسك في وضع التسديد وتصوب بشكل مباشر تجاه المرمى. سريعا نروح للقطه اللي وراها ونشوف لعبه اخرى، بس خد بالك. نعم. برضو انا اللي بشوفه ان اللي يهم اكتر اللي بيدي له ثرو باس ده، طبعا اللي بيدي له ثرو باس هو طبعا بيتحرك لان المنطقه فاضيه بيتحرك فيها، ولكن الثرو باس اعتقد له دور كبير جدا. طبعا اعتقد ده هنا احمد ياسر، وهنا بصراحه مفيش احسن من احمد ثابت على نفس الاسم اللي ممكن يكلمنا. تعالى اتفضل يا دكتور اتفضل. في البدايه برضو عندي تعليقين على المعز علي وعلى اولونجا. يمكن المعز علي برضو عنده رقم كويس جدا ان هو صاحب الرقم القياسي في تسجيل اهداف في البطوله الاخيره في كاس اسيا. سجل 9 اهداف. أوكي. اخذ افضل لاعب في اسيا واخذ هداف اسيا،
في البطوله ديت. الحاجه الثانيه ان هو برده ليه رقم مميز قوي ان هو صاحب ثاني اسرع سوبر هاتريك في بطوله اسيا. هو سجل في 51 دقيقة في شباك كوريا الشمالية في كأس آسيا الأخير. كان علي دائي سنة 96 سجلها في 23 دقيقة. ده بالنسبة برضو للمعز علي هدف. احنا بكرة هو ده أحمد ياسر أعتقد ده بكرة مش أحمد ياسر في المساك. اتفضل. ان هو مميز بالعاب الهواء بضربات الراس. لو استعرضنا الفيديو بتاعه هو طبعا هيجي الفيديو على مستوى تحضير الهجمه التمريرات الصحيحه بتاعته 703 بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا. ده الضربه الركنيه دايما عندهم بتتلعب على ده. بتكلم على نقاط القوه بالنسبه بقى لناس ثانيه. بالنسبه للدحيل احمد ياسر المحمدي اهو ده لازم يتمسك في الضربات الثابته او الركنيه تحديدا. تمام. ليه؟ لان هو مميز جدا بالعاب الهواء اللي هو المساك. يعني مش بس عندهم المدافعين، لا المساك احمد ياسر المحمدي طبعا عندهم مهدي بن عطيه، ولكن اللي بيسجل اهداف اكتر احمد ياسر. يعني مسجل هدفين في الدوري في ال 14 ماتش او ال 15 ماتش. بعيدا من نقاط القوه نخلي بالنا منها الكرات الثابته لازم يتعمل عليه مان. لازم سواء بقى بدانا بمحمد شريف او يعني المهاجم لازم يلعب تحديدا يكمل مع احمد ياسر. لازم نكون مذاكرين كويس ان احمد ياسر المحمدي ده بيتقدم وبيسجل اهداف. طيب. بتتلعب على مرتين احمد ياسر، بص هتلاقيه واقف بعيد خالص وجاي من جاي هناك من بعيد وجرى فجأة اتلعبت له، فدي جملة برضو متحفظة للفرقة دي. تمام. إذا دي كانت أهم، تفضل يا دكتور، أهم نقاط القوة اللي موجودة في فريق الدحيل. قطع تفضل يا كريم هنا. نعم. أهم نقاط القوة اللي كانت متواجدة في فريق الدحيل القطري. احنا إن شاء الله بكرة هنتكلم أكتر عن نقاط الضعف. نعم. يعني يا جماعة مش عايزكم تقلقوا قوي من الموضوع احنا بس بنحاول نفصل ونفصص لحضراتكم فريق الدحيل ومن ناحية القوة بالنسبة لفريق الدحيل. فاللي بقوله لحضراتكم إن بكرة إن شاء الله هنتكلم أكتر عن نقاط القوة نقاط الضعف اللي موجودة في فريق الدحيل. أنا بشكرك شكرا جزيلا كريم، إن شاء الله بكرة لما نتقابل يبقى عندنا فيديوهات أكتر في موضوع نقاط الضعف. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد، وإن شاء الله نتقابل بكرة إن شاء الله بإذن الله. أشكركم شكرا جزيلا. هطلع فاصل دلوقتي، وبعد هذا الفاصل هستقبل اثنين من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن والنجم الكبير الكابتن هاني العجيزي. هتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجات هامه جدا، وعايز اقول لحضراتكم ان بالفعل وصلت بعثه النادي الاهلي الى مقر اقامتها في الدوحه، وان شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل هيكون معانا فيديوهات كثيره جدا للي بيحصل ولحظات وصول النادي الاهلي الى مقر اقامته على ارض المونديال. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار، النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك كابتن عادل؟ مشرف ومنور. اهلا كابتن طبعا. اسلام، والحمد لله على السلامه ليك كمان. ربنا يخليك يا كابتن، مشرف ليا اكون معاك. الله يخليك. الله يكرمك. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن هاني العجيزي. يا كابتن هاني مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، وانا وحشنا يا كابتن. كله تمام والله العظيم، وحشنا وحش كل الاهلاويه. يعني انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، ويا رب دايما بالتوفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجات كتير جدا. الكابتن عادل والكابتن هاني هيشرحوا لنا كل ما يخص فريق الدحيل القطري من الناحيه الفنيه بقى. كابتن عادل مدير فني كبير هيتكلم معانا في هذه الامور ايضا كابتن هاني. ولكن الحقيقه قبل بس ما نبدا في التحليل يا كابتن عادل، دايما اول باول بنقول ايه اللي بيحصل في بعثه النادي الاهلي. الحمد لله البعثه وصلت، بعثه النادي الاهلي وصلت الى مقر اقامتها في ارض المونديال. وفور وصول البعثة إلى مقر إقامتها تم عزل جميع أفراد البعثة في الغرف المخصصة لهم في الدور الخامس والسادس في الفندق لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية. زي ما حضراتكم عارفين يا كابتن عادل كابتن هاني، أول ما وصلنا للمطار اتخذت مسحة علشان أجراء عادي عشان نطمن على كل الافراد اللي موجوده في البعثه. وبالتالي اول ما وصلوا الفندق كل واحد قاعد في اوضته، الاكل هيجي له لغايه عنده، هيحط لهم الاكل بره، واللاعب هيفتح وياخد الاكل بتاعه، لانه ممنوع اي حد يخش لاي لاعب الا بعد ظهور نتيجه المسحه اللي اتعملت في مطار حمد الدولي. وبالتالي البعثه الان معزوله كل واحد في اوضته لغايه لما نشوف نتيجة المسحة. والأكل ما تقلقوش، الأكل هيوصل لهم لغاية باب الأوضة وكل حاجة هتبقى تمام، وأي حاجة جديدة هنقولها لحضراتكم. وإحنا بنتكلم مع الكابتن عادل والكابتن هاني هيكون معانا فيديوهات كثيرة جدا من الدوحة.
كابتن عادل، يعني اولا فخر كبير وسعاده كبيره لكل اهلاوي في الشكل اللي احنا شايفينه، الشكل العام قبل بقى ما نتكلم عن النواحي الفنيه. يعني احنا في البدايه احنا لما اتكلمنا على الفاينل بتاع افريقيا والمكسب الكبير اللي كسبناه وكسبنا بطوله افريقيا، ما كانش الهدف افريقيا وبس، الهدف كمان كاس العالم للانديه طبعًا. لانه هو ده المحك الرئيسي. لو تفتكر يا كابتن اسلام اتكلمنا في الامور دي كتير، النادي الاهلي تخطى حته الدوري. يعني انا مش بقول دايما احنا بنخلي بالنا وبنلعب على كل البطولات وبناخد كل البطولات، لكن تخطيت فرحه الدوري خلاص. يعني فرحه الدوري بالنسبه لك بقت حاجه طبعًا. عاديه لانك متعود عليها ومتمرس عليها وان شاء الله تدوم يعني ولكن احنا خلينا بقى نتكلم على ان احنا طموحنا عالمي. ان انت تروح بطوله العالم للانديه دي حاجه كويسه لان انت متمرس حتى فيها. يكفي ان عندك لاعب من اللعيبه لعب افضل. معلش اسف يا كابتن بس عشان طبعا دايما بتكون الافضليه للهوا زي ما حضراتكم شايفين طبعا. دي فيديوهات من المطار فور وصول بعثه النادي الاهلي، زي ما حضراتكم شايفين استقبال حافل واستقبال كبير جدا لبعثه النادي الاهلي. لاعبين زي ما حضراتكم شايفين كل واحد يعني على قد ما بيقدروا بيحاولوا طبعا يعملوا التباعد ما بينهم، او يعني كل واحد بيبعد عن الثاني حوالي متر. وجمهور النادي الاهلي كابتن عادل جمهور عظيم في كل حته بتلاقيه بالذات في الخليج يا كابتن اسلام. انت عارف انه العيد اللي عند جمهور النادي الاهلي في الخليج او في قطر في الوقت الحالي، انت بتتكلم في جمهور بيبقى مشتاق جدا لاي حاجه من ريحه بلده. ايوه ما بالك كمان ريحه بلده الجميله اللي هو النادي الاهلي. طب معلش بما انك بتتكلم على الجمهور الله الله، بس خلينا نكمل اللقطه دي يا سمير. الكابتن خطيب طبعا وزي ما حضراتكم شايفين بيقول لهم في قلبي، بيقول لهم في قلبي وشجعوا الفرقه كلها كالعاده الحقيقه. كابتن خطيب يعني حاجه جميله جدا وحاجه رائعه، وبيحسوا بقى كلاعب كره قدم واسطوره كبيره في كره القدم اهو بيقول لهم شجعوا الفرقه كلها مش انا، شجعوا الفرقه كلها والنادي الاهلي. حاجه جميله جدا جدا. طب ما تخلينا نسمع الصوت كده سمير لو سمحت. اعتقد الصوت ده برضه مهم. لا حاجه جميله جدا كابتن عادل يا كابتن هاني، يعني الواحد جسمه اشعر واحد متفرج. لا خليني بقى اقول لك على حاجه مهمه قوي لازم الناس كلها تعرفها وجمهور النادي الاهلي يعرفها. اول حاجه انك انت النادي الاهلي لما بيروح اي مكان في الخليج النادي الاهلي بيبقى رقم واحد من ناحيه التسويقيه. خلينا نتكلم عشان مش احنا بننتمي للنادي الاهلي، بكلمك لانه الفرق في ناس بتقول حاجات ثانيه بس يلا. لا ما هي الفرق بص اللي بيقولوا هم اكتر شعبيه. لا هقول لك انا ليه اثبت لك ان احنا اكتر شعبيه. احنا لما بنسافر الخليج كل فرقه بتيجي من بره بتلعب بطوله في الخليج، مباراه وديه في الخليج، مباراه اعتزال، بيبقى ليها رقم مالي. بمعنى انك انت بيقول لك الفرقه دي تستاهل تاخد كام $1000 في المباراه. ايوه تعرف ان النادي الاهلي بالنسبه لاي نادي في الشرق الاوسط او اي نادي عربي بغض ماليش دعوه بالاسماء، بس انا بكلمك لو النادي الاهلي بياخد $250,000 كان على ايامنا بياخد $75,000 في المباراه. ايوه اكبر نادي الان
بياخد حوالي 75 ألف دولار عشان هي بتبقى شركات، لكن أنت كنادي أهلي ليه 250 ألف دولار؟ أولا عشان إعلاناتك بتزيد في المباراة، اللي هو الاسبونسر اللي بياخد المباراة إعلانه بيزيد قوي، رقم واحد. رقم اتنين بيضمن اني انا مش بتكلم في الفتره دي من غير جمهور، بيضمن ان الجمهور بيجي له، بيضمن ان التيكت بيتباع بدري، وبيضمن ان مش هيهدر تيكت واحد. الحاجه الثانيه المبيعات بتاعه التيشيرتات والحاجات اللي هي بتتباع مع في ما بين الشوط او قبل المباراه او بعد المباراه بتجيب ارقام كبيره، فاي شركه بتجيب النادي الاهلي فبتجيب النادي الاهلي على شعبيته. نعم. علشان كده لما تيجي تتكلم على شعبيه اي فرقه ما تتكلمش اني مجازا وخلاص انا اكتر ولا انت اكتر، اتكلم على رقم، الحياه ارقام فلوس. اتكلم على فلوس وقيمه تسويقيه، القيمه التسويقيه بتاعت النادي الاهلي لما بيسافر اي بطوله. النادي الوحيد اللي بيتعامل زي الباير اقل شويه لما بيجي يلعب الباير، لما رحنا نلعب الباير كان القيمة التسويقية أو القيمة اللي خدها الباير أكتر منك حاجة بسيطة، ولكن مش فرق كبير قوي. أي فرقة من الدوريات اللي هي الخمسة الكبرى لما بيروح يلعب مباراة ودية أو مباراة افتتاحية أو أي مباراة بيبقى ليه قيمة. النادي الأهلي تمام، مش من الخمسة، ولكن أقدر أقول لك من أول الفئة الثانية اللي هي بعد الخمسة، ده النادي الأهلي. تمام. هاني انت سافرت لعبت في او يعني اتصبت طبعا، يعني انا اسف ان انا بقول انت اتصبت، ولكن انت اتصبت قبل ما تسافر تقريبا. لا سافرت بس اتصبت هناك في 2008. في 2008 في 2008 فلعبت الماتش الاولاني تيالي ولا لا؟ الماتش الاولاني ولا لا؟ صح. ذكرياتك ايه واهم ذكرياتك في الوقت ده؟ طبعا انا عايز بس اقول طبعا مبروك للنادي الاهلي ووجوده في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم للانديه. طبعا النادي الاهلي معودنا دايما، النادي الاهلي دايما بيبقى سباق في 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 الوجود في التواجد في الحاجات المهمه، ودي طبعا ما فيش اهم من بطوله كاس عالم للانديه ان انت تبقى موجود فيها. تقريبا ده شرف لكل اي حد ينتمي للنادي الاهلي، واي شرف بشكل عام لجمهور مصر ان يكون النادي الاهلي هو سفير الكره المصريه والكره العربيه وتواجده في بطوله كبيره زي دي. طبعا يعني انا طبعا يعني سعيد ان انا موجود النهارده في الاستوديو التحليلي، وكنت انا موجود قبل كده في 2008 مع النادي الاهلي، بس طبعا يعني البطوله ما كانتش موفقه بالنسبه لنا، لما خسرنا من باتشوكا 4، وكان يعني النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كانت منتظره مننا ان احنا نأدي بشكل كويس في المباراه دي، لكن يعني حصلنا سوء توفيق في المباراه دي وخرجنا. بس انا لما شفت الفيديو بتاع جمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام، افتكرت لما رجعنا من 2008 برده كان نفس الشكل ده، كان نفس الشكل ده، وكان برده جمهور النادي الاهلي لما رجعنا واحنا خسرانين 4. ده مهم جدا، يعني الفيديو ده موجود على اليوتيوب تقريبا لو سمير يقدر يجيبه لنا. كنا برده الكابتن الخطيب كان موجود معانا، كان نائب رئيس، والكابتن حسن حمدي كان رئيس ايامها. نفس الوقفه انا افتكرت، يعني انا لما شفت الفيديو ده افتكرت ان احنا لما رجعنا كابتن عادل ازاي الجمهور استقبلنا واحنا خسرانين، ونفس التشجيع ونفس الروح اللي كانت موجوده. يعني بصراحه جماهير النادي الاهلي دايما بتقف معاك في الكويس وفي الوحش، فهي دي روح الجماهير الفريق اللي دايما بيكسب، واللي دايما لما بيلاقي جمهوره في ظهره. فانا شايف ان اللقطه دي يعني لقطة جميلة، واتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يأدي بشكل كويس في المباراتين او المباراة مباراة الدحيل ان شاء الله، وباذن الله يكسب ويلعب البايرن ان شاء الله، وتبقى مباراة تاريخية بالنسبة للنادي الاهلي. والنادي الاهلي دايما معودنا ان هو دايما بيلعب ماتشات مع فرق كبيرة، لعبنا برشلونة، لعبنا البايرن قبل كده، لعبنا ريال مدريد وكسبناه. فالنادي الاهلي انا شايف ان هو يعني جدير ان هو يبقى موجود في وسط العمالقة دي وبطولة كبيرة زي كأس العالم للأندية. كابتن عادل، بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما يقول لك ايه قصه ترفيهيه، يعني مجرد ان انتوا تشاركوا فيها وخلاص. ما هو انت بتشوف العجب يعني. يعني انا دايما لما النادي الاهلي يتربع على قمه الدوري بفارق 15 نقطه ولا كده يقول لك ده دوري سهل، دوري ضعيف، ايه ده الدوري عامل كده ليه؟ لما يكون في منافسه، لا ده اجمد دوري اتلعب في التاريخ، يا سلام على الدوري. ما هي كده. الحاجه الثانيه ان انت لو حد راح غير النادي الاهلي كاس العالم للانديه احنا مش هننام.
ولا هن ده ليه مش هننام ليه؟ لانهم ده في انديه بتكسب مباراه واحده. انا مش عايز حاجه خلاص، انا مش عايز حاجه. لا ده في نادي مثلا يبقى يعني يكسب مباراه احنا جينا رجعنا، ده احنا ومفيش تاني ومفيش ومفيش ومفيش. يعني انا مش عاوز اتكلم على حد، لكن انا عاوز اقول لك انه لما انت تكون بطل القاره وبتروح تمثل قارتك في بطوله عالم، وانت تيجي تتكلم معايا وتقول لي ان هي بطوله وديه ازاي وهي 16 مليون دولار الجوائز بتاعتها يا كابتن اسلام. طيب خدها اقتصاديه يا اخي. يعني انت لو مش معترف ان هي، طيب الحاجه الثانيه هتلعب الباير او يعني الباير في البطوله قبل كده كان في برشلونه، قبل كده ريال مدريد. يا اخي انت لو في ماتش ودي لريال مدريد او برشلونه مع اي فرقه عربيه مش ولا الحاجات دي كلها، فانت هتسمع الكلام ده كتير يا كابتن اسلام. عادي يعني العادي اللي هو طول الوقت انت كلاعب النادي الاهلي او كمشجع النادي الاهلي. وانا عاوز اقول لك حاجه، انت عارف قوتنا في ايه؟ دي حقيقه، في الجمهور ده. تخيل انت الجمهور ده يعني اداك باور قد ايه طول الوقت. حاجه تانية مهمه والله بجد، يعني انت قلت كلمه عجبتني، الواحد بدن اشعر لما شاف الحاجات دي. بص يا كابتن اسلام، لما بتبقى في الخليج، ويمكن انا عشت لاعب رحت الخليج وانا بلعب مع النادي الاهلي، ولعبت النادي الاهلي وانا في الخليج كنت هناك، وكمان بقيت مدرب كنت بشوفهم هم جايين. انا بقول لك فخر انك تبقى اهلاوي بجد. يعني الموضوع مش ان احنا بننتمي للنادي الاهلي، لا فخر، لان انت ناديك لما بيجي يروح ايه، شوف التقدير اللي بيتقدره. انت شوف مثلا الجمهور، انت عارف لولا الكورونا كان هيبقى كل المصريين اللي في قطر، كل المصريين اللي في قطر كانوا طلعوا للنادي الاهلي. مظبوط. واقول لك حاجه تانية، ومن جنسيات اخرى كتير قوي بيطلعوا للنادي الاهلي. وحاجه تانية مهمه انا هديك بس عشان اوريك النادي الاهلي ده قيمته قد ايه. بس انا مش هجيب بالاسماء، يعني انا في يوم كنت قاعد وكنا بنعمل مباراه لاحد الرموز في فرقه انا كنت بدربها. والاقتراحات، اول اقتراح كان في فرق كبيره عالميه، اول كلمه الراجل اللي هو بيعتزل قال انا عايز النادي الاهلي، عايز اليوم يبقى ناجح، عايز اليوم يبقى فيه جمهور، عايز المباراه تاخد صدى عربي كبير قوي. فجاب النادي الاهلي. فانت على سؤالك هتسمع كتير قوي الايام الجايه، واقول لك حاجه كبر دماغي يعني ما لا بص هقول لك كمان عشان بس تبقى عارف. ربنا يكرمك يا رب وتكسب. مثلا اقول لك ايه البطوله دي، ايه ده البطوله دي ملهاش اي لازمه. انا معايا بس اسلم مكالمه مهمه جدا جدا يا كابتن عادل. يا كابتن هاني ذا ليجند يعني الاسطوره مانويل جوزيه. مستر مانويل الو الو يا ليجند. يا ليجند وحشنا والله. انا عايز اكلمك انجليزي بس يعني ها. يا جماعه انا انتوا سامعين ولا لا؟ لا مش سامعين. الو طيب هنرجع تاني. طيب لغايه لما تظبطوا لنا الصوت، لان دي مكالمه مهمه جدا الحقيقه يا كابتن عادل. يا كابتن هاني مكالمه مهمه جدا، واحد من اساطير التدريب في كره القدم، وعمل تاريخ لينا كبير في كاس العالم. طبعا الكلية. طبعا وعمل تاريخ للنادي الاهلي وتاريخ ليه وتاريخ للجيل اللي كان متواجد معاه. هاني دايما بيبقى في فروق ما بين الكاس العالم للانديه والبطولات اللي انت لعبتها مع النادي الاهلي. انت خدت بطوله افريقيا اكيد ودوري وكاس، ايه الفرق بقى؟ ايه اللي ما شفته فرق في الوقت ده في 2008؟ لا كابتن فرق كبير جدا طبعا. انا ممكن احنا معانا الوقت طبعا ان احنا نتكلم في تفاصيل اكتر عن كاس العالم للانديه وازاي التنظيم وازاي الشكل العام للفرق اللي موجوده، لان طبعا انا حضرت الموضوع ده وعارف ازاي ان البطوله دي بطوله مهمه جدا زيها زي كاس العالم. انا شايف ان الـ يعني التنظيم من اول يوم لحد من اول ساعه تقريبا من ساعه ما النادي الاهلي وصل لقطر
شايف ان في اهتمام كبير جدا من وسائل الاعلام، واهتمام طبعا النادي الاهلي برضو فريق يعتبر فريق كبير جدا ممثل القاره الافريقيه، والنادي الاهلي تاني فريق عدد مشاركات في بطوله كاس العالم للانديه بعد اوكلاند سيتي طبعا. فدي طبعا ان عارفين الناس كلها عارفه قيمه النادي الاهلي ازاي، عارفين ان ازاي النادي الاهلي لما يكون موجود في اي مكان ازاي البطوله دي بتعلي من اسهمها، زي مثلا يعني في سنه 2009 تقريبا لما رحنا بطوله ويمبلي يا كابتن عادل، طبعا بتلاقي بطوله ويمبلي لما قال لك عايزين حد ممثل من قاره افريقيا طبعا ما لقوش غير النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا كان ايامها مستحوذ على كل البطولات مع مستر مانويل جوزيه. رحنا ولعبنا كاس ولعبنا بطوله ويمبلي، كان برشلونه وتوتنهام وسيلتك، يعني فرقه كبيره جدا. فانا عايز اقول النادي الاهلي وجوده في اي مكان ده مش من فراغ، انت 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 بتروح عشان انت اسمك كبير، عشان انت بطولاتك كبيره، اكتر فريق في افريقيا بيحقق بطولات. عايز اتكلم بطوله كاس العالم للانديه، يعني النادي الاهلي تواجده، يعني شايف ان السنه دي ان شاء الله باذن الله يعني مباراه الدحيل دي مش هتبقى مباراه اللي هو النادي الاهلي رايح يحتفل ان هو خد بطوله افريقيا، لا انا شايف ان اللعبه مركزه جدا، والراجل مستر الموسيماني من اول ما ركب الطياره هو بيدي اللعيبه كابتن تابلت بيذاكروا الدحيل، ودي مش اول مره المستر الموسيماني يعملها. فانا شايف ان اللعبه مركزه، اللعبه المره دي في لا عارفين ان هم رايحين هيقابلوا فرقه محترمه، فرقه كبيره. اعتقد ان النادي الاهلي باذن الله ان هو هيعدي فريق الدحيل ويلعب البايرن، وتبقى مباراه تاريخيه وكبيره للنادي الاهلي. طبعا مستر مانوي كان معانا برضو في البطوله بتاعه 2008، عمل معاكم ايه بعد ما ولا حاجه خالص، جه شجعنا، يعني احنا خسرنا من باتشوكا 4 كابتن، كان ماتش يعني ماتش صعب جدا، بتلعب فرقه محترمه يعني فرقه محترمه وفرقه منظمه وفرقه عندها عناصر كويسه جدا، احنا اتفاجئنا في الملعب كمان بالمستوى بتاع الفرقه. مستر مانوي جه بعد الماتش قال لنا انتوا رجاله عملتوا اللي عليكم، جمهور النادي الاهلي كمان عارف ان احنا ما قصرناش، عارف ان الفريق اللي كان موجود ما قصرش، جولنا المطار وحيونا وشجعونا، ووعدناهم ان احنا السنه اللي بعدها ان احنا نرجع تاني كاس العالم للانديه. وزي ما قلت يا كابتن اسلام، يعني كاس العالم للانديه بطوله كبيره جدا، بطوله كبيره جدا بكل المقاييس. لا يا اخي مش قوي، مش ولا لا بجد والله العظيم، لا لا بجد لا بجد بطوله كبيره جدا، مش 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 حاجه يعني زي دوري بتلعبه بالظبط. طبعا طبعا، يعني حاجه يعني عشان انت توصل للمكان ده كابتن عادل فعلا لازم تتعب بجد والله العظيم، لازم تتعب، لازم تفوز، لازم تفوز ببطوله قاريه، والبطوله القاريه دي اقوى من كاس عالم الانديه. يعني انا شايف ان انت بتلعب هي كده. طبعا، طبعًا. انت بتفوز انت الاول على القاره بتاعتك، الاول على القاره بتاعته، ازاي تبقى ضعيفه الا في عيون مين؟ التواني او التوالت او الرابع او الرابع بالظبط، ممكن التاني، ممكن التاني او التالت، التالت. بص انا عايز اقول السادس لا بص انا عايز اقول لك حاجه، لا انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. النادي الاهلي طول عمره الحاجه اللي بينجز فيها كويس لازم تتقلل، واي حد بيكبر الحاجه الصغيره بتاعته. احنا بقى عندنا مش احنا يعني هم الناس دي بتبقى عندها مشكله، احنا ما عندناش مشكله. اسمهم يا كابتن بعض من لا يشجع النادي الاهلي. والله شوف انا خليها كده، لان انا دائما بقول ان جمهور النادي الاهلي الاحصائيات اللي بتتقال، زي مثلا قال لك ايه، قال لك الخليج في نادي شعبيته اكبر في الخليج. فانا يمكن كنت قاعد في الخليج دايما، كنت بقول ايه كنت بقول ايه وانا قاعد في الخليج، كنت بقول ايه، طب ما ننزل اشوف نواف واحمد وكده، انت نواف بتشجع الاهلي ولا بتشجع مين، وانت يعني مين اللي اجزم ان هو الشعبيه اكبر، مين اللي هي مقوله بتتقال حلم لا وحاجه. بص وانا نايم في الحلم كده بحس مثلا انت دايما ايه، كذبه 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 عشان في الاخر تتصدق اللي هو ايه. أيوة. الكذبه برافو عليك يا كابتن، برافو عليك. كاس العالم ضعيفه 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 ضعيفه، يا حد ما توصل ان هي ضعيفه رغم ان فيها افضل انديه العالم،
الحاجة التانية لا، النادي الأهلي مش شعبيته الأولى في أي حتة، مش شعبيته الأولى. النادي الأهلي زيه زي أي حد بيكسب في مصر بالحكام أو بيكسب أو الكلمة يعني إحنا مثلا بقالنا 4 مباريات في الدوري فقدنا 6 نقاط بسبب التحكيم أو بسبب عدم الفار كمان. يعني أنا عاوز أقول لك حاجة، أنا 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 أحيانا بسأل نفسي وبقول إيه، هو إحنا لإمتى إحنا كنادي أهلي لإمتى نتظلم في التحكيم وبعدين يقول انت ظالم؟ عارف ليه؟ لان هي دي الاول بيهاجمك، هو تتهاجم الاول في مثلا في انديه يتحسب لها 8 دقائق وقت ضايع ما يجيبش جون فيها، النادي الاهلي يتحسب له 6 فاهم، فيجيب جون فيقول لك النادي الاهلي بتحسب له اكتر حاجه في الوقت الضايع، رغم ان انت ممكن يكون خدت 8 دقائق و10 دقائق بس انت ما انجزتش فيها. والله شوف احنا 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 دايما بنسيب الناس تتكلم زي ما هي عايزه طبعا. لا بس لازم نقول احنا وصلنا خلاص ودي سادس مره لينا ان احنا في كاس عالم للانديه، فاحنا لازم نحتفل بحاجه زي دي بوجودك في بطوله كبيره زي دي. خسرك بقى من المنافس وسيبك من بالظبط. هل تفتكر ان التحكيم اصلا انا بتكلم دايما كده ليه؟ يعني لانه العداله في التحكيم من الممكن جدا جدا ان انت تكسب الدحيل وبعد كده تكسب غير الدحيل وهكذا، ممكن جدا طبعاً. وممكن تتغلب، دي كره قدم في النهايه، ممكن يحصل ان انت تكسب، ممكن يحصل ان انت تتغلب، دي حاجة ما نعرفهاش. ولكن طالما التحكيم عادل، لو حسب عليك ركلة جزاء ممكن يتحسب ليك ركلة جزاء برضه. بالظبط. معلش رجع لنا الليجند تاني فلازم ناخده يا ليجند. كومو؟ او سينيور. يا مستر. أنا إسلام الشاطر يا مستر. مساء الخير. مساء الخير كابتن اسلام. مساء الفل يا مستر، وحشنا جدا جدا جدا. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير. مويتاش سوداد اشتاي اكيد وسنيور مانويل جوزي. هذا شيء دوفير اوتر بيس. هو الصوت الحقيقة يعني برحب بك يا مستر مانويل طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي بيتك الكبير طبعا. وحشين كل اللعيبة اللي دربهم ووحشة مصر وأصدقائه في مصر وخاصة جمهور النادي الأهلي العظيم. يعني يا مستر مانويل صنعت جيل تاريخي وصعدت بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، يعني تلقيت خبر حصول النادي الأهلي السنة دي على الثلاثية هذا الموسم، تلقيت الخبر ده إزاي؟ وأنا عارف أن أنت دايما متابع جيد لما يحدث داخل النادي الأهلي. لقد تلقيتها بفرح وبفخر. فكما تعلمون مكسب 3 بطولات في عام واحد شيء خارق للعادة. لا بس انت كسبت 5 يا كوتش. ما انا حافظ. Ganhamos o Dauri, o campeonato, ganhamos a taça, ganhamos a supertaça do Egito, ganhamos a Liga de Campeões e ganhamos a supertaça africana, ganhamos 5 no lado. جبنا بلا جانب الثلاثيه السوبر المصري والافريقي. مظبوط. طيب يعني بالنسبة لك ان يعني لما سمعت ان النادي الاهلي وصل الى كأس العالم لسادس مرة وبعد غياب 7 سنوات، هل كنت فخور بده، سعيد بده؟ طبعا
ورقم 6 بيعني لك ايه برضو يا كوتش عشان ده مهم قوي؟ والله ما تعديش حاجه. عيد ان الاهلي وصل اخيرا لكأس العالم للأندية. يقول أنا دربت 8 سنين وكانت الأمور حققنا نجاحات كبيرة وأسعدنا الجمهور، وأنا لي علاقة وثيقة مع جمهور الأهلي وكل العناصر، وجزء كبير من حياتي قضيته مع الأهلي وهو بيمثل لي كتير في حياتي، ومصر كلها الأهلي وخصوصا الأهلي، بس مصر كلها بتشكل جزء من حياتي. النسخة الأولى وصعود النادي الأهلي في 2005، ذكريات النسخة الأولى بالنسبة لك يا مستر مانويل؟ أول مشاركة 2005 لم نحقق الكثير، لأن كان هناك أمال عريضة، وذهبنا إلى اليابان وكان عندنا أمل، كان في طموح كبير جدا أكبر من الإمكانيات، إن إحنا كنا عايزين، كان أملنا نكسب كأس العالم وما قدرنا، وكان ده سبب ضغط على اللاعبين وما يقدروش يحققوا نتائج إيجابية. وأنا أتذكر في المؤتمر الصحفي في اللعب الأخير في المباراة الأخيرة، هو قال إنه مش هو ده الأهلي، مش هو ده الأهلي الحقيقي. وأنا أقول وأنا أؤكد لكم إن في العام القادم ستكون سنشارك وسنشارك وسنحقق نتائج جيدة. وفي العام التالي كان وصلنا إلى مستوى مرضي، وأعدينا إعداد وحققنا أهدافنا من المشاركة. البرونزية في 2006 أعتقد أن هي واحدة من العلامات البارزة في تاريخ تدريب جوزيه للنادي الأهلي. كانت فترة، كان الميدالية كانت مهمة للغاية، ولكنني حزنت لأن المباراة ضد الناسيونال البرازيلي خسرنا 2-1 رغم أن احنا كنا أفضل من ناسيونال. مظبوط. واحنا خسرنا لان احنا كنا لعبنا بعصبيه. احنا لعبنا احسن بكتير، احسن من فريق ناسيونال البرازيلي، وكنا نستحق التفوق، لكن هم اللي كسبوا الماتش وهم اللي كسبوا الكاس. كان مهم ان احنا كسبنا الميدالية البرونزية، لكن اللي احنا عملناه كسبنا فريق المكسيكي، وكسبنا لان احنا كنا الافضل وكان مستوى عالي. كنا احنا، وانا كان املي ان احنا على الاقل كنا نستحق الميداليه الفضيه مش البرونزيه. مستر مانويل، من وجهه نظرك كان مين افضل او مين تصنفوا افضل ثلاث لاعبين في الجيل اللي حضرتك كنت موجود فيه؟ افضل
انا باصو بيقول انا ما اقدرش اقول كده. عارف ان هو مش ما تقولش اسلام على فكره، مش عايزك تقول اسلام. اسلام شاطر. بيقول اسلام الشاطر كان لاعب ممتاز وهو صديق عزيز. طبعا طبعا شرف لي. بيقول مش هقول احسن ثلاث لاعبين. خلاص يا كوتش زي ما انت عايز. طيب مستر مانويل برضو سؤال من الذكريات، يعني مين اكتر واحد خد بيج زيرو؟ بيج زيرو في لعبه كتير. مش هيقول اه سمع شو. مش هيقول. لا مش هيقول ولا هو لا هيقول، ده كان بيقول لنا على طول والله. اسلام شاطر شاطر. ايه ده ما سمعتش؟ اسلام الشاطر. بيقول كنت متاكد ان هو هيقول كده على فكره. لا بس انا فيولين، قول له مش انا اسلام فيولين مش بيج زيرو. انا بضحك معاك، انا بضحك معاك ما تزعلش. ايوه تم استقبال النادي الاهلي استقبال كبير جدا في قطر. تفتكر يعني استقبال الجمهور للجيل اللي حضرتك كنت متواجد معاه مدير فني في 2005 و2006؟ ده الفيديو اللي بقول لك عليه مسلم. ده بعد ما رجعنا من 2008. ده اللي بعد باتشيكو. بعد الخساره من باتشيكو. اه انت تعرفه. بيقول في قطر استقبلنا استقبال حافل وكان الاستاد مليان عن اخره. ايوه وبالذات الجاليه المصريه والجاليات العربيه. كما نعلم وفي والجاليه المصريه انا فاكر لعبنا في قطر وخسرنا ضد بايرن ميونخ 2-1 وكان الاستاد مليان عن اخره وكان التشجيع الجمهور كان قوي بالنسبه لنا. ايوه وخسرنا في اخر دقيقه في اخر دقيقه. طبعا هو بيتكلم عن اليابان مش قطر يعني، لكن انا كنت بتكلم عن استقبال النادي الاهلي النهارده في قطر. طيب النصيحه اللي تقدر توجهها مستر مانويل لمستر موسيماني واللاعبين دلوقتي؟ بيقول المدرب لا يحتاج لنصايحي. أيوة. واكيد هو هينصح اللاعبين. أيوة. لكن المهم الثقه والهدوء. ايوه وما نخافش من المسؤوليه. كل الفرق الأوروبية والأمريكية قوية ولكن احنا بنمثل الكرة الأفريقية والأهم نصيحة للعيبة ان هم يكونوا واثقين وما يخافوش. فريق قطر ما هوش أفضل من فريق الأهلي وإحنا لازم نكون عندنا ثقة إن إحنا هنغلب، نلعب عشان نغلب. إحنا نقدر نغلب فريق قطر وبالنسبة للمدرب يدير الماتش حسب المواقف اللي هتمر في الماتش. تمام. انا بشكرك يا مستر مانويل يا ليجند، انا بشكرك شكرا جزيلا على
تواجدك معنا النهارده، واسمح لي تكون معنا يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله على الهواء مباشره برضو علشان يعني نسمع تحليلك للنادي الاهلي خلال او عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك وسعيد جدا 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 بتواجد حضرتك معايا. شكرا جزيلا الاسطوره مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الاهلي واحد اهم المدربين في تاريخ النادي الاهلي في من اول سنه 2000 وحتى 2012. انا عايز اقول حاجه بس يا كابتن اسلام لو ينفع، موقف حصل مع مستر مانويل جوزيه لما روحنا اليابان 2008، عشان بس الناس ما تفكرش ان النادي الاهلي بيروح ان هو راح يحتفل او راح ان هو حاجه احتفاليه، لا النادي الاهلي بيبقى رايح عايز فعلا يعمل نتيجه ويعمل مركز في كاس عالم الانديه. موقف اللي حصل يا كابتن اسلام ان احنا كنا مسافرين طبعا يا كابتن عادل 12 ساعه سفر طبعا. طبعا في الساعه البيولوجيه طبعا تغيير الساعه البيولوجيه، فطبعا رحنا نزلنا من الطياره اتفاجئنا ان مستر مانويل قال لك واحنا في الباص، طبعا احنا كلنا نايمين في الباص مش يعني كلنا نايمين يعني في تعبانين طبعا مش قادرين فعلا لكم تمرين. قال لك في تمرين لازم يعني احنا ما صدقناش، احنا قلنا احنا طبعا تعبانين جدا فطبيعي ان انت هتروح تنام تاني، قال لك لا عشان يعني تمشي نفس اليوم يعدي اليوم ان انت يعتبر ان انت اليوم ده صاحي هتبدا تشتغل على الساعه البيولوجيه بتاعت اليابان وتبدا ان انت تشتغل من جديد في تاني يوم كانك عايش في اليابان بقالك فتره. طبعا الوقت الموضوع ده بياخد وقت مش تنسجم في يوم وليله، فبتاخد يومين اقل حاجه ان انت تعيش في جو اليابان ومع الوقت ومع الطقس كمان هناك. فانا عايز اقول بس ان النادي الاهلي يعني الراجل مستر مانويل الموقف ده يعني خلاك ان اداك حق كابتن اسلام ان انت مش رايح تهرج او مش رايح تحتفل، لا انت رايح تلعب على مركز، رايح تحقق انجاز لمصر وللنادي الاهلي. بس كنت عايز احكي الموقف ده يعني من طبعا حاجه مهمه جدا. ردا على الكلام ده، هو مانويل جوزيه عمل ايه في الوضع ده؟ لما بيجي انت بتيجي تغير علشان حته النوم هي اللي بتقف قصادك، انك مواعيد النوم بتاعك والتغير طبعًا اللي طبعا بيحصل. فهو بيجهدك فكره يعني بتتعمل ان هو يجهدك لغايه اما تيجي ميعاد اليوم المظبوط اللي انت عايز تظبطه تبقى داخل على النوم وانت مجهد، لان لو سابك كده ممكن تخطف في النوم فمش هتعرف تنام فهتقلب يومك، هتفضل على نفس يومك طبعًا القديم وهتتاقلم مش بعد 3 ايام، هتتاقلم بعد 6 ايام صح. لكن بالطريقه اللي عاملها دي ممكن يخليك تتاقلم من خلال يومين لثلاث ايام. انا بتكلم على الاحترافيه ازاي ان ما هي دي من ساعه ما انت مشيت من هنا وبيبدا يفكر في السيناريو طبعا بتاع طبعا هو راجل الحقيقه تصريحاته كلها يعني بص في ثانيه تلاقي التصريحات كلها نزلت في كل حته ومحب جدا للنادي الاهلي ومحب. هو على فكره انا لسه مكلمه مثلا من اسبوع 10 ايام ولا حاجه، كنا بنتكلم في ذكرياتنا وقلت له لازم تيجي مصر قريب، وهو راجل جميل. عارف يا كابتن اسامة كنت نفسي اساله سؤال، ايه هو بقى؟ كيفيه الخروج من بطوله لبطوله دي مهمه، كانت مهمه جدا دي مهمه مانويل جوزيه يعني 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 المشكله في الـ في الـ في اللاعب العربي دايما لما بياخد بطوله ازاي يخرج للبطوله الثانيه يعني ينسى البطوله دي، فمانويل جوزيه كان استاذ فيها بس كنا عاوزين نعرف منه. هنساله هنجيبه تاني هو معانا بس الفتره دي ان شاء الله يكون معانا دايما لانه واحد من اهم المديرين الفنيين اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل يا كابتن عادل برضو نريح شويه ماشي. واحنا مكملين هذه الحلقه الرائعه الحقيقه معرفش يعني طبعا كلنا مبسوطين بيها ومبسوطين ان يعني مشاهده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي عندي على السوشيال ميديا، ناس يعني الحمد لله والشكر لله حاجه جميله جدا جدا، ولكن دايما شاشه قناه النادي الاهلي بتكون من اكبر الشاشات مش عشان حاجه ولكن عشان جمهورها دايما ما بيسيبهاش ودايما واقف في ظهرها. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل هذه الحلقة. Thank you.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طبعا قبل ما نكمل كلامنا عايزين حضراتكم تشاركونا على الصفحه الرسميه لقناه الاهلي على الفيسبوك والانستجرام وتويتر وسؤال حلقه غدا ان شاء الله على هاشتاج الاهلي في المونديال وهو عنوان برنامجنا. ابعت بالفيديو ذكرياتك ايه مع الاهلي في كاس العالم للانديه. اي حد كان بيتفرج على النادي الاهلي خلال الخمس مرات السابقه وعنده ذكريات ويقول لنا ايه الذكريات ويمثل لنا كده مشهد تمثيلي لو بيفتكر تضحك لو بيفتكر الحاجات دي. هو كان قاعد ايام 2005 2006 2008 2000 وكل المباريات او كل الفتره اللي لعب فيها او كل السنوات اللي لعب فيها النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وابعتوا لنا على كل صفحاتنا الرسميه, انا هخصص جزء كبير لهذا الموضوع خلال الايام القادمه. حلوه الماتشات كانت الصبح اصلا, خلي بالك خلي بالك يمكن انتوا كنتوا بتسافروا بتلعبوا, احنا كنا لما نيجي نتفرج فاحيانا بتبقى عندك شغل واحيانا بتبقى عندك مثلا سهر عندك اجازه فسهران فانت بتقعد علشان لازم تتفرج على الماتش ده. كان في احد اصدقائي يقول لي احنا كنا بنزوغ من المدرسه عشان نيجي, احنا مش عايزين حد يزوغ, التزويغ غلط, التزويغ غلط, كده مفيش مدارس, كده مفيش مدارس, كده مفيش مدارس, مش عايزين حد يزوغ من اونلاين من اللي في اونلاين الصبح ولا بس الماتشات بالليل. عموما زي ما قلت لحضراتكم مستنيين مشاركاتكم على الصفحه الرسميه لقناه الاهلي سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تويتر. وانا سالتكم سؤال من الاول في أول الحلقة, من هو صاحب أول هدف في مونديال الأندية أو في أول مشاركة للنادي الأهلي في مونديال الأندية؟ مين أول واحد جاب جون؟ تعرف؟ لا ما تقولش. أنا عارف. ما تقولش. عارف؟ والله ما تقولش مين؟ مش عارف. مادام بيفكر لا يعني أنا اللي هو كان 2005 أول مرة؟ عارفه بس مش هقول. مش هقول صح ولا غلط؟ لا مش هقول. يبقى مش عارف. لا مش عارف. لا ده أنا أقول لك, أنا أقول لك أنا فاكر ليه علشان ماتش اتحاد جدة صح؟ مش دي البطولة اللي كان في اتحاد جدة؟ أيوه. واتفرجت على الحاجات دي لأن أنا مرنت الاتحاد وكانوا جايبينها على طول وكانوا عشان يغزوني كانوا بيجيبوا لي المباراة دي وبيجيبوا لي كأس العالم للأندية ده والله. فأنت عارف مين يعني اللي جاب؟ طب قول مين يا كابتن؟ والله أنا يعني طب أي قول أي اسم هيكون مين؟ لا مش هو. طب قول أنت. لا أنا مش هو. هو عارف أكيد. طب قول أنت. أنا عارف والله. أنا مش عارف. في آخر الحلقة بقى يا كابتن. آخر الحلقة ممكن نقول بس أنا قربت أجيبه. قربت تجيبه؟ ماشي. أنا برضو يعني هحاول دلوقتي أجيبه. هو كابتن يا إما أبو تريكة يا إما فلافيو يا إما عماد متعب. سهلتها لك أهو. واحد من الثلاثة. واحد مين أو مين أو مين؟ أبو تريكة يا فلافيو يا عماد متعب. 2005 كان بعد ماتش المحلة جون فلافيو يبقى فلافيو. لأنه قعد سنة ما يجيبش جوان وبعدين جاب لنا خلاص لا بدأ يجيب جوان. لا مش هيبقى عمدة بقى هنعمل إيه؟ العمدة. معرفش. هو العمدة. مش هقول لك مين. هقول لك حاجة احيانا انا كنت متخيل ان عماد متعب بجد يعني عماد متعب بيجيب الجون ومغمض هداف من الهدافين اللي عمل حاجه في كره القدم في التهديف غريب بشكل الوحيد اللي كان بيشتغل بالتوجيه كراس حربه اجوان معظم اجوانه بالتوجيه ما بيكونش بيبص اكتر مهاجم انا شفته في السنين اللي فاتت دي كلها حافظ خطوط ال 18 بيعرف لما بيكون واقف هنا بيحط الكره فين ولما طبعاً بيكون واقف بيحط الكره فين يمكن انا فاكر له مباراه الزمالك لو فاكرين الجونين اللي جم ورا بعض اللي يلف وما يبصش ويحطها من فوق رجل اللاعب في الحته البعيده طب بص احنا هناخد شويه برده من صفحتنا على الفيسبوك نشوف برده الناس بتقول ايه يلا بينا ونقول ان احنا قاعدين مع حضراتكم لغايه الساعه 12 ان شاء الله وعندنا لسه مفاجآت قادمه مع حضراتكم حد اسمه القضية ممكن ايوه مش انا والله ما ده هو اسمه ايوه عارف فهي دي معناه ايه عارف الواد ده هو ده اسم لا بجد والله انا مش هو ده ايه يعني اسمه ولا مش عارف هو اسمه هو فعل بيقول ممكن فعل هو فعل طيب اصبر لغايه الاخر يعني عشان الناس طب حضراتكم يعني ابعتوا لنا على فكره انا شويه عاوز اعرف القضية ده لازم قضية ممكن ده لازم نسمعه مش هقدر اقول كاتب ايه لا يبقى عارف خلاص متشكرين يا عم القاضي هو طبعا في ناس كتيره كاتبه ابعتوا لنا يا جماعه على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام قولوا لنا برده مين اول واحد احرز هدف في كاس العالم للانديه او من صاحب اول هدف للاهلي في مونديال الانديه هل هو فلافيو
ولا العمدة عماد متعب ولا ابو تريك؟ هو واحد من الثلاثه دول، هم دول اللي جابوا الثلاث اجوان صح، او هم دول اللي جابوا الاجوان يعني. طيب خلينا بقى كابتن عادل دلوقتي نتكلم فنيا شويه عن فريق الدحيل القطري منافس النادي الاهلي خلال الفتره او خلال المباراه القادمه. فريق صعب، فريق عنده مجموعه هجوميه او تكوين هجومي جيد جدا، من وجهه نظرك كيف ترى مباراه الاهلي امام الدحيل؟ طب خلينا اخدك لحاجه لفرقه الدحيل، ان هي غيرت جلدها ولعبها وفنها أيوة. وفكرها عشان كاس العالم للانديه. بمعنى اتفضل الدحيل فكر فكر ان هو يشتغل الشغل اللي كان بيشتغله في الدوري القطري، قال لك مع النادي الاهلي ما اقدرش. فبدا يفكر قبل ما حضرتك تكمل، ايه الشغل اللي كان بيعمله في الدوري؟ الدوري القطري دوري مفتوح، مفتوح بيلعب الحته الهجوميه، تلاقي كل نتائج المباريات 5-4 و3، وتلاقي ما فيش تعادلات كتير خالص. فهم عندهم الحته الهجوميه لانه بيجيبوا لعيبه غاليه الثمن، لعيبه كبار، بس بيجيبوهم في الحته الهجوميه دايما، فالحته الدفاعيه بالنسبه لهم كانت. فهو فكروا ان هم يغيروا جلدهم شويه في الطريقه التكتيكيه. هو دايما بيلعب في الدوري القطري بيلعب 4-4-2، ولكن هو بدا يتغير. انا متاكد تماما اخر مباراه لعبها 4-4-2 اللي هو مع الاهلي القطري وكسب في الكاس 6 يعني، لكن انا متخيل ان هو هيغير علشان النادي الاهلي. هو عنده، انا مش عايزك تقول كل حاجه، بس انا مش عايزك تقول كل حاجه عشان ايه، احنا لسه قدامنا وقت وعندنا كمان مداخلات وعندنا كل حاجه النهارده. بالمناسبه هنعمل كل حاجه النهارده هاني. طب احنا نمشي خطوه خطوه، فهنمشي خطوه خطوه. فانا جايب لك واحد حبيبك. اتفضل حبيبك. حبيبي قوي. الرياضي الكبير الاستاذ اسامه السويسي حبيبي من ارض المونديال، الحقيقه متواجد هناك وهيقول لنا على كل ما يحدث في قطر الان مع بعثه النادي الاهلي وممثل افريقيا طبعا النادي الاهلي عبر سكايب. يلا يا جماعه لو جاهزين يلا بينا علشان برضو نعرف ايه اللي بيحصل. عايزين دايما نحط حضراتكم يا كابتن عادل، يعني عايزين نحط الناس دايما يا كابتن هاني معانا في كل الامور. يا استاذ اسامه ازي حضرتك؟ كابتن اسلام ازيك، وكل سنه وانت طيب، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. تحياتي ليك وللمونديالي صديقي العزيز كابتن عادل. انت وحشني. انت كمان والله. انت وحشني كتير بجد. والله انت اكتر، انت اكتر يا كابتن عادل، ربنا يديم المعروف. وتحياتي للهداف القناص المخلص الشيك الانيق كابتن هاني العجيز. منورين زي حضرتك. الله يحفظك كابتن هاني. يعني يا استاذ اسامه الحقيقه وجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اعتقد فخر كبير لكل المصريين ولكل العرب ولكل الافارقه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول تاني وتالت ورابع، المونديال فرحان بمشاركة النادي الأهلي، المونديال نفسه هو اللي فرحان بمشاركة النادي الأهلي وبعودة النادي الأهلي المرة السادسة. شوف الأرقام الجميلة دي، الأهلي بيشارك في المونديال للمرة السادسة، ورقم 6 غالي علينا جدا. طبعا طبعا. الأهلي طلع من مطار حمد الدولي الساعة 9 بتوقيت الدوحة، يعني التاسعة بتوقيت المونديال اللي هي كانت التاسعة بتوقيت الأهلي بالقذيفة محمد مجدي أفشة القاضية ممكن اللي وصلتنا علشان نمثل القارة ونشرفها في المونديال. عايز أقول حاجة مهمة جدا وكلنا شفناها، منظر غير طبيعي شفناه النهاردة، ده بيؤكد على أن جمهورنا جمهور الأهلي على مر العصور هو الدرع والسيف. الكلمة اللي بتضايق البعض بس ده بيتاكد والحمد لله في كل مناسبه. العالم كله شاف النهارده جمهورنا العظيم رغم الاجراءات الاحترازيه المتخذه بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 والموجه الثانيه، لكن جمهورنا رسم احلى لوحه في الدوحه وقدم صوره مشرفه للكيان. استقبال دوري بيخلي اللعيبه تحس ان هي في ملعبها في مصر بالظبط، وده هيكون موجود في الملعب علشان الناس تطمن كمان. وبالمناسبة دي بشكر أصدقائي في رابطة جماهير النادي الأهلي في قطر واللجنة المنظمة واللجنة الصحية واللجنة الأمنية اللي قدموا كل المساعدات علشان الناس تشوف الكرة الحلوة دي. الأهلي ما كانش في استقباله بس
المجموعه دي في المطار، ولكن كان في 5 نقط ثانيه على الطريق بالاضافه الى ايوه يا استاذ اسامه والنبي عايشنا في الجو وقول لنا ايه اللي بيحصل، عايزين نبقى كاننا قاعدين معاك وقاعدين جنبك في المكتب الحلو، كاننا قاعدين معاك وكاننا قاعدين في قطر بقى كده بنشوف الدنيا ماشيه ازاي والحياه ماشيه ازاي. ده بالمناسبه الاستديو بتاعي في البيت عندي وطبعا كله زي ما انتم شايفين كده اهلي احمر فاحمر يعني الحمد طبعا لله. عايشنا بقى في الجو وقول لنا اخبار الجو عندك ايه والدنيا عندك عامله ازاي، الجو حر الجو كويس ايه الموضوع ماشي ازاي؟ اولا الجو هنا خريفي يعني الجو هنا مش برد الحمد لله، درجات الحراره في الظهر ما بتزيدش عن حاجه و20، بالليل ما بتزيدش عن 18-19، الجو الحمد لله جو جميل، جو كوره ان شاء الله كمان في الملعب الناس هتستمتع، النادي الاهلي هو اول فريق مصري هيبدا يلعب على ملاعب مونديال 2022 ان شاء الله، وكمان ملاعب التدريب اللي هيتمرن عليها النادي الاهلي من بكره على ملاعب الجامعه جامعه قطر، دي ملاعب مخصصه لتدريبات منتخبات كاس العالم 2022. الجميل كمان ان زي ما بقول لك انا يمكن بعت كمان لفريق الاعداد بعض الفيديوهات بتاعتنا بتاعت الجمهور بتاعنا اللي موجود هنا من النقط اللي كانت على الطريق، يعني الفريق مش الاستقبال الحافل بس اللي كان في المطار، لا ده كمان 3 نقط بالاضافه للنقطه الكبيره اللي كانت عند الفندق، الحمد لله بسم الله ما شاء الله الفريق وصل وشاف الكلام ده، اللعيبه حست بنوع من الحميميه والدفء الكبير، ان شاء الله باذن الله هنشوف حاجات كمان في البطوله غير طبيعيه وغير تقليديه، واهم حاجه بالنسبه لي تحديدا ان احنا هنشوف الفار، هنشوف تقنيه فيديو الحكم المساعد. هل من الممكن ان احنا نشوف العداله التحكيميه في المونديال بشكل او باخر؟ لان احنا الحقيقه مفتقدين لهذه العداله التحكيميه خلال التسع مباريات الاولى اللي لعبوا النادي الاهلي في الدوري العام المصري. كابتن اسلام انت ما استغربتش لما قلت لك هنشوف تقنيه الفار؟ ايوه فهمنا. لا استغربت طبعا. انا في انتهى. طبعا انت لعيب يا مونديالي. طبعا. بس طبعا انا قصدي الفار الحقيقي. تقنيه فيديو الحكم المساعد الحقيقيه اللي هي بمعنى ان انت هتشوف زوايا تصوير غير طبيعيه، هتشوف لقطات حصرية حتى مش موجودة في بعض الدوريات الأوروبية الكبيرة، والأهم بقى من كل ده إن هيبقى على تقنية الفار حكام متخصصين في الفار بيحققوا العدالة كما ينبغي، لكن الفار اللي عندنا في مصر ده فار دخل المصيادة من بدري. أيوه. طيب إيه تاني موجود في ما شفناهوش؟ يعني إحنا عايزين حضرتك تعيش الناس إيه اللي حصل يعني من أول ما البعثة جت، ايه اللي حصل؟ كيفيه الاستقبال، فندق الاقامه، دلوقتي احنا عارفين ان هم كل واحد معزول في اوضته لحين ظهور نتيجه المسحه الطبيه في خلال 12 ساعه اعتقد او 14 ساعه هتظهر النتيجه، الاكل هيوصل للاعبين حتى غرفهم اللي متواجدين فيها، كل واحد قاعد لوحده، الدور الخامس والسادس في فندق الاقامه مخصص للنادي الاهلي، ده الكلام اللي احنا عارفينه، الكلام اللي حضرتك بقى تقدر تقوله لنا ايه؟ عايز اقول لك ان مبدئيا الشكل اللي انت شفتوه الجماهيري ده نتيجه جهد شهور طويله من رابطه المشجعين في التواصل مع اللجنه المنظمه. بنحييهم جدا جدا جدا. ولازم كمان نشكر اللجنه المنظمه بصراحه لان الكلام ده ما اتعملش مع اي حد. عمل مخصوص علشان النادي الاهلي، وزي ما قال الكابتن عادل من شويه النادي الاهلي فاليو كبير، النادي الاهلي قيمه كبيره، قيمه تسويقيه وقيمه جماهيريه بيضيف لاي بطوله بيشارك فيها. ايوه. فالحمد لله الشكل النهارده كان اكثر من رائع، الفندق اللي مقيم فيه النادي الاهلي هو فندق دوستن في قلب الدوحه ويبعد قليلا عن ملاعب التدريب بالاضافه الى الملاعب اللي هيلعب عليها النادي الفندق الاهلي. بعيد عنك قد ايه يا استاذ اسامه؟ عن البيت عندي؟ خمس دقايق؟ عن عندي ثلاث دقايق. ثلاث دقايق؟ ثلاث دقايق بس ما اقدرش اروح على فكره عشان بس طبعا لا انا عارف ان ما تقدرش تروح انا فاهم طب هل في تجمع من المصريين او تجمع من الجمهور حوالين
الفندق ولا الناس متخذة كل الإجراءات الاحترازية تماما؟ لا 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 لا، تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والناس اللي كانت موجودة في استقبال الفريق عند الفندق كانت موجودة على مسافة بعيدة من خلال تباعد اجتماعي كمان، يعني بين كل مشجع للتاني 3 متر، والناس كلها بسم الله ما شاء الله شجعت الفريق بشكل غير طبيعي. الناس بتسأل، بعض الناس بتسأل بتقول هل أبو تريكة هل وائل جمعة هيقابلوا الفريق ولا لا، وخصوصا ان في اسماء. طب واحنا كمان بنسال، هل هناك اي من اللاعبين القدامى اللي متواجدين او النجوم الكبار اللي متواجدين هناك ممكن يروحوا للفريق ويقابلوه؟ بص، علشان في شروط معينه، علشان اي حد يدخل للفريق لازم يعمل اجراءات الفقاعه، بمعنى انه هيدخل يبقى هيقيم مع الفريق جوه الفندق وهيلتزم بنفس الاجراءات المطبقه على الفريق، فبالتالي الوضع صعب. يعني كان المفروض ان مثلا لو اي حد عايز يدخل من الناس دي بتصريح خاص وباجراءات معينه كان المفروض يبقى بقاله يومين جوه الفندق علشان يتاح لي، فالمساله بالنسبه لنا يعني تكاد تكون هتبقى صعبه شوية. يعني لكن من الممكن ان شاء الله يبقى في خلال المباراه يوم الخميس الجاي قدام نادي الدحيل يبقى في تواجد لبعض العناصر وبعض النجوم الكبار من الاهلي، هيكونوا حريصين طبعا. دي معلومه يعني ولا ده تخيل او توقع؟ لا لا لا، دي معلومه، ومتكلم مع وائل تحديدا ان وائل حريص جدا انه يكون موجود طبعًا في الاستاد ان شاء الله، علشان يدعم زمايله ويدعم ناديه علشان يكون موجود في الصوره باذن الله. واعتقد ان الكلام بينطبق ايضا على محمد ابو تريكه وكمان الكابتن طارق خليل، ما ننساش ان الكابتن طارق خليل نجم النادي الاهلي موجود هنا في الدوحه وبيشتغل في نادي الدحيل مدرب للفئات السنيه بقاله فتره طويله، ومن الشخصيات الجميله الاهلاويه اللي كلنا بنحبها وبنعتز بيها. استاذ اسامه، الدحيل الدحيل زي مين عندنا هنا كده في مصر؟ والله الدحيل فريق كبير، الدحيل فريق كبير ما يقلش عن الاهلي والزمالك طبعا. فعلا مفيش كلام. الدحيل، علشان بس الناس تبقى الناس تبقى في الصوره، الدحيل واحد من اقوى فرق القاره الاسيويه، ولولا سوء الحظ كان كمل في دوري ابطال اللي فاتت دي، والدحيل عنده فرقه طبعا، والاهلي بيحترم كل الانديه طبعا. دي الميزه الكبيره، والحمد لله ان احنا عندنا جهاز فني بيتعامل مع الموضوع خطوه. مفيش حد بيفكر في المباراه نصف النهائي، كل الناس بتفكر على مباراه الدحيل. الحمد لله انا واثق تماما ان النادي الاهلي هيواجه الدحيل بكومباكت وحده، فريقنا منظم خطوطه مترابطه. صحيح الدحيل عنده خط هجوم شرس جدا، وزي ما قال الكابتن عادل وعايز اكد على الكلام بتاعه، اذا كان بقاله فتره بيلعب 4-4-2، لكن في مباراة الأهلي تحديدا متوقع اهو ومن قبلها باسبوع هيغيروا طريقة اللعب وهيلعبوا 4-3. هو كابتن عادل عايز يسألك في النقطة دي، اتفضل يا كابتن عادل. يا حبيبي انت وحشني اولا وبستمتع بيك دايما. الله يكرمك يا كابتن. عايز اقول لك انه يمكن انا لعبت الصبر مباراة او اثنين، بتهيألي مباريتين وديتين وانا ماسك في السعودية، يعني رحت معسكرات قطر وشفته. هو دايما طريقة لعبه لعب طولي زي ما اتكلمنا، وانا يمكن كنت لسه اكمل مع اسلام اقول له انه غير اتنين لعيبة بالذات جابهم في يناير علشان النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي كنادي الاهلي عشان البطولة بتاعت كاس العالم للاندية. ايوه، نقول يعني للناس عليهم. هو احنا لسه كنا هنبتدي في التحليل الفني، فحضرتك معانا استاذ اسامة. هو علي كريم اولونج برضه الفرود، يعني يمكن لسه دولهم جايين في يناير، يمكن جايب كريمي من قطر القطري، ويمكن كان بيلعب في دينامو زغرب وبعدين راح الاستقرار وبعدين رجع تاني على فهو طريقه لعبه طريقه طوليه وهنتكلم فيها بالتفصيل. بس السؤال هنا عايز اقوله لك، يعني اخر بطوله للدهيل من السنه اللي فاتت، هو كان يعني كان عدى بمراحل سيئه شويه في الاداء في الاول وبعدين عدل وخد البطوله في الاخر، الكلام ده صحيح؟ بالنسبه لبطوله الدوري السنه اللي فاتت، وحتى بطوله الدوري السنه دي البدايه بتاعته كانت صعبه جدا. ايوه، وخسر مباريات كتير، منها خسر قدام السد رايح جاي، وخسر من السليه، وخسر من الوكره، ولكن مؤخرا وبعد ما صبر اللموشي دخل الاجواء خلاص واستقر على التشكيله المناسبه،
الفريق اتغير جدا وحقق انتصارات قويه وكبيره جدا، اخرها كانت 6-0 على النادي الاهلي في كاس الامير وصعد من دور ربع النهائي وماشي دلوقتي الثاني في الدوري. وزي ما قلت لك هو بيمتلك خط هجوم ناري بيعتمد اعتماد اساسي على المثلث الهجومي اللي ادمنسون من اليمين، دودو من الشمال، وأولونجا المهاجم الكيني اللي لسه جاي من الدوري الياباني من كاشيوا أيوة. وكان هداف الدوري الياباني بالاضافه ان الاحتياطي بتاعهم الاحتياطي بتاعه المعز علي واحد من اخطر المهاجمين في الوطن العربي. اعتقد انه من دلوقتي هقولها لك ورا الثلاثه دول هيلعب ثلاثه ارتكاز، الثلاثه أيوة. الارتكاز اللي هم علي كريمي ولويس مارتن جونيور بالاضافه الى كريم بوضياف او احد اللاعبين الصاعدين ورباعي خط الظهر اللي لسه في كلام كتير. يعني رباعي خط الظهر في كلام ان المهدي بن عطيه يلعب ولا لا، او بسام الراوي جوار احمد ياسر اللي ضامن مكانه بشكل اساسي، وسلطان البريك بالبريك في الناحيه الشمال، وعلي مرالله في الناحيه اليمين، والحارس الاساسي صلاح زكريا. واسماعيل محمد ممكن كمان يبقى ليه دور كبير في حته اسماعيل محمد صبر اللاموشي تحديدا، رغم ان اسماعيل محمد كل الناس عارفه انه بيلعب جناح يمين، ولكن صبر اللاموشي بيوظفه احيانا كظهير ايمن. نفس الكلام في الناحيه الشمال بالنسبه لعلي عفيف شقيق الاكبر لاكرم عفيف بيلعبوا احيانا بيلعبوا احيانا. بس هو خلي بالك يا اسامه برضه هيشتغل بمهدي بن عطيه وبسام الراوي واحمد ياسر، ما تعرفش مين الاثنين اللي هيلعبوا. يعني في التحليل هنتكلم ليه علشان قدرات لعيب النادي الاهلي الاماميه كمان هو مبدئيا ايوه تحديدا لعيب هيبقى وجود مهدي بن عطيه وجود مهم. بس كابتن هاني يا استاذ اسامه كابتن هاني عايز يقول حاجه بس اتفضل يا كابتن. اعتقد ان متفق مع اعتقد ان وجود مهدي بن عطيه في 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 مباراه النادي الاهلي انا متاكد ان هو 90% او 99% هيكون موجود، لان مهدي بن عطيه طبعا خبره كبيره جدا، واعتقد ان الماتشات دي بتبقى يعني متفق معاك ماتشات بالظبط، فاعتقد ان هو هيبقى موجود يعني متفق معاك. تمام. في نقطه مهمه. اتفضل يا استاذ اسامه. اتفضل. بالنسبه للمهدي عطيه عنده مشكله في مساله السرعات، وهم عارفين ان ثلاثي او رباعي خط هجوم النادي الاهلي بيمتاز بالسرعات، ويمكن دي ظهرت في بعض مباريات الدوري، المباريات الدوري القطري لما الدحيل بيتعرض لسرعات قدام الفرق اللي عندها قدرات زي كهربا وزي طاهر وزي شريف وزي بواليا وزي محمد مجدي قفشه بيعاني الدحيل منها بشكل وحسين الشحات علشان وحسين الشحات طبعا، علشان كده اعتقد انه هيكون الاولويه لاحمد ياسر وبسام الراوي الاثنين الشباب الصاعدين اللي عندهم سرعات اقوى بكتير. اخيرا يا استاذ اسامه عايز اخدك بقى للناحيه الاعلاميه، كيفيه تغطيه الاعلام لوجود النادي الاهلي او لوصول النادي الاهلي لسادس مره في تاريخه وفي تاريخ مونديال الانديه في كاس العالم، ووصوله بقى تحديدا الى مطار حمد الدولي. مش عايز اقول لك يعني بسم الله ما شاء الله، النهارده 3 ساعات لايف قناه الدوري والكاس، قناه الكاس اللي انا بشتغل فيها وبشرف بالانتباه ليها، 3 ساعات لايف متابعه وصول النادي الاهلي لحظه من قبل الوصول بساعتين مع الجماهير كويس جدا. مع الجماهير وكانوا مستضيفين الزميل محمد الجزار في الاستديو بالاضافه الى الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه من كل ده الاعلام المرئي، الاعلام بقى المقروء، الاعلام المواقع الاعلام المقروء الصحف القطريه مش اقل من ملحق رياضي يومي هيكون بدا من دلوقتي استعدادا للبطوله. الناس بتتعامل مع النادي الاهلي بشكل مختلف تماما، حتى مع بايرن ميونخ اللي هو بطل اوروبا وبطل العالم، النادي الاهلي ليه مكانه خاصه جدا عند الاعلام هنا واهتمام وفوكس عليه بشكل غير طبيعي. حتى قناه البي ان سبورت النهارده تابعت الاستقبال بشكل مختلف وبشكل غير طبيعي. كان عندي بس ملاحظه على تصريح قاله احمد ياسر المحمدي شقيق طيب ياسر. برضو انا عايز اقول لحضرتك واحنا بنتكلم اهو بايرن ميونخ بيعلن اصابه 2 من لاعبيه بفيروس كورونا كوفيد 19، ووصول ايضا فريق اولسن الكوري الجنوبي الى الدوحه ايضا في الاستكمال بقيه المشاركات في كاس العالم للانديه.
يعني يا استاذ اسامه يعني شرفتني ونورتني وسعيد جدا جدا بتواجدك معايا ودايما مشرفنا ومنورنا، والمصريين الجدعان الجمال دايما في قطر موجودين وفي كل دول العالم. بشكرك جدا يا استاذ اسامه ناقدنا الرياضي الكبير على تواجده معانا، والحقيقه كاننا قاعدين هناك وكاننا قاعدين وبيقول لنا على كل شيء الاستاذ اسامه السويسي. الفيديو جاهز اولسن وصول اولسن. طيب خلينا نروح نشوف فيديو لوصول فريق اولسن الكوري الجنوبي، وبعد هذا الفيديو فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى مع كابتن عادل الكلمتين اللي نفسه يقولهم بقى لنا كتير قوي عمالين نقول وهاني نفس الكلام، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل او نشوف الفيديو الاول بتاع وصول فريق اولسن، وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه هنكمل كلامنا مع كابتن عادل وكابتن هاني، وعندنا لسه حاجات كتيره جدا هنقولها لحضراتكم. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم لغايه الساعه 12، لسه كابتن عادل عنده كلام فني كثير جدا عن فريق الدحيل، وكابتن هاني ايضا عنده كلام كتير مهم عن فريق الدحيل القطري. عاملين جرعه احنا عشان نعرف حضراتكم ايه اللي بيحصل في كاس العالم للانديه، وصول النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. ولكن الحقيقه انا لفت نظري حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني وكابتن عادل، واحنا بنتكلم كده انا عايز بس اوري لحضراتكم الفيديوهين. فيديو وصول النادي الاهلي الى استاد او الى قطر، ونفس الوقت ده تصديقا على الكلام اللي كنت حضرتك بتقوله في الاول. بص يا كابتن، زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، ده وصول فريق النادي الاهلي وجمهور المصري الاهلاوي متواجد في أرض المطار، وده وصول فريق أولسن الكوري الجنوبي، مفيش واحد متواجد، ده تصديقا على الكلام. وعلشان كده يا كابتن إسلام، أسامة السويسي قال كلمة مهمة قوي، قال لك المونديال فرحان بالنادي الأهلي. أيوة. هو مش بيقولها علشان تمنحها في النادي الأهلي بس، لأنه أنت عارف لما تبقى كأس العالم للأندية في الدولة العربية أنت لازم تعرف أن النادي الأهلي الدولة تتمنى ان هي يكون طرف في المونديال علشان الجمهور وعلشان الضجة الإعلامية. لو في اليابان ممكن اقدر اقول لك اقل شوية. ممكن اقول لك حاجة، انا لو كان عندي هذه الفيديوهات كنت جبتها لحضرتك، واحنا اول ما وصلنا اليابان في 2005 2005 يعني هتلاقي نفس المنظر ده، هتلاقي نفس المنظر. يعني مش نفس المنظر كده ولكن قريب من المنظر ده، لان ناس مستنيانا في المطار مصريين متواجدين. احنا 88 لما رحنا اليابان نلعب المباراة بتاعة الأفرو أسيوية مع يوم يوري الياباني، قابلنا أكتر من يجي 400-500 واحد من الجالية المصرية. لا أنا بس أنا عايز حضرتك تتفرج كده وإحنا بنتكلم نشوف الفارق ما بين، برضو علشان تصديقا لكلام حضراتكم الكابتن عادل والكابتن هاني. كابتن عادل قال لنا في الأول أن يعني وجود النادي الأهلي، والأستاذ أسامة برضو لما اتكلم قال أن النادي الأهلي والمونديال فرحان بالنادي الأهلي، هو ده الفرق، أو ده الفرق. شوفوا الفيديو ده وشوفوا فيديو وصول فريق أولسن الكوري الجنوبي، وهنشوف فيديوهات كل الفرق اللي هتوصل، هنجيب لحضراتكم فيديوهات الوصول أولا بأول. وإحنا كده بنتفرج على هذا الجمهور الرائع اللي دايما متواجد مع النادي الأهلي في كل حتة، في كل حتة، في اليابان هتلاقي، في قطر هتلاقي، في السعودية هتلاقي، في أفريقيا هتلاقي، في أفريقيا هتلاقي، في كل حتة هتلاقي الحقيقة هذا الجمهور الرائع الحقيقة اللي عامل دايما حالة رقم 12 او الحاله زي ما انت بتقولها هاني. برافو عليك، حاله جميله جدا جدا. انا دايما بيقولوا عليه رقم 12، انا من وجهه نظري رقم واحد، هو اللاعب رقم واحد. طبعا علشان هو اللي بي اللي يعني الناس، بس هي مش شايفه دلوقتي عشان اللعب من غير جمهور، لا كانوا يشوفوا. احنا احيانا كابتن اسلام كان بيتفرج علينا 100,000 متفرج في استاد القاهره وفي مباراه دوري، وليس في يمكن الارقام بتاعه الجمهور انتوا ممكن تكونوا لعبتوا بس في الارقام اقل مننا. كان الاول رغم الملعب الاستاد لما اتعمل له الكرسي والعدد بتاعه الكراسي غير لما كان معمول الاول. معمول الاول احنا وصلنا ان احنا نلعب ماتشات في الدوري 120,000 متفرج، وفي ناس على العمود بتاع الكهرباء يعني، والناس تشوفها يعني. النادي الاهلي كبير في كل حاجه اكيد يعني. طبعا يعني كابتن هاني، واحنا بنتفرج على هذه الفيديوهات الحقيقه
في 2008 برضو كانت البطولة في اليابان. في اليابان اعتقد ان انتوا برضو كان في جمهور مستنيكم. كان في جمهور اه فعلا كان في جمهور، بس ما كانش طبعا بالعدد. طبعا طبعا مش بالاعداد دي. اه بالظبط. لكن برضو وجود الجمهور حتى لو 2 3 كابتن اسلام ده بيديك دافع ان انت زي ما قلت قبل كده ان انت مش رايح ان انت تحتفل، لا انت رايح تعمل نتيجة كويسة وتعمل مركز كويس، لان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي دايما طماع. يعني كلمة طماع دي مش حاجة وحشة، لكن في الكورة كلنا عارفين ان كلمة طماع دي ان انت دايما عاوز تاخد بطولة، خدت افريقيا، تلعب كاس عالم للانديه، عايز تحقق مركز، تبدا السيزون الجديد تلعب اول الدوري. زي ما احنا شايفين النادي الاهلي في اول الدوري والناس كلها بتطالب اللعيبه ان هي تاخد الدوري وان هي تركز على ان هي تحقق انتصارات في بدايه الموسم، على امل ان انت تكون خلصت السيزون وانت فارق نقاط كالعاده. كما بنشوف النادي الاهلي كل سنه بيفنش الدوري بفرق كبير من النقاط بينه وبين المركز الثاني. زي ما قلت النادي الاهلي جماهيره دايما متعطشه ان هي عايزه بطولات، عايزه مكسب دايما. حتى انا شفت مستر فايرال في تصريح لي او تقريبا مدرب قبل كده كان موجود في النادي الاسارتي تقريبا، لما جه بيسالوه عن جماهير النادي الاهلي قال لهم انا اول مره في حياتي اشوف جماهير دايما عندها الكوره مكسب بس، ما بيقبلوش حتى بالتعادل، ما بيقبلوش بالهزيمه. فدي حاجه مش موجوده في العالم كله غير في النادي الاهلي، ودي فعلا دي حقيقه. انا حتى كابتن عادل كنت بتتكلم معاه كابتن اسلام ومستر مانويل برضو، لما كابتن عادل كان بيعلق عليه بيقول ان النادي الاهلي دايما بيفكر في البطوله اللي قبلها، وازاي ان مستر مانويل كان بيخرج اللعيبه من الحاله دي، ان انت داخل على بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه، ازاي ان انت بتستقبلها وازاي ان انت بتخرج من بطوله لبطوله. كنت عارف ان مستر مانويل يعني انا اتعلمت منه الحاجه دي، ان انت وكابتن اسلام اكيد عارف الكلام ده، بتخلص النهارده كاس مصر خلاص البطوله بعد مفيش احتفالات، بتحتفل لمده خلاص ان انت مثلا نص ساعه او ساعه بعد الماتش، بعد كده بتبدا تاني يوم مفيش راحه، بتبدا تشتغل ازاي تشتغل على بطوله الدوري، ازاي كان عندك ماتش في افريقيا ازاي بتشتغل عليه. احنا قعدنا كابتن عادل والله العظيم بجد قعدنا حوالي شهر ونص او شهرين ما بين افريقيا ما بين اللعيبه الدوليه اللي كانت موجوده، كان ابو تريكه ومتعب وبركات ما كانوش بيروحوا، والله العظيم ما كانوا بيروحوا، كانوا بيخلصوا المنتخب بنروح افريقيا، بنخلص افريقيا بنخش على الدوري على معسكر على طول، لان طبعا كان ضيق الوقت في وقتها ان انت بتلعب كل 3 ايام ماتش او كل 4 ايام ماتش، مفيش نفس ان انت حتى تشوف اسرتك. فدي فعلا يعني البطولات والانجازات ما بتجيش من فراغ، لازم انت بتتعب، الناس لازم تعرف ان لعيب الكوره ده مش مجرد ان هو موظف، لا لعيب الكوره ده بيتعب، عشان كده ربنا بيكرمه. ولاعيبه النادي الاهلي بالذات عليها حمل كبير جدا 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 في ان هي تفضل دايما في التوم فورم بتاعها، دايما عايز تكسب اي ماتش بتلعبه، اي ماتش بالنسبه لك بيبقى بطوله. فهو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده دلوقتي في اليابان لازم تفتخر باللي هي فيها كابتن اسلام. يعني كاس العالم للانديه ده ما بيجيش كتير، ممكن الجيل ده ممكن في 2 أو 3 لعيبه تقريبا، رامي ربيعه ووليد سليمان تقريبا، وفي حد ثالث معاهم وسعد سمير تقريبا، هم بس الثلاثه دول اللي لعبوا كاس العالم للانديه قبل كده. فانا عايز اقول ان الحاله دي ما بتجيش كتير، يعني حته كاس العالم للانديه دي ما بتجيش كتير. ان شاء الله تيجي ال10 ان شاء الله باذن الله، نتمنى طبعا ان هي تيجي واللعيبه دي كلها تلعب تاني ان شاء الله كل سنه. بس انا عايز لما يلعبوا تاني يا كابتن عادل يبقى هم عاملين انجاز، يعني احنا طبعا نفسنا ان احنا نكسر الانجاز بتاع مركز الثالث في البطوله اللي قبل كده، اتمنى ان شاء الله. بس طبعا انت عارف برضه هتلاعب بطوله نادي كبير طبعا. نادي الدحيح مش عايزين نقلل من نادي الدحيح، نادي محترم ونادي كبير طبعا. جدا تمام، لو هتعدي ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا نعدي الدحيح، هتخش على بايرن ميونخ لعبناها قبل كده بالظبط. يعني البطوله مش سهله، البطوله مش سهله، والناس زي ما قلت هفضل اكرر ان النادي الاهلي مش رايح ان هو رايح يحتفل، النادي الاهلي رايح بطوله ورايح مركز. وزي ما قلت بدا مستر موسيماني بدا من اول ما اللعيبه ركبت الطياره بدا ان هو يتفرجوا على فيديوهات لفريق الدحيل، واتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي واللعيبه تكون عند ثقه الجماهير ليها، وانا متاكد ان اللعيبه ان شاء الله هتعمل جيم كويس مع نادي الدحيل ان شاء الله ونفوز ان شاء الله. ان شاء الله. طيب برضو انا بشكر حضراتكم الحقيقه على ردود الافعال اللي جايه لنا على السوشيال ميديا الحقيقه على الحلقه وعلى مكالمه مستر مانويل وعلى وجود الكابتن عادل والكابتن هاني واحمد ثابت وكريم سعيد. الحقيقه كل انا سعيد جدا جدا بكميه الاشادات اللي موجوده، يعني الحقيقه دايما زي ما بقول يا كابتن عادل دايما جمهور الاهلي الحقيقه دايما متواجد في كل حته، حتى بيحب القناه بيحب كل حاجه للنادي الاهلي. طبعا
طبعا يمكن الالعاب كمان الاخرى وبيشرفونا دايما والناس كمان الجمهور متابع ومتابع كويس قوي. يعني انا يعني النادي الاهلي فخر برضه كده طبعا. يعني طبعا. خلينا نتكلم انزع بتاعنا للنادي الاهلي، لكن تخيل انت لما تتواجد في كاس العالم. انت فتحت الحلقه النهارده بالكلمه اللي انت قلتها، انا اسف ان انا بقطعك يعني بكلمه فخر. النادي الاهلي فخر ليه؟ ما اصل الفخر ما بيجيش بالكلام، بيجي بالارقام. يعني انت لما تيجي تتكلم على انك بتنتمي النادي راح 6 مرات كاس العالم للانديه، معناها يعني البطولات الافريقيه اللي خدها، ومعناها كمان انه النادي بيقارع الفرقه الكبيره في العالم كله. دي واحد. اتنين، يحس بيها مين؟ يحس بيها. طب انا هقول لك حاجه، وانت يمكن تعرف الشخص ده انا هكلمك عليه. تعرف طبعا الاستاذ منصور البلوي؟ هو طبعا الاتحاد طبعا رئيس نادي الاتحاد السعودي، رئيس نادي الاتحاد الجد فتره من 2003 2004 لغايه 2006. انت عارف انتمائه هو مشجع لمين؟ هو مشجع لنادي اخر غير هو مش يعني. اهلاوي مش اهلاوي يعني. بس احلف بالله الكلام ده صدق، وممكن يعني تجيبه على التليفون. لما مسكت الفريق الاول بنادي اتحاد جده قال لي كلمه واحده بس، قال لي اتمنى منك تعلم لعيبتي روح النادي الاهلي، رغم ان نادي اتحاد جده نادي كبير وعظيم طبعا طبعا وروح لعيبته عاليه قوي، بس بيقول لك روح النادي الاهلي غير. يعني من وجهه نظره الكفاح اللي دايما لعيبه النادي الاهلي او الكفاح اللي النادي الاهلي، يمكن في حاجه الناس مش واخده بالها، الاهداف بتاعه الدقائق الاخيره بكل المباريات مش من فراغ يا كابتن. دي ثقافه على فكره، وثقافه بالزبط. كبيره جدا، مش بتيجي كده، انت الثقافه وبتيجي ناحيه فنيه كمان، حتى بتيجي مع المعارين كمان. انت عارف احمد ياسر النهارده جايب جون في الدقيقه 90 برضه ضد الجونه، هو بيلعب في سيراميكا كليوباترا معار من النادي الاهلي، ولكن علشان روحه العاليه ضربه جزاء لا لا بغض النظر الجون اللي قبله الماتش اللي قبله فعلا مثلا جاب جون في الدقيقه الاخيره. انت بتتكلم فعلا على الروح دي. طب هقول لك حاجه، احنا واحنا بندرب الناشئين بتوعنا من في الاجيال اللي فاتت دي كلها، احنا مره خدنا كل البطولات وخدنا، بس كان في بطوله عندنا جيل بحاله احنا ما نسوهاش لمده 2 سنين. يعني الجيل ده ما شالهاش الا لما عوض. هي دي الروح وهي دي الجدعان وهو ده القلب بتاع لعيبه النادي الاهلي، وانك انت توصل لدرجه انك انت الناس تؤمن بيك، ان انت لاخر لحظه حتى الخصم يخاف منك انك هتجيب هدف في الوقت اللي هو الوقت الصعب. ايوه اللي ما فيهوش تعويض، فهو عارف انك انت عندك الثقافه دي. الثقافه دي معلش قطع حضرتك معلش، واحنا بنتكلم كده عارفين حضراتكم يعني لو عايزين تتفرجوا على النادي الاهلي بقى ولاعيبه النادي الاهلي كانوا بيعملوا ايه ومين بيلعب ايه على الهواء مباشره، طبعا دي طبعا لقطات وهم في الطياره، علي معلول ومحمد هاني، اللقطات دي لسه جايه. علي معلول تحس انه بقى مصري يعني. زمايلنا الحقيقه في البعثه الاعلاميه عاملين شغل رائع جدا، فطبعا هنوري لحضراتكم كل حاجه. جاياو بيتفرج على فيلم. طب ما قلتلناش ليه اسم الفيلم ده يا جماعه؟ بيتفرج كده اكيد بيتفرج على فيلم رعب اكيد عشان ما بيضحكش. فدي لقطات حصريه خاصه بينا. لا وده كمان مدرب الحراس ده بقى تحس انه اتولد في النادي الاهلي تحصل التتشي يعني. مظبوط بس عجبني يا كابتن اسلام بصراحه الستايل البدل بصراحه عجبني جدا، كل حاجه حلوه الشكل العام عجبني. عمرو محب طبعا المترجم لموسيماني وكل اللاعبين، هنجيب بقى لحضراتكم طول ما احنا شغالين الاستاذ جمال جبر رئيس المنظومه الاعلاميه، كابتن اسامه حسني نجم النادي الاهلي السابق، كابتن وليد سليمان المصاب اللي كان عليه كلام كتير جدا اول واحد كان في المطار النهارده، كابتن سعد سمير احد كباتن النادي الاهلي. اللقطات دي واحنا بنتكلم هتلاقوها دايما معانا علشان برضو نقول لحضراتكم ايه اللي كان بيحصل واللاعبين في الطائره اللي كانت متوجهه من القاهره الى ارض المونديال. مصطفى شوبير طبعا الحارس القادم الواعد في النادي الاهلي، صلاح محسن بيضحك على فيديو بقى تلاقي اللقطات دي ولا ممكن برضو القضيه ممكن الله كابتن كابتن اسلام اللقطات دي يعني تاريخ طبعا. يعني اللعبه دي لما تبطل طبعا فعلا هتجيب الحاجات دي من على اليوتيوب وتفضل تتفرج عليها وتقول ان انا في يوم من الايام كنت موجود في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه. ايوه فاي لعيب تقريبا يعني لازم يبقى فخور ان هو موجود في الفتره دي. بواليا دلوقتي بواليا تلاقي الشناوي بيقول له الكره لا يعني عاوز يخش في دماغه دلوقتي بيقول ايه انا كنت فين وبقيت فين بالظبط. خلي بالك من دي مهم جدا طبعًا بيقول طبعًا انا فين وكنت فين والحاجات. وعلى فكره بدري بنون برضه لازم نصبر عليه قوي لانه لعيب كبير طبعا هداف كويس طبعًا. هي بس محتاجه
انتوا لازم الجمهور يعرف حاجه مهمه قوي، النادي الاهلي تقيل قوي، فلنته تقيله طبعاً تقيله طبعاً جدا طبعاً. في اوقات عقبال لما تتاقلم معاها. معلش يا كابتن انا محتاج افهم يعني ايه فنله تقيله، ما هو بس خلي بالك انا طبعا فاهم بس انا محتاج افهم اللي عايز يفهم يعني ايه فنله تقيله. يعني ايه يا هاني ان انا ابقى قاعد كده وكل ما حد يكلم لك اصل فنله النادي الاهلي فنله تقيله، عايزين برضو نبتدي فنيا يعني مش وزن فنيا وكل حاجه. هقول لك بص، احيانا انت لما بتلعب في نادي اخر غير النادي الاهلي حته المكسب والخساره عندك اللي هي ايه، بتقول ممكن اكسب النهارده ممكن اخسر بكره. النادي الاهلي مش عنده، وانت قلتها يا كابتن اسلام أيوه. في البدايه قلت ان وهاني العجيز اللي قال كمان قال ان هي وان واي مكسب بس، الكره مكسب بس، ورسارت قالها والناس قالوها، دي واحد. اتنين الجمهور، انت بتخلص المباراه التوابع بتاعه المباراه صح. يعني في انديه بتخلص المباراه نسيت المباراه، لكن انت ممكن يعيش معاك المباراه. انا احلف بالله ان احنا مره خسرنا مباراه ما عرفناش ننزل من البيت 3 4 ايام، يمكن لما بعد 4 5 ايام الناس تقابلك تكلمك. فدي فالناحيه بقى النفسيه بقى انك انت عايز تعمل كل حاجه. في لعيبه بتيجي بتتظلم من الـ من الـ من الـ من الحته دي، يعني بيجي عاوز يعمل كل حاجه فبتلاقيها بتيجي ضده شويه. فلافيو انت كنت عايش معاه كابتن اسلام طبعا طبعا قعد موسم بس المدرب كان مؤمن بمانويل جوزيه ان هو لعيب كويس وفيرود كويس وان هو يعمل حاجه كويسه. ويليام محتاج بقى ثقه مستر موسيماني زي مستر مانويل جوزيه بالظبط. انا شايف ان هو لعيب طبعا مش انا بقطع سوري انا بقطع لا اتفضل ان هو فعلا محتاج ماتشات الناس كلها ممكن مش عاجبها ويليام في اول ثلاث ماتشات مع النادي الاهلي، لكن لازم الناس تفهم ان انت ما دام فرود وبتروح للجول كتير دي حاجه كويسه دي حاجه ايجابيه وحاجه ايجابيه محترمه ان انت عندك فرود بيوصل كتير ممكن يضيع وكل حاجه لكن مع الوقت هيجيب. يعني خلي بالك في اتكلموا على ان بواليا ما تاقلمش مع النادي، في واحد مدرب قال الكلام ده. انت عارف ان المدرب ده اصلا لما يجي يفكر في الكلمه اللي هو قالها ده مش شغل تدريب، مش فكر تدريب. ليه؟ التأقلم مع الفرقه مش معناها انك تجيب جون، هو حسبها انه جون. انت فاهم؟ يعني انت كلمه صدمه وحشه يا كابتن، صدمه وحشه. لا بص كلمه انك انت ايه؟ لا بجد اصلا انا المدرب ده كويس، انا اشتغلت مكانه، انا مسكت مكانه في الشباب السعودي. ايوه. وطبعا معلش يا كابتن احنا بنتكلم دي لقطات حصريه لشاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي في المونديال للحظات وصول بعثه النادي الاهلي الى ارض المونديال. زي ما حضراتكم شايفين او زي ما شفتوا من شويه كانت لقطات حصريه من داخل الطائره وكل البعثه المتواجده مع النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن عادل. وسمير عادل هو ربنا طبعا شفاء. طبعا بكلمك على اني يعني لما تيجي تتكلم على التاقلم وانت مدرب لما تيجي تتكلم عليه مش بمعنى هدف، انت معناه انك انت ممكن تصنع اهداف كتيره، دي بيشوفها المدرب. اما الايه مدرب وايه جمهور، الجمهور عايز هدف. احنا بنقول ممكن الجمهور نعذره ان هو اللقطه الاخيره اللي بيشوفها عاوز هدف من الفرود، طالما انت بتلعب راس حرب يبقى انت تجيب هدف. وفي مدرب يشوفها انك انت بتصنع اهداف او انت بتساعدني بعمل حاجه تكتيكيه جوه الملعب. فافتكر انه الناس برضو الفلنة التقل بتاع الفلنة من وجهة نظري ده يمكن نشوف اسلام هاني ممكن يقولها. هي حصلت معايا اتفضل لما جيت من بلدية المحلة كانت اول مباراة ليا مع بتروجيت بتروجيت كانت بتروجيت اول مباراة ليا مع النادي الاهلي، كنت قاعد احتياطي مستر مانويل نزلني اخر ربع ساعة وجبت جولين. فعايز اقول بعد كده يعني برضو يعني كنت كويس كل حاجه بس ما يعني ما كنتش بلعب كتير طبعا. طبعا كان في نجوم كبيره جدا زي فلافيو، عماد متعب، احمد بلال، فاللعيبه دي طبعا ليها رصيد كبير جدا عند النادي الاهلي. وحته الصبر ان انت تصبر ان انت لما يجي لك الفرصه في ناس ممكن تيجي وما تلعبش. يعني محمد شريف كان ماشي كويس بعد كده قعد، الراجل بيشتغل لما بينزل في اي مباراه تاني بيأدي بشكل كويس. مروان محسن نفس الكلام. انا عايز اقول ان النادي الاهلي دايما عايز اللعيب اللي هو فايتنج، اللي هو عايز يشتغل على جول كتير، عايز اللعيب اللي هو مقاتل.
فدي طبعا انا شايف ان بواليا شغال بشكل كويس، مش 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 عيب ان انت بتضيع، لا انا شايف ان انت بتعمل، ممكن يكون المدير الفني طالب منك نواحي معينه او حالات معينه، محتاج اعداد نفسي اكتر من فني. اكتر من فني. فانا يعني اعتقد ان هو صفقه كبيره جدا، وصفقه النادي الاهلي. والنادي الاهلي عايز اقول برضو حاجه كابتن، النادي الاهلي مش بيتعامل مع اللعيب بالقطعه، او مش بيتعامل زي ما بيتعامل مع المدير الفني بالسيزون او بالبطوله مثلا، نفس الكلام للاعب. النادي الاهلي مش جايبك عشان انت تلعب ماتش او اتنين او ثلاثه، عشان كده تقيله الفريق على الناس بالظبط. طبعا الضغط العصبي، طبعا الضغط النفسي، والضغط الجماهيري اللي انت اتكلمت فيه ده مهم جدا يا كابتن عادل. احنا عندنا سنتين احنا كنا بناخد بطولات مع النادي الاهلي، سنتين قعدتهم في النادي، كنت باخد بطولات وبرده ما كنتش بخرج من البيت. يعني والله العظيم يا كابتن اسلام، مش حته ان انا خوف، لا جماهير النادي الاهلي في كل حته، جماهير النادي بتروح مطعم تشتري حاجه، وغير اللي مستنيك وغير اللي مستنيك، يعني غير اللي مستنيك هيقابلك ازاي الا خارج الملعب. بمعنى ايه؟ معلش يا كابتن عادل، واحنا بنتكلم كده واحنا بنتكلم كده حصل ايه؟ خلي بقى نقلبها ذكريات شويه لغايه لما نتكلم شويه عن عن التحليل الفني. مباراه الصفاقسي، انا دايما بقول المثل وانا لسه كنت قاعد بتكلم مع حضرتك فيه من شويه. مباراه الصفاقسي احنا كسبنا، النادي الاهلي كسب السفخيره وجونا بوتريكا 1-0، في فرحه اكتر من كده؟ عظيم. طيب قعد معانا كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي الاول رئيس النادي، كابتن خطيب نائب رئيس النادي، مستر مانويل جوزيه. احنا بقى فاكرينهم مجمعيننا بعد الماتش على طول، يعني بعد الماتش يا دوبك رجعنا اتعشينا وخلصنا عشاء وطالعين بقى نتبسط، فالمفروض بقى ايه جايبينك علشان مكافئات. طب مكافئات بقى وشغل كرموك او يكرموك. قال لك يا جماعه المكافئات موجوده في اللائحه، هنعمل لكم حاجه ازيد شويه عشان ده كان ماتش مهم جدا وحاجه كويسه جدا. أيوة. وعندنا ماتش مع حرس الحدود كمان 4 ايام. طبعا طبعا همت، طبعا كلكم همت، كلنا بصينا كده. لا مش همتنا، عارف فكرنا قلنا ايه ده، هو احنا خلي بالك ده كان 2005 الكلام ده. يعني ما كانتش، او 2006 يعني ما كانتش لسه الدنيا ايه، عشان تعرف انه تاريخ. وحصل معايا كابتن عادل مكتب، حصل معانا برضه. انا بقول لك هو سياسه النادي الاهلي طريقه حضرتك. طب الدوري ماتش 4-3 الفاصل ما بيننا وما بين الاسماعيلي، خدنا بطوله الدوري، ماراثون كبير، دوري كبير، نادي الاسماعيلي كانت فرقه كبيره جدا في الوقت ده، صرعتنا على نهائي الدوري، لعبنا ماتش فاصل في اسكندريه كسبنا 4-3. اوكي انا فاكره ماتش دخلنا كابتن محمد رمضان اللبس. دخلنا اوضه اللبس زي ما انت بتتكلم كده، المفروض اللي يحصل احنا داخلين مبسوطين. كان رحمه الله عليه فاروق الفيشاوي اهلاوي جدا، فجالنا انا فاكر عاوز يحتفل معانا كابتن طارق سليم الله يرحمه، شد الله يرحمه، خرجه بره وقال ما فيش احتفال وخاص. بص في الرخص نص مكافأة الدوري. ليه؟ عشان جه فينا 3 جوان. سلام. يعني بص سيبك بقى من الدوري، احنا خدنا الدوري طبعا. احنا خدنا الدوري، يعني احنا طلعنا زي كده اسلام فرحانين وبنتكلم ايه ده احنا خلاص بقى خدنا الدوري. لقينا خصومات من 80% من الفرقة اللي كانت جوه الملعب، خصم نص مكافأة الدوري، والحاجة التانية انذار شديد اللهجة انك انت ممكن ما تتواجدش في النادي تاني. سنه كام يا كابتن؟ ده حاجه 90، ده 94 94 نفس السياسه، وانا بتكلم 2006 2005 2006 93 انا 93 2008 وحضرتك بتتكلم 2008. يعني احنا بنتكلم على سياسه واحده، وعلى فكره احنا مش متفقين ان احنا نقول الكلام ده خالص يعني احنا كل واحد لا ودي حقائق ودي حقائق وموجوده عندك ومثبته عندك. واحنا خدنا بطوله برضو السنه اللي بعديها، خدنا 4 بطولات. بص 4 بطولات ونهائي بثلاث اسابيع وباللاعب فرقه جمهوريه شبين، وتعادلوا معانا 2-2، واخدين 4 بطولات، دوري وكاس وكاس عرب والبطوله العربيه وكاس افريقيا اللي هم 93 94. قال لك شمس الاهلي غابت الجمهور، والله قالوا شمس الاهلي غابت، احنا تعادلنا في ماتش احنا مخلصين الدوري. فيعني وكان في جمهوريه شبين لعبنا ماتش مش كويس الصراحه وتعادلنا 2-2، اتقال كده. ما هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي فعلا. فانت هتفضل طول عمرك كده تكسب بطولات وعايز تاني، تكسب بطولات وعايز تاني. علشان تروح كاس العالم للانديه لازم تكسب بطولات، عشان تروح كاس العالم للانديه لازم تحافظ ولازم تعلم الاجيال بعد اجيال ازاي انت تخرج من مكسب لمكسب لمكسب لمكسب. دي مهمه جدا، لانه
احنا عارفين ان اللعيبه المصريه لما بيكسبوا 2-0 في المباراه ما بيحبوش يكسبوا 5، ما بيحبوش يكسبوا 6. دي ثقافه فينا بس مش موجوده في النادي الاهلي. ما انا بقول لك دي ثقافه في الشخصيه المصريه اللي هو انت طول الوقت بتفكر خلاص انت عملت حتى كمان اي فرقه بتعمل شوط اولاني قوي جدا تكسب 3-4 ينزل الشوط الثاني ما يزيدش عن 5 الا نادرا وبتحصل مع النادي الاهلي. فانت عاوز بتخرج اللعيبه بتاعه النادي الاهلي بتعلمهم الثقافه دي. لما بيجي لك واحد ما عندوش الثقافه دي بيتلفز وبيخرج بره لانه هو تروس. لو ما ركبش الترس في الترس زي ما احنا بنقول هتبص تلاقيه ينفر ويخرج بره. فاللي بيحمي هنا النادي الاهلي ايه؟ اللي بيحميه بيحميه القيم ومبادئه وحاجه ثانيه ولوايحه واحترافه بس. ما فيش اكتر من كده. انا نفسي بس انت تقول شويه الكلمتين الحاجات الفنيه دي اللي احنا عايزين نتكلم بس الناس عماله تبعت لي تقول لي كملوا الكلام في الذكريات والحاجات دي. لكن هنطلع فاصل يا كابتن عادل يا كابتن هاني وهنرجع نتكلم مره تانية عن الحاجات الفنيه. مش هفتح بقي لانه ماتش لانه ماتش فني قوي. الناس فاكره طبعا انه ماتش ضعيف. لا ماتش الدهين ماتش مش ضعيف للغايه. ماتش قوي جدا 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 وهم استعدوا له استعداد غير عادي. وانت هنا كنت بتتظلم في الفار وبتتظلم في الحاجات دي وعندك بس مشاكل في الدوري. هتقدر تفصل ما بين اللي بيحصل في الدوري المصري وما بين ان انت راح تلعب بطوله كبيره. انا فاهم ولكن لا اوحش حاجه انا ما بتعجبنيش انك لما تكون صوره واضحه وما تقولهاش. ما هو حاجه من الحاجتين. يمكن اسامه اتكلم على حته الفار قال لك الفار الحقيقي هنشوفه بره. لا هي مش التقنيات. هي الموضوع مش تقنية فعلا. عمرنا ما شفنا نفسيات. والله كابتن الموضوع كده يعني انا حسبتها كده اراده قرار يعني هاني. خلي بالك بتفرج على الدوري الاسباني يعني والدوري الانجليزي. لا 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 عمري ما شفت ان في فار الراجل بيديله حاجه وهو بيقول حاجه ثانيه غير هنا في مصر. انا قصدي انا بتكلم في ايه لما اسامه السويسي ليها مغزى الكلمه دي بيتكلم بيقول لك الفار ها في تقنيات كويسه هنتعلمها او نصلحها. وانا سمعت انه قالوا مش عارف شركه اسبانيه هتس. الموضوع مش موضوع التقنيه ما كانش متشافه وكده. الموضوع موضوع اراده قرار. صح. انك تدي القرار. انا بقول لهم من دلوقتي لما تلاقوا حاجه على النادي الاهلي في الفار ادوها على النادي الاهلي. اوعى ما تديهاش على النادي الاهلي. ايوه بالظبط. هو ده اللي انا قلته في بدايه كلام ان احنا يا جماعه لينا ولا علينا. حتى لو لا قدر الله في يوم من الايام اتغلبوا ده يعني بيحصل وارد كرة قدم يعني. طبعا ما عنديش مشكله ان انا اتغلب او اتعادل واخسر نقاط. ما عنديش مشكله ولكن يكون هناك عداله تحكيميه زي ما بتديني او بتحسب عليا. صح. احسب على غيري. اديني حقي كمان. اديني حقي في نفس الوقت. ويا ريت كمان الخطا ما بيبقى صعب يعني في اخطاء ممكن. اصعب من اللي حصل في ماتش. لا يعني كابتن اسلام قصدي مش اصعب بصراحه قصدي. طب ليك ركله جزاء ما اتحسبتش. لا ما انا ليك هدف ما اتحسبش. لا بص يا كابتن اسلام في لعبه سهله يعني تتحسب. يعني البنالتي ده اسهل حاجه في التاريخ يتحسب. انت فاهمني. وفي لعبه صعبه ممكن التقنيه لازم تتشاف كده. انا شايف ان الالعاب دي ما فيهاش صعوبه تقنيه علشان تتشاف. هل الكوره كتفه ايده دراعه؟ لا ده هي عاوزه الجون اللي جه جهاد جريش قال ايه؟ قال لك انا صفرت الاول. انت انت صفرت الاول. انا مالي انت صفر زي ما انت يعني يعني ايه صفرت يعني انت بتقول ليه؟ وبعدين التصريح الاخطر اللي الناس عدى عليها تعدية الكرام كده وبيقول ايه ان الفار محمد كان عمر مش طارق مجدي طارق مجدي قال ان جهاد جريشه قال له ان جهاد جريشه قال له ما تطلبنيش ولا لما انا اللي اطلبه. لا ده كلام يا كابتن ما اعتقدش ان ده كلام صحيح لان ما فيش حاجه اسمها كده. انا بقى بس الواقع اللي شفته كده. بس ده كلام يدين اكتر ما اصلا اللي شفته كده يا كابتن. اولا الجاريه في البنالتي. خليني اكلمك على البنالتي. الجاريه غلط. لنا البنالتي كده سمير معلش هنطلع من الاجواء الاحتفاليه دي شويه بما اننا بنتكلم عن الفار يعني. الجاريه غلط يا كابتن اسلام. جاريه الحكم بعيده وغلط. اللازمان ما خدش بيه قلنا نعديها. الفار كمان مش هتاخد بيها صعبه قوي. ها فانا بقول لك هي محتاجه اراده انك انت تحكم مش محتاجه تقنيه عشان ما تجيش ترميلي على ان تقنيه الفيديو مش متشافه كويس. والالعاب اللي زي دي متشافه قوي. البنالتي متشاف ما فيهوش اي حاجه. الجون متشاف ما فيهوش اي حاجه.
طب اطلع فاصل ولا اتفضل؟ لا والله ممكن عادي. لا 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 اتفضل. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هخلي كابتن عادل يتكلم لوحده ومحدش هيتكلم تاني في الفنيات. ماشي هنطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل المايك معاك. ايوه اتكلم فنيا زي ما انت عايز. في كل حاجه تخص فريق الدحيه علشان بس افتح بقى. طيب عشان بس نقول للناس ان الفريق قوي. نعم. وانه وبالذات القوه في ايه؟ انه بيلعب النادي الاهلي ليه توضيبه خاصه. النادي الاهلي حاجه خاصه جدا، ولكن هو لما جاب اللعيبه جابها عشان كاس العالم قبل ما تتعمل القرعه اللي هو جاب حسن فرقته زي ما اتكلم اسامه، وانا يمكن تابعتهم فتره كده، ان هو وصدق على كلامك استاذ اسامه. ان هو الـ كان في عشان اقول لك ازاي هم كانوا بيفكروا في طريقه لعبهم. يعني لو كان السوشيال ميديا اتكلموا على ان فرجان الساسي كان رايح الدحيل القطري لو فاكرين. يمكن صبري قال حاجه مهمه جدا لما جه يجيب، قال لك انا فرقه ما بعملش استحواذ، استحواذهم دايما في المباراه 53%، 50% ما بيشتغلش استحواذ كامل، بيلعب لعب مباشر. عشان كده غير وفكر ما بين فرجان الساسي جاب علي كريمي، وعلي كريمي ده كان من اللعيبه الكويسه اللي هم كان بيلعب في دينامو زغرب زمان، راح من استقرار الايراني لدينامو زغرب للاستقرار الايراني تاني، وبعدين رجع على قطر القطري، فرقه قطر القطري. أوكي. وبعدين جابوه من 11 مباراه، جابوه في قريب يعني الفتره اللي فاتت في يناير في الشتويه علشان كاس العالم للانديه. اولونجا برضو من اللعيبه اللي هم جابوها الفرويد اللي هو جابوه ليه؟ علشان برضو جابوه في يناير علشان كاس العالم للانديه، وده كان هداف الدوري الياباني، كان عنده 25 هدف في الدوري الياباني. عمل احصائيه قويه جدا يا كابتن اسلام في الدوري الياباني. تخيل لعب 66 مباراه في الدوري الياباني، احرز 55 هدف بنسبه كبيره فوق العدد في المباريات. معني الدوري الياباني دوري قوي. دوري قوي، لكن هو لعيب يمتاز بالطول، 193 سنتي، كيني، قوي، سريع، محطه كبيره ليهم. لكن تعالى بقى نتكلم على طريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها. يمكن اخر مباراه لعبوا الاهلي، هم يمكن عاوزين يبعدوا التفكير الاهلي انه ازاي هيلعب قدامه، فعاوز يبعد تفكيره، فهو لعب بطريقه 4-4-2 اللي بيلعب بيها دايما. انا بقول ان هو هيغيرها في مباراه الاهلي. هو بدا بصلاح زكريا، ده حارس مرمى كويس متميز، عايز اقول لك يمكن عنده سرعات كويسه، بيطلع على الكور العرضيه، ولكن ضعيف في الحتت الارضيه وفي اللعب المباشر. مهدي بن عطيه، ومهدي بن عطيه من اللعيبه المغاربه طبعا، اللعيبه الكبيره اللي لعبوا في انديه كبيره بره، جنبه احمد ياسر المحمدي وابن ياسر ابن احمد المحمدي، يمكن اخويا احمد ياسر، لعيب كويس، سرد باك، عنده طول 183 سم، سرد باك بيعرف يطلع يلعب بدماغه، بيلعب الكور الثابته. ناحيه الشمال كان في السلطان البريك واسماعيل محمد. اسماعيل محمد ده على فكره صبري حب يغير له طريقه لعب، هو بيلعب هاف رايت دايما، وبيلعب فعلا في الحته اللي قدام، وبيلعب في الحته اللي قدام، لكن اسماعيل محمد رجعه لعبه باك رايت، ويمكن عشان المباراه بس بتاعت الاهلي التشكيله اللي حضرتك بتقوله امامنا هو على الشاشه. وعلي كريمي ده اللعيب اللي هو الايراني اللي انا بقول لك ان هو بدا يجيبه لانه عنده تمركزات جيده جدا، بيقطع كويس. مشكله الدحيل في ايه؟ ان هو بيهاجم وبيدافعش كويس، بس ده انا بقول لك في الدوري القطري، لكن في مباراه الاهلي هيعمل توازن، ويعمل توازن كبير. لعب بعلي كريم ويلعب بجنو لوبيز، ولعب إديميلسون ناحيه اليمين ودودو ناحيه الشمال، ولعب بأولونجا قدام، وتحته المعز علي. المعز علي ده على فكره من افضل اللعيبه اللي متواجده. النتيجه بتاعته انه كان هداف كاس اسيا، في كاس اسيا المعز علي جاب 9 اهداف، وخد احسن لاعب في كاس اسيا، انت فاهم؟ هو بس السنه دي لعب جاب حوالي 6 اهداف بس من 15 مباراه، يعني النسبه بتاعته مش عاليه، ولكن 6 اهداف مش قليلين طبعا. ماشي يا كابتن اسلام.
هنا بقى عاوزين نتكلم على الحتة الفنية اللي بيشتغل عليها صبري دموشيه. أول حاجة هو بيفكر فيها إنه يلعب النادي الأهلي، أنا أفتكر إنه هيلعب حد قدام مهدي بن عطية اللي هو إيه بسام الراوي، أو يلعب ببسام الراوي وقعد مهدي بن عطية، ولكن أنا أفتكر إن مهدي ممكن يكون عنده الخبرات فعشان كده هيلعبه. فهيبقى في المهدي بن عطية وممكن يلعب بسام الراوي قدامهم ويشيل واحد لأولونجا للمعز علي، لكن يخليه للشوط الثاني. اللعب هو ما بيلعبش، ما بيعتمدش على الطرق اللي هي النقل الباص والتحرك كتير قوي. هو كان الاول بيعمل جاب كبير ما بين الدفاع والمهاجمين. لما اتفرج على النادي الاهلي اكيد هو هيلعبه اللعب الطولي، لان هو بيفتكر انه النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعبه الالعاب الطوليه. ليه؟ لانه هو شاف، يمكن اتفرج على اخر مباراه، ممكن شاف الامر ده في كذا كوره حصلت فيها هدف ولا حاجه. بس هو كابتن تغيير الخطه ده في 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 الوقت زي ده وانت بتلعب فريق كبير زي النادي الاهلي، ده مش مجازفه من الراجل من لا الجارة. هو مش هيغير طريقه اللعب كامله، هو هيغير الافراد بنفس الطريقه. يعني مثلا المعز علي او اولونجا لما يجي يلعبوا اتنين روس حربه ما بيلعبوهمش تقليدي، بينزل واحد تحتيه. يبقى دي معناها ايه؟ انه هيلعب 4-5-1 في الحته الدفاعيه. والحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها انه عنده دودو، ده من اللعيبه البرازيليين اللي عاليين قوي. عارف دودو يمكن لعب 104 اللي بالمراس، لعب 154 مباراه، سجل 41 هدف. لعيب سريع قوي قوي. احنا جبنا له فيديوهات النهارده في الجزء الاول من الحلقه كانت واضحه جدا. لو بصيت يا كابتن اسلام، مين الهدافين بتوعهم؟ هتلاقيهم مش الفراوده بس، ده نص الملعب. ده يديك انطباع ايه؟ ان هو بيلعب اللعب الايه؟ اللعب الطولي وليس العرضي. اللعب العرضي الهدافين بيبقوا الروس حربه، ولكن اللعب بما انك بتتكلم عن لاموشي خلينا نروح نشوف لاموشي قال ايه. ماشي اوكي، خلينا نروح نشوف صبري لاموشي المدير الفني لنادي الدحيل القطري ماذا قال عن مواجهته لنادي الاهلي، وده طبعا اخذا من موقع الرسمي لنادي الدحيل القطري. Les préparatifs sont simples, il nous faut essayer d'être pour être le plus compétent fantastique compétition qu'on a l'honneur de participer. Il nous faudra donner toutes nos chances et pour cela il nous faut être physiquement prêt à 100% et avoir la totalité de l'effectif sans avoir de problèmes physiques pour pouvoir être compétitif. Oh, très difficile dans ce genre de compétition. Ils ont l'habitude de ce genre de match à couper, que ce soit la Champions League, la Coupe du Monde des clubs. C'est des joueurs qui jouent tous, quasiment tous, en équipe nationale. Ils ont une grande expérience. Ça va être très compliqué, mais on veut croire en nos chances. Mais il nous faut être vraiment déterminés, mais vraiment concentrés. Ben, il vient juste d'arriver, donc on lui souhaite bienvenue à Michael et il lui faut un temps d'adaptation, mais c'est quelqu'un qui va nous apporter énormément. طبعا كلام صبري لاموشي عن النادي الاهلي كلام بيحترم كثيرا النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين من الواضح يا كابتن هاني ان ستكون مباراه صعبه حتى من طريقه كلام صبري. اكيد يا كابتن، اكيد اكيد، هو عارف النادي الاهلي كويس وعارف قد ايه النادي الاهلي تاريخه كبير في كاس العالم للانديه والخبرات الكبيره اللي عند الموجوده عند اللاعبين النادي الاهلي. اكيد طبعا هو قلق جدا من النادي الاهلي، واكيد عامل له حساب كبير جدا جدا جدا. لكن المباراه طبعا كابتن عادل اللي اتكلم في بعض النقاط المهمه في على الفريق الدحيل، لكن انا بتكلم انا شفت لهم مباراه تقريبا اللي هي الاخيره. هم بيعتمدوا زي ما الكابتن عادل قال، بيعتمدوا على الكرات الطويله وبيعتمدوا على انا شايف هنا كابتن عندنا يعني معدل العرضيات اللي عندهم من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال يعني حوالي 142 من الناحيه اليمين و73 من الناحيه الشمال، يعني ده معدل كبير جدا. وبالظاهر ان هم مش بيستخدموا القلب بس، لا ده بيعتمدوا كمان على الاطراف، وده يعني شغل مدرب كبير. يعني برضو الراجل صبري لاموشي مش طبعا مدرب ليه تاريخ ومدرب كبير جدا، وزي ما قلت هو عامل حساب للنادي الاهلي كويس جدا.
عندهم زي ما الكابتن عادل قال برضو عندهم الناس اللي بتجيب اللي بتحرز الاهداف كلهم من نص الملعب والفراوده، عندهم ادميلسون، عندهم ادواردو، عندهم المعز، لعيبه كويسه جدا. وشايف ان زي ما الكابتن زي ما استاذ اسلام تقريبا استاذ اسامه قال ان الخط الهجومي بتاعهم قوي جدا جدا جدا، لازم النادي الاهلي يبقى عامل حساب النواحي الدفاعيه كويس قوي. اعتقد المباراه هتبقى قويه ما بين ناديين كبار جدا. الكابتن عادل قال برضو ان هم ممكن يغيروا من بعض الافراد او بعض التكتيك بتاعهم في المباراه. انا شايف ان ده يعني يبقى صعب شويه، لان انت بتتكلم في مده قصيره جدا، انت بتتكلم في اسبوع، ان انت ممكن تغير حاجات بسيطه زي ما الكابتن عادل قال برضو. يمكن هو عامل مباراه الاهلي دايما المدربين لما يجي يلعب مباراه قويه مثلا في افتتاحيه كاس العالم مع الاهلي المصري، لما يجي يلعب المباراه اللي هي في الكاس عنده ممكن يخبي يلعب بطريقه تانية، علشان الكره كتاب مفتوح في الوقت الحالي، لكن بتكلم على طريقه لعب، ممكن يريح لاعب، ممكن يشوف ممكن تغيير بعض العناصر ده وارد، لكن انا بتكلم في خطه. انا شايف ان هو صعب، ان انت النادي الاهلي برضو لما يجي يلعب بايرن ميونخ اكيد هيلعب بنفس الخطه بتاعته، الراجل مستر موسيماني مش هيغير كتير في التشكيل، لان انت برضو تعتبر الانديه كبيره. النادي الاهلي نفس الكلام، اعتقد ان هو برضو لو غير هيغير في بعض العناصر، في بعض الافراد، في 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 في, في اماكن معينه، لكن اعتقد ان هو يعني هيلعب بنفس الخطه بتاعته اللي هي 4 4 2 المعتاده اللي بيلعب بيها. زي ما قلنا لازم يبقى في شغل شويه يا كابتن. لا لا انا اعتقد ان هو هيلعب كده، ما اعرفش، ممكن هو لازم تمسكوا في بعض. لا 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 بص اصل خلي بالك دلوقتي يا هاني، الفرق الكبيره زي الاهلي والباير والاهلي، خلي بالك يا كابتن، ده ماتش ممكن يعني ماتش يطلعه بره البطوله. لا انا عايز اقول لك حاجه مهمه، عشان كده ما يعملش مجازفه، عشان كده مش هعمل مجازفه. بص الفرق الكبيره دايما بتقول ايه، كل مباراه وليها رجالها. ليه؟ لانك عندك عدد من اللعيبه كتير، لكن الفرق الاقل المتوسطه هي اللي تلعب بنفس طريقتها، لانه ما يقدرش يغير تكتيكه لانه ما عندوش لعيبه تنفذ. انت فاهم؟ العدد محدود جدا بيبقى عند المدرب، عشان كده الاهلي، الباير، اي فرقه بيبقى عنده حوالي 20 22 23 لعيب ممكن يقدر يغير، مش السيستم كامل، ولكن يقدر ينوع في اللعب ما بين لاعب خبره ولاعب تاني، فهو ما بيسالش على حته انك متاقلم ولا مش متاقلم. هي الاحتراف كده، ان انا ممكن ما ادكش. انت بتشوف في اوروبا ما بتلعبش 20 مباراه، انزل اديك المباراه ولا يهمني، لانك انت لعيب محترف طبعاً وعندك طبعاً خبرات طبعاً طبعا. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا ناخد بعض ردود الافعال وعناوين الصحف وماذا قالت عن وصول النادي الاهلي الى مونديال الانديه. الحقيقه الالوان ده حلو قوي قوي بجد، وكانها القاهره من يلا كوره، وكانها القاهره استقبال جماهيري حافل للاهلي في قطر. حلو، عنوان حلو. موسيماني بعد الوصول ننتظر دعم جمهور النادي الاهلي امام الدحيل ونتمنى مواجهه بايرن. ده من الموقع الرسمي للفيفا. ابطال افريقيا اهم هتافات، او انا اسف، ابطال افريقيا اهم هتافات جماهير الاهلي في فندق الفريق بالدوحه. ده اليوم السابع. هاشتاج ابطال افريقيا في المونديال يتصدر تويتر بعد وصول الاهلي للدوحه. ده من الوطن. بعد وصولهما الى الدوحه بطل اسيا وافريقيا يستهلان مشوارهما في مونديال الانديه الخميس. استقبال مثير لبعثه النادي الاهلي لدى وصولها لقطر. منتهي مباراه الجوله الاخيره امام الاهلي مواجهه الموسم. محمد منتهي طبعا. اخر حاجه معانا، كاس العالم للانديه بيتقال فيه ان الاهلي يخوض ميرانو الاول غدا على احد ملاعب التدريب المونديالية الفرعيه. ما بتبقاش التعليمي اللي هو المدينه التعليميه الجديده اللي معمول فيها حوالي مثلا 10 ملاعب للتدريب زي سباير كده اللي كانت الاول.
فعاملين فيها الملاعب دي تتلعب عليها ويتمرنوا عليها وكمان ليها بتبقى ليها جيم خاص بيها واستعدادات كبيره يعني انا شفتها وشغاله يعني. فكره جابت الملاعب بتبقى من احسن الملاعب اللي ممكن تلعب عليها في حياتك يعني. اليابان لما رحنا اليابان ملاعب فعلا تحفه يعني كانك بتلعب بلاي ستيشن ده حقيقه. طبعا. حتى الاوتيل اللي انت قاعد فيه يعني احنا كنا قاعدين في اوتيل في سكيورتي واقف على الاسانسير ممنوع حد يدخل لازم الاي دي بيبقى معاك ممنوع اي حد يدخل الدور بتاعك ممنوع اي حد يدخل. لو تفتكر مانشستر يونايتد كانوا معانا في 2008 كانوا قاعدين في اوتيل لوحدهم انت متخيل يعني البايرن طلب انه يبقى في الكبسوله لوحده بالظبط. فدي طبعا بتبين لك بطوله كبيره وبطوله مهمه. كريستيانو كان موجود لا كمان مع اللي بيقولوا ان البطوله لا 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 الناس اللي بتقول ما تشغلش دماغك ما تشغلش دماغك خلاص لانك لو انت الاهلي راح يلعب كاس العالم فعلا اللي هو الكاس العالم بتاع المنتخبات هيقول لك ده بطوله سهله ما انا قلتها قبل كده ده افتراضيا طبعا ده طبعا استحاله كده افتراضيا. ده انت لما بتكسب بدايه الدوري دايما دوري قوي نص الدوري والله الدوري ازداد حلاوه لما بتبعد انت وبتشطح بقى كابتن احنا نزلنا بقى ده ايه الدوري يعني ده الدوري ده سهل ليه كده احنا عدولنا مع بيراميدز ونزلنا للمركز الثاني الناس كلها تقول لك معلش لا لا انت المركز الثاني اقل مباراه اقل مباراه يعني ما انت عشان الظروف ان انت بتلعب في كاس عالم المفروض طبعا المعلقين والناس اللي بتتكلم في الكوره تبقى فاهمه الكلام ده طبعا لازم تقول يعني طبعًا. حتى المعلق في اي مباراه يقول ان النادي الاهلي في المركز الثاني اقل مباراه من الفريق اللي احنا كابتن اهم حاجه روحنا رياضيه احنا بنتمنى للناس المشاهده طيبه وان هم يستمتعوا ببطوله كبيره زي دي ويتفرجوا على النادي الاهلي وهو في المره السادسه في بطوله كاس العالم للانديه بالظبط كده. طيب هل ننسى الناس جمهور النادي الاهلي ولا ما لا طبعا ما ينفعش ننساهم صح لا طبعا. طب انا كنت سائل سؤال في الاول عن الجمهور سالتك وانت ما عرفش يرد لا عماد متعب قلت غششتك لا عماد متعب جاب الجول الاخير ده كلام الاخير لا الاخير مش الاولاني مش عماد احنا ننسى احنا السؤال الاولاني يا كابتن ما تلخبطناش الاولاني مين السؤال الاولاني من هو صاحب اول هدف النادي الاهلي في المونديال الانديه في المونديال صح مش هقول طيب فمش هقدر انسى الناس خليها للجمهور لازم نقول الناس قالت ايه خليها للجمهور هو اللي يقول علي محمد قال عماد متعب ورامز ريمون قال هدف العالمي عماد متعب حماده الشرباجي بيقول الحمد لله على السلامه الله يخليك متشكر محمد محمود بيقول العمده عماد متعب خالد ابو جانيت عماد متعب عبد الرحمن اسماعيل بيقول متعب صاحب اول هدف وصاحب اخر هدف عمرو خالد ابراهيم بيقول متعب اول واخر لاعب سجل في المونديال المتعب عماد متعب ده احمد جلال المتعب عماد متعب خيري حرب ابراهيم عبد الغني بيقول عماد متعب يا نجم ماشي محمود انور عويز بيقول محمود محمد بيقول عماد متعب لا محدش بيغلط لا محدش بيغلط طيب قبل ما نكمل كلامنا مع او عن جمهورنا الحقيقه واجاباتهم عن سؤالنا خلينا بقى نغوص اكتر في كاس العالم للانديه ونروح لزميلنا امير هشام من مقر اقامته وفي غرفته الحقيقه في مقر اقامته برضو امير طبعا موفد قناه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وبالتالي هيدينا ايه اللي حصل النهارده بقى طوال النهار لانه امير معاه الفريق منذ أن وصل الفريق إلى أو من أول ما الفريق كان في مطار القاهرة وحتى الآن يا أمير وحمد لله على السلام الله يسلمك يا كابتن إسلام تحياتي ليك وتحياتي للكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن هاني العجيزي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان أهلا بيك الحقيقه يعني طبعا الحمد لله على سلامتكم عاملين شغل رائع بعتوا لنا فيديوهات كثيره جدا والناس الحقيقه مستمتعه بلحظات وصول النادي الاهلي منذ ان وطأت قدمهم الى في مطار القاهره وحتى الان انا عارف ان انتوا دلوقتي المفروض في عزله تامه كل واحد في اوضته احكي لنا بقى ايه اللي حصل امير منذ ان بداتوا الرحله وحتى الان م.
طيب خليني اقول لك يا كابتن اسلام، يعني الفريق اتحرك بالظبط من مطار القاهره الدولي، البعثه بالكامل اتحركت في تمام الساعه 4:30 عصرا بتوقيت القاهره. الرحله استغرقت حوالي 2:30 تحديدا، وصلنا الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. خليني في البدايه اقول لك ان فرق التوقيت ما بين مصر والدوحه ساعه تحديدا، يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا الساعه 1 صباحا، انتوا عندكم الساعه 12 ظهرا، لكن في كل الاحوال الفريق وصل لمطار الدوحه الدولي، وكان في استقبال بعثه الاهلي طبعا جمهور النادي الاهلي هنا، وطبعا الاهلاويه من الجاليه المصريه اللي كانوا متواجدين وكانوا متحمسين جدا يا كابتن اسلام لمشاهده ورؤيه لاعبي النادي الاهلي، الجهاز الفني، رئيس النادي كمان الكابتن محمود الخطيب، وكان استقبال اكثر من رائع. لكن قبل لحظات من استقبال طبعا جمهور النادي الاهلي للبعثه، خلينا اقول لك ان فور وصول الفريق للمطار كان في مسحه طبيه. الاجراءات في الحقيقه كانت سريعه جدا، ما خدناش وقت كتير، الامور كانت بشكل منظم لابعد درجه. المسحه الطبيه كل البعثه اجرتها بالكامل، نتيجتها هتطلع خلال ساعات، ربما يكون الصبح بدري، ممكن لو اتاخرت شويه هتطلع على 12 الظهر او حاجه، بإذن الله الكل يكون سلبي وما يبقاش فيه أي مشكلة. خروج البعثة من المطار لقينا طبعا جمهور النادي الأهلي في استقبال حافل ورائع وقوي جدا جدا لأفراد البعثة وللاعبين والجهاز الفني بالكامل، وده كان ليه أثر إيجابي بشكل ملفت جدا على لاعبي الفريق كابتن إسلام، وبالتحديد كمان على المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. يعني الراجل قال أنا مفيش مكان لحد جيت مع النادي الاهلي رحته غير لما لقيت جمهور للنادي الاهلي، وهو مستغرب من حاجه زي دي، هو لسه كمان ما شافش حاجه، لان جمهور النادي الاهلي في الحقيقه متواجد في كل مكان في الدنيا يعني. لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل جيد جدا، وصلنا مقر الاقامه. بالمناسبه طول الطريق يا كابتن اسلام من ساعه المطار لحد ما وصلنا للفندق، الطريق كله جماهير للنادي الاهلي، واعتقد انتوا ذاعتوا لقطات للجمهور، جمهور النادي الاهلي وهو بيستقبل الفريق وفي الشوارع سواء عند المطار او في الشارع في الطريق للاوتيل او حتى امام مقر اقامه النادي الاهلي، كان في عدد وافر من الجماهير اللي كانوا دايما بيهتفوا هتافات كبيره جدا لنادي القرن وبطل افريقيا قبل المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. هناك في المطار كان في هتافات خاصه جدا جدا من قبل جماهير النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب راح حياهم، بعديهم كان او بعديه كان لاعبي النادي الاهلي بعد هتافات من الجماهير، كانوا اللاعبين خلاص يعني ركبوا الاتوبيس، فلما لقوا هتافات كبيره جدا من الجمهور نزلوا من الاتوبيس مره ثانيه عشان يحيوا جماهير النادي الاهلي. نفس المشهد تكرر كمان امام مقر اقامه الفريق هنا، وكان في عدد كبير من الجمهور اللي هتف بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، وكان في هتافات كمان خاصه جدا جدا لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي واللي بنتمنى له الشفاء العاجل، وكانت لفته اكثر من رائعه كمان من الجماهير. فور الوصول للفندق كل لاعب دخل الغرفه الخاصه به، او كل افراد البعثه كان كل واحد ليه غرفه خاصه به في يعني عدد من ساعات العزل حتى ظهور المسحة ونتيجتها اللي بإذن الله تطلع نتيجة سلبية. فور ظهور النتيجة بإذن الله تكون سلبية، الأمور هتبقى يعني طبيعية إلى حد ما، مع طبعا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ومنظم جدا، فأكيد احنا هنكون في انتظار نتيجة المسحة السلبية. الأجواء بشكل عام مميزة جدا يا كابتن إسلام، خليني أقول لك كمان أن ساعة أو الحضور اللي هيحضروا في استاد المباراة 30% بس من ساعة الاستاد، فبالتالي لو كان الساعة كاملة كنت هتشوف الاستاد مليان بجماهير النادي الأهلي. وأنا في الحقيقة عايز استغل الفرصة دي وأبدي استغرابي في الحقيقة كابتن إسلام، لأن كنا بنسمع دايما أقاويل إن النادي الأهلي ملوش جماهير في الخليج أو النادي الأهلي جماهير قليلة. بصراحة كل هيشوف اللقطات النهاردة اللي زعتوها أو لسه هتزعوها هيشوف مدى وحجم وشعبية جماهير النادي الأهلي. أنا في الحقيقة رحت مع النادي الأهلي في أماكن كتير جدا، كل مكان بلاقي فيه جماهير النادي الأهلي، فجمهور النادي الأهلي موجود.
بشكل جدا وبيأزر وبيدعم الفرقة بشكل كبير، وفي انتظار أداء مميز من اللاعبين ونتائج كمان مميزة. عندنا طموح وأمنيات كبيرة إن شاء الله لعبة النادي الأهلي بالتحديد بعد ما شافوا وخدوا الدفعة دي من جمهور النادي الأهلي، نشوف أداء ونتائج جيدة كابتن إسلام. إن شاء الله أمير. أنا عارف أن أنتوا تعبانين جدا، وأنت تعبان تحديدا طبعا من الصبح، سفر ومروح ومجي ومسحات ومسحة هنا ومسحة هنا، ولكن لو تقدر تقولنا عن بكرة، اليوم الأول للنادي الأهلي بكرة هيكون ازاي بعد ظهور المسح؟ طيب اكيد هيكون في انتظار لنتيجه المسحه، باذن الله تطلع المسحه سلبيه، بعدها هيكون في تدريب للنادي الاهلي، هو المران الاول للفريق هنا في الدوحه، وهيستعد من خلاله النادي الاهلي او بدايه الاستعدادات لمباراه الدحيل يوم 4 من الشهر المقبل باذن الله 4 فبراير. هيبقى طبعا في وجبه فطار الصبح. بمناسبه وجبه الفطار، لو نتيجه المسحه تاخرت فالوجبات هتروح لكل واحد في الغرفه بتاعته، زي ما حصل النهارده في وجبة العشاء الخاصة بكل أفراد البعثة، كل واحد وصل له الوجبة بتاعته قدام الغرفة الخاصة به. لو النتيجة بكرة الصبح تأخرت بتاعة المسحة فكل لاعب هيفطر في غرفته، لو طلعت النتيجة قبل ميعاد الفطار فهيبقى في فطار جماعي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بشكل طبيعي. بعد الفطار إن شاء الله بإذن الله هيكون في طبعا مران النادي الأهلي، أكيد كمان هيكون في بعض المحاضرات المهمة من مستر بيتسو موسيماني في اوقات معينه على مدار اليوم. بمناسبه مستر بيتسو موسيماني كمان يا كابتن اسلام، خليني اقول لك ان احنا في الطياره في طريقنا لكاس العالم للانديه وللدوحه، كان مستر بيتسو موسيماني والشيء الملفت جدا ان هو كان قاعد بيذاكر فرقته، فرقه النادي الاهلي، بيشوف بعض ممكن الملاحظات اللي عنده في المباريات السابقه تحديدا، كمان شاهد بعض اللقطات وركز على بعض اللقطات الخاصه بفريق الدحيل القطري. الراجل شغال بشكل مستمر، ما بيضيعش وقت في الحقيقه. أيوه. ده فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني في الطيار. لكن خلينا اقول لحضرتك كمان يا كابتن اسلام ان لاعبي النادي الاهلي نفسهم عندهم حاله من الجديه والتركيز الكبير جدا، واكيد هيبقى في جديه بما انك بتشارك في كاس العالم للانديه، لكن اللي يدل على كده ان بعض اللاعبين كانوا معاهم ماتشات لفريق الدحيل القطري على الاجهزه الخاصه بتاعتهم اللابتوب، وكانوا بيتفرجوا على اداء فريق القطري وبيشوفوا نقاط القوه والضعف بالنسبه لهم، وده شيء لفت نظري. شيء لفت نظري بشكل كبير جدا، ويبين لي قد ايه لاعيبه النادي الاهلي متحمسه ومتحفزه بشكل كبير جدا ان هي تتخطى اول عقبه باذن الله. فريق الدحيل فريق قوي جدا، لكن اكيد هم عاملين حساباتهم بشكل كامل على طبعا كيفية مواجهة هذه الفرقة وكيفية تخطي هذه العقبة علشان بإذن الله نوصل لمباراة بايرن ميونخ. الجزئية الأهم قبل ما سلمك الكلمة يا كابتن إسلام، إن ما فيش حديث إطلاقا عن مباراة بايرن ميونخ إطلاقا إطلاقا في ما بين أفراد البعثة، كل التركيز منصب فقط على مباراة الدحيل القطري، ليس إلا ما فيش تفكير خالص بخصوص فريق بايرن ميونخ. يعني حتى النهاردة ظهر بعض الإصابات مثلا في صفوف بايرن ميونخ بخصوص كورونا، زي جريتسكا طبعا نجم وسط فريق بايرن ميونخ، لكن ده يعني ما خدش اهتمام كبير من لاعبي النادي الاهلي، لان كل التركيز في الحقيقه منصب في مباراه الدحيل القطري، والاهم ان انت تعدي هذه المباراه عشان تفكر فيما تبقى من هذه البطوله. وباذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله يا كابتن اسلام. لو في اي استفسار ثاني انا معاك. اتفضل. لا انا بشكرك شكرا جزيلا امير هشام الحقيقه، وزي ما قلت لحضراتكم هيكون دائما متواجد معنا خلال الفتره القادمه من أرض المونديال علشان يقول لنا ماذا يحدث في مونديال الأندية، وكل شيء بيحدث هنجيبه لحضراتكم على الشاشة على طول. كابتن عادل أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة، شرفت ونورت. أنا سعيد بيك وأنت عارف الواحد بيبقى سعيد بيك دائما، وأنت حاجة كويسة لينا يعني بجد والله يا سلام. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك وربنا يكرم إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وأشكرك جدا النهارده، وان شاء الله نلتقي في مواعيد قريبه. يعني حبيبي يا كابتن اسلام، انا سعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك والكابتن عادل، طبعا يعني دايما موجودين مع بعض. اتمنى ان شاء الله اكون موجود مع حضرتك بعد كده في حلقات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، تعبناكم النهارده، قعدناكم قدام الشاشه كتير جدا النهارده 4 أو 5 ساعات، فانا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا طوال هذه الفتره.
فترة راح يكون عندنا حلقة وحنكمل فيها كلامنا عن فريق الدحيل القطري سواء من الناحية الدفاعية وأهم نقاط الضعف اللي موجودة فيه. احنا اتكلمنا النهاردة كتير عن نقاط القوة، ولكن بكرة إن شاء الله هنتكلم أكتر عن نقاط الضعف اللي موجودة في فريق الدحيل القطري، وعندنا كتيرة جدا 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 زي ما حضراتكم شفتوا. قعدنا معاكم، كان المفروض نخلص الساعة 11، قعدنا معاكم لغاية الساعة 12 وربع 12 و10 اهو، علشان تفاعل كبير من حضراتكم على السوشيال ميديا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 8 غدا ان شاء الله. استنونا والاهلاوي مش هيسيبنا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوة الاهل. اسأل على الاهل.